هاي المقولة الشعبية، إذا عشر بشر هذول أجدادنا كانوا يقولوها. سبحان الله، الهمة قوية ما شاء الله عنك كوتش مجد، بحييكي والله، الله يسعدك. حلو رائع، يلا توكلنا على الله. بنعرفها، حلو رائع حبيبنا أنيس، الله يبارك فيك. طيب خلينا نبدأ، خلينا نشوف مين فات معنا من الكوتش. كوتش أحمد متأخر علينا، فات شي؟ وينهم جماعة كوتش أحمد؟ روحوا نادوا له، إلى وينك؟ نستناك، بنستناك على طول. يلا بما يفوت الكوتش أحمد بدي أعطي المايكات للجميع إن شاء الله تعالى، نسمع من عندكم. صلى الله عليك يا حبيب الله، وهي المايكات مع الجميع، بدي يديمها هيك ولا حقه. شفتوا شلون؟ ما بنحسن خيو. طيب حلو، يلا توكلنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا. صحة فطورك كوتش، وصحة فطور الجميع يا رب، وربي يتقبل منا الصيام والقيام يا رب، وإن شاء الله ما يخرج رمضان علينا إنا وإحنا إن شاء الله ممن عتقت رقابهم من النيران يا رب، آمين يا رب وتعتق رقابنا كوتش. حبيت فقط يعني أنوه، حبيت لأننا أسرة قبل كل شيء ولحمة، وكل منا يعني يحس بالآخر. فعندنا يعني الأخت فاتن اللي هي من فريق الأخت عائشة الشدة، توفى زوجها كوتش. الله يرحمه يا رب، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. يعني إن شاء الله يعني على الأقل ولو يعني تحس إننا يعني أسرتها وحسينا فيها فقط كوتش، يعني هذا حبيت. الأخت فاطمة عم تقولي، عفوا بس قطع صوتك شوي عندي. الأخت فاطمة مين بتكون بالنسبة للأستاذ نزار؟ أخت فاتن، عمتي فاتن عمتي. كوتش، أخت فاتن، وهي من فريق، من فريقه هي. أيوه، الله يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنة. يمين يا ولكن رب. الله يهنيه يعني، على فكرة بالمناسبة الله يجعله من شهداء رمضان يعني، الله يهنيه لأنه آمين. احنا كوتش، احنا نعرف اللي انه اللي يتوفى في ايام مثل هذه، يعني ان شاء الله يا رب، ان شاء الله نحن لا نزكي على الله احدا، لكن ان شاء الله متواه الجنه. لكن احنا يعني مع الاخت فاتن اللي هي يعني عندها 5 بنات، ويعني ما هو بالسهل. انا لما توفى الوالد شفت كيف امي كيف كانت وكيف صارت، يعني انه الحمل نعم. يصير انك ام واب كثير كثير صعب كوتش، يعني كثير، الله يرحمه يا رب، يجعل خصوصا مثواه في البدايات، يعني في ما يحس بالجمرة. احنا عندنا في الجزائر يقول لك ما يحس بالجمرة غير اللي اكتوى فيها، يعني ايوه، اللي كويتو. ما الله بعرف يرحمه. انتم من المفروض احنا يعني احنا بنقول ما بيحس بالوجع غير صاحبه، سبحان الله. يعني احنا هي تعددت، هي المعنى واحد يعني، لكن كل دولة وعندها ايوه صحيح، سبحان الله. واحنا في الاخير امة لا اله الا الله لا سيدنا لا بس محمد الحبيب رسول الله. اي يعني والله، سامحني كوتش ان كنت انا حبيت يعني، ما انا بالعكس انا هيك انا هيك انا حبي للدي اكس ان، ودايما قلتها للكوتش دايما، انا اكثر مي انا اكثر حاجه تحفزني في الدي اكس ان هي الاسره تاعي اللي كسبتها، اكثر من اي شيء، اكثر من اي شيء، يعني ان كانت رتب او كانت لا أعرف مبالغ مالية، يعني الحب الناس وكسب إنك تكسبه. من إحدى الأشياء يعني الثراءات حقيقة، الثراء الاجتماعي هذا اللي حضرتك عم تتحدثي صح عنه. يا والله صح الله وإن يذكرك. شاء الله ربي إن شاء الله يدوم، ونكون دائما إيد واحدة، نفرح لبعضنا البعض ونحزن لبعضنا البعض، وربي إن شاء الله يخلي الجميع. وشفت البارح في كيف كان يعني كل يعني مع المرحوم ربي يرحمه الكتير، يعني استاذ حسن، هذه الله هي يرحمه. الدي اكس ان، يعني مثل ما جمعتنا ان شاء الله يا رب، واحنا في رمضان ان شاء الله المرتبه الاولى عالميا يا رب. ان شاء شكرا الله، كوتش، وسامحني على التدخل، لكن بالعكس حبيت يعني اعيش ولو لحظه، او اني يعني هذا شفت من واجبي، يعني فقط اني حسيت فيها وانها مو لوحدها، واذا كان يعني ممكن يعني نكون يعني نفعل شيء انا مستعده كوتش. الله يبارك فيك يا ربي ويجزيك جزاك الخير. الخير وجزاك طيب الخير كوتش. احنا كلياتنا افضل شيء نعمله ان شاء الله كمؤمنين برمضان ندعي له بالرحمه والمغفره يا رب، ويجعله من اهل الجنان. اللهم ربي امين امين يا رب العالمين. طيب شركائنا شريكاتنا، نسال الله يعني لاخونا
رغم انه عم نعرفه بس سبقنا واخونا بالايمان. نسال الله له يا رب الرحمه، نسال الله الى الفردوس الاعلى، نسال الله يا ربي ان تيمن كتابه وتيسر حسابه. اللهم اجعله يا ربي في عليين، واجعله مع النبيين والشهداء والصديقين وحسن اولئك رفيقا انت رب العالمين. الله يجزيكم الخير جميعا. طيب يا جماعه الخير، الان خلينا ان شاء الله تعالى نسمع من عند حضراتكم جميعا مين بده يفتح المايك الان ويدردش معنا دردشة دكسينية حلوة بهي الفترة. انا اليوم محضر لكم محاضرة رح تكون طبعا على وقت محاضرتي بعد فقرة اخذكم ام عمران، اسمها التغيير، قوية حتكون ان شاء الله. اسمها التغيير ان شاء الله، عنوان التغيير رح نجي له باذن الله. ولكن هلا خلينا تفضلي. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير دي اكس ان. يا اهلا وسهلا، صباح الخير دي اكس ان، اهلا وسهلا بالكوتش ايمان، حياكم الله. نائتنا وملهمنا الله يبارك فيك يا رب. الله يحفظك يا رب، انت قدوتنا لكلياتنا جميعا باذن الله، كلياتنا على منهجك. الله يثبتنا يا رب، الله يثبتنا واياك. كوتش بدي منك طلب صغير، معلش الله نحكي عن الـ ISP. تفضلي. هيك فكرة بسيطة. لأنه في عالم كبير جداد داخلين معنا وبنضل منقول ISP. يعني نعطيهم فكرة مبسطة عن الـ ISP. حلو، طب خلينا من عندك، شو رأيك نعطي الفكرة من عندك هلأ؟ تمام، بس أطلع من هاي الغرفة كلهم فاتحين عندهم. أي ولا والصوت عم يعطي صدى. ولا يهم، رح ننتظرك، كلياتنا هلأ حنستمع لك إن شاء الله بشرح الـ ISP. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السفيرة الأستاذ إيمان. وعليكم السلام أستاذ عمار، حياك الله. أستاذ عمار حياكم الله وبياكم. الله يبارك فيك أستاذ نادر، بس قبل ما تبدأ الأستاذ إيمان، بس أنا عندي سؤال حاب بس إنه يكون في توضيح يعني. اتفضل. بس من أجل الأخوة المقيمين في سوريا، حكينا سابقا إنه بإمكانهم يسجلوا على سيستم تركية. طيب يسجلوا من خلال الرقم الوطني، هل الشخص بأي مكان يكون مقيم بسوريا بإمكانه يسجل على سيستم تركيا من خلال الرقم الوطني؟ إيه ما عندك مشكلة بسجل، يعني السوريين بشكل عام هنا وين ما كانوا متواجدين بإمكان يسجلوا بتركيا، هذا استثناء لهم. تمام أستاذي، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. تنويه هام بالنسبة للعنوان إضافي إلى الإجابة تبع الأستاذ نادر. بتقدر تحط إسطنبول وتحط رمز البريدة 34-30. تمام أستاذ نور، بإمكانك تحط إسطنبول العنوان، يعني هي إضافي، يعني حتى أنك ما تقعد تضيق يعني، بس مو أكتر. نعم. تمام الله يجزاك الخير أستاذ نور، حياك الله أستاذ عمر. يلا عم نسمعك كوتش إيمان، تفضلي. الله يحفظك يا رب. أول شيء الـ ISP هو عرض طرحته شركتنا لمدة 3 أشهر، انطلق من بداية عام 2024. هذا العرض هو عرض مضاعفة نقاط، فيه تخفيض للفواتير القادمة 10%، اللهم صل على سيدنا محمد، على الفواتير اللي بناخدها بعدين 10%، حتى استرداد كامل المبلغ للتفعيل الأولى. وهذا العرض يستمر لنهاية الشهر الثالث. طبعا من خلال هذا العرض، اللهم صل على سيدنا محمد، نحسن نستفيد من مضاعفة النقاط. عرض استردادي، والله كوش أنا كثير متلبكة. لا تاكلي هم، كلياتنا اخوه، وهي مراجعه اساسا نعتبرها كمان، لانه احنا اليوم اخر 5 أيام بالمضاعفه، يعني فعلا هلا هذا العرض اللي لسه رح يغتنم منه رائع جدا، عرض مضاعف. تذكرت اي ايش لازم احكي، طبعا كان قبل الشركه تعطي 6% من الارباح، من خلال عرض ISP ضاعفت الارباح ل 60%، وهذا العرض رح ينتهي بنهايه هذا الشهر. وبالنسبة للعالم اللي انضمت إن خلال هالثلاث شهور رح يكونوا ضمن خطة ISP، بس مطلوب منهم إنه كل شهر يفعلوا 100 نقطة الشهرية تبعيتهم حتى يضلوا ضمن نظام خطة ISP. طبعا الشخص بيحسن عدى عليه ظروف شهر ما حسن يفعل، بيطلع من خطة ISP، بيشتغل على نظام السيمبل العادي. سيدنا محمد، خلال هذا العرض الـ ISP، نظام السيمبل العادي خلال 6 أشهر مطلوب 6 أعضاء، النظام الـ ISP 3 أشهر 5 أعضاء، صح أنا عم بحكي؟
أنا ما بعرف. ممكن أستاذ، ممكن أستاذ نادر أنا أدخل مع الأستاذ إيمان بشرح خطة ASP. رائع جدا، ساعدوا على الشرح. أوكي. بالنسبة لنظام ASP، الشخص اللي عنده عرض 3 شهور يكون مثلا من الأشخاص القديمين المسجلين قبل عام 2024، حتى يكون عنده عرض 5 شهور الأعضاء المسجلين جدد بداية عام 2024، هذول يكون عندهم العرض 5 شهور بمضاعفة النقاط، وأيضا يترتب عليهم الجدد بأنه كل شهر مطالبين بتسجيل عضو نشط فعال بنظام ASP. أما الأشخاص القدامى فالعرض عندهم 3 أشهر، على كل الشروط المطلوبة أنهم خلال 3 أشهر يسجلوا 6 أشخاص بنظام ASP حتى يستمروا بنظام ASP. لكن بعد انتهاء العرض يستمر الأشخاص بأخذ كل ميزات النظام ASP، لكن يتوقف عرض مضاعفة النقاط بعد انتهاء فترة العرض. وبيكون مطلوب منهم بعد هي الفترة 3 أشهر الفترة التمهيدية كل شهر يسجلوا عضوين أعضاء 2 جدد عشان يضلوا ضمن نظام الخطة. نعم، مطلوب منهم يسجلوا طبعاً القدامى يسجلوا 3 أشخاص بكل شهر، والجدد حيتابعوا بالخطة بأنه يسجلوا عضوين، ممكن أن الشخص يسجل أكثر من عضوين، لكن بالفترة العرض الأولى حتى يستمر بنظام ASP مطالب هو بفترة العرض القدامى بأنه يسجل 6 أشخاص حتى يستمر بنظام ASP. الجدد اللي بدأوا ببداية 2024 مطالبين بفترة العرض 5 أشهر بأنهم يسجلوا 5 أشخاص لحتى يستمروا بنظام، يعني بمعدل كل شهر شخص واحد حتى يستمروا فيما بعد أنهم يتابعوا بالنظام ASP. وبالنسبة للـ ASP هي ضمن تركيا وتشمل الدول الأوروبية، وأي حدا خارج هاي الدول اللي ذكرناها إن كانت تركيا وإن كانت الدول الأوروبية ممكن يدخل بنظام الـ ASP إذا جاب أعضاء من ضمن إقليم تركيا أو من ضمن أوروبا، بيدخل هو كمان حتى لو كان هو بالإقليم العربي بيدخل بنظام الـ ASP كمان. هاي المعلومة لازم نذكرها. نعم بالتأكيد أستاذ إيمان. تمام كوتش نادر، إذا عندك أنت شغلات نحن نسينا نقدمها مشان إخواننا الجدد تفضل. حلو، الله يجزيكم الخير، ممتاز. طيب كمان خلينا نحكي أكثر ASP، نشوف مين من الشركاء أيضا بده يسلط الضوء على ASP ومزاياها. مين بده يفتح مايك ويحكينا؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. يلا هلا 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 مجد سوا، يلا تفضل. طيب أما المجد ولا أنا؟ انتوا اثنين شاركوا. تفضل استاذ محمد، ما في مشكله ان شاء الله. طيب مضاعفه النقاط حاليا هي العرض الاسترداد كامل المبلغ حاليا بنظام ASP اطلق من شركه DXN لمده 3 شهور بقيان 5 ايام. بنصح الجميع انه يروحوا يفعلوا 100 نقطه لانه راح تصير 200، هاي اولا، ورح يصير عندك خصم لمدة 3 سنوات 10% على الفواتير القادمة. طيب خصم كامل 100%، يعني كامل المبلغ أنت اللي بدك تشتري فيه الشراء نظام ASP لمرة واحدة أول ما بتسجل رقم عضوية ضمن الشهر يلي أنت بتسجل فيه رقم العضوية. طيب في عنا مزايا الـ ASP. نسبة الربح بنظام الـ ASP الجيل الأول 60%، الجيل الثاني 10%، والجيل الثالث 5%، والجيل الرابع 5%، وما بننسى خطة السيمبل عنا ضغط الديناميتي الـ5 أجيال، يعني عرض لا يفوت أبدا نهائيا. بنصح الجميع بأنهم يشتغلوا على نظام الـ ASP لأنه نظام الـ ASP نظام ربح سريع، الأرباح بتتقاضوها كل أسبوع بأسبوع، يعني نعتبر أنه هذا نهاية الشهر حاليا سجلتوا أحد الأعضاء عنكم على السيستم وفعل نظام ASP بينزل لك أنت نسبة الربح 25%، 25 دولار عفوا، يعني 60%. تمام،
الجيل الثاني إذا فعل بالنسبة لألك أنت بينزل لك 10% وعندك 60 قدي صار خلينا نحسبها 70% وعنكم الجيل الثالث 10 5 والجيل الرابع 5 صار عنكم نسبة الربح 80% بخطة نظام ASP. يعني الشركة منحتكم عرض لا يفوت، كأنه الشركة عم بتقلك خذ هاي المنتجات مجانا والعرض اشتغل عليه لحتى أنت أرباح سريعة. يعني نعتبرك أنت دخلت بنظام ASP، مجرد ما تدخل بنظام ASP وتفعل التاركت المطلوب، الأعضاء القدامى مطلوب منك أنت 6 أعضاء لحتى ترحل للشهر الرابع، الأعضاء الجدد ضمن عام 2024 اللي تسجلوا من 1/1/2024 يعتبر مطلوب منهم 5 أعضاء جدد. طبعا انه مجرد ما يتم التسجيل لازم يفعلوا ال 100 نقطة ASP او يفعلوا 100 نقطة من الشرق الاوسط او اوروبا او اي اقليم مباشرة. هون نحن رح يكون عندنا ترحيل الى المرحلة التالية. يعني انا اعتبر مرحل في نظام ASP الى الشهر الخامس الحمد لله، لاني احتسب من الاعضاء القدامى الحمد لله ترحلت الى الشهر الخامس. ماني اكل هم مرحله الشهر الرابع ابدا لانه تم تسجيل الاعضاء وترحل عندي الى الشهر الخامس والسادس، والحمد لله رب العالمين. كل ما بيتم التسجيل حاليا تحت رقم عضويتي اعضاء جدد بفعل رقم العضوي، هذا يحتسب من التارجت اللي انا ارحل فيه. ولما ننسى انه احنا عندنا عرض استراحتين في السنه، يعني من بعد الشهر الرابع الشهر الخامس أنا فيه أخذ استراحة، أو الشهر السابع شهرين وراء بعض ما بإمكاني أني أخذ استراحة لحتى أحقق أني استريح من التارجت. ولكن الأرباح هي رح تنزل، رح تتنامى، رح يتنامى الفريق، رح أتابع بالتدريب. بالتالي كل ما بتشتغل على حالك كل ما بيكون عندك بونص أرباح أكبر وأسرع. يعني خطة السمبل القديمة أول ما يدخل العضو كانت نسبة الربح تبعته 60%، الآن نسبة الربح ضرب 10 يعني 60%. الشركة شو منحت على 4 أجيال؟ منحت 80%. فلذلك الخطة التسويقية هي خطة رائعة، خطة مانحة، خطة أكثر من رائعة، لذلك هي بتعطيكم الربح كل أسبوع بأسبوع. فلذلك اللي بده يغتنم الفرصة اغتنم الآن أخي الكريم أو أختي الكريمة، هاي الفرصة للجميع دون استثناء. وهيك إن شاء الله يكونني أنا ما قصرت مع الجميع. حلو، رائع، الله يجزيك الخير كوتش نور. طب خلينا كمان نسمعنا عند كوتش أم مجد، شو المزايا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس بدي أعلق على موضوع الترحيل. طبعا لربما بعض الأعضاء ما فهموا موضوع الترحيل شو هو. بالنسبة لموضوع الترحيل الأعضاء كيف؟ يعني مثلا الأعضاء القدامى مطلوب منهم 6 أعضاء بيشتغلوا على نظام الـ ASP لحتى هن يكونوا ضمن هذا النظام، تمام؟ ضمن 3 شهور لازم يكون مع كل شخص 6 أعضاء. طيب إذا أنا ضميت معي 10 أعضاء، طبعا هون أنا صار عندي أكثر بالتارجت، يعني أنا مطلوب مني 6 أعضاء فعلوا حقائب أمنت عليه هون وعندي زيادة 4. في ميزة بنظام الـ ASP إنه أنا هدول الأربع أعضاء فيني يعني رحلهم للأشهر الجاية، يعني كأنه أنا ضمنت الأشهر الجاية عندي أعضاء مشان ما أخرج من هذا النظام. هاي الفكرة بس حبيت كمان نوه عليها لربما البعض صار في عنده يعني استفهام بهذا الموضوع. طيب الله يجزيك. بالنسبة لميزات الـ ASP أو بشكل عام بدي أحكي عن الـ ASP، طبعاً الأعضاء مثل ما أن الأعضاء الجدد يلي بيسجلوا من بعد 2021 مطلوب منهم 5 أعضاء الشهر، عضو مثلاً الخمس أشهر 5 أعضاء. طيب إذا الشخص أول شهر ما تمكن يسجل معه عضو ممكن الشهر الثاني، إذا الشهر الثاني ما تمكن معه للشهر الثالث، إذا هو ما تمكن بآخر يوم بالشهر الخامس وفعل معه 5 أعضاء فعلوا معه حق
القائم بالآس بي هو بيضل ضمن النظام، يعني ما بيخرج، يعني ما عنده شرط لازم كل شهر يفعل معه شخص أو عضو أنه يشتغل على نظام الآس بي، وإذا ما لقى هذا الشخص خلص بيطلع من النظام. لا، أنت معك مهلة 5 أشهر، لو بيكون آخر ساعة بالشهر الخامس بيتفعل معك 5 أعضاء، خلص أنت ضليت ضمن التاجت. طيب بعد ال5 شهور هون بيصير يتطلب منك كل شهر 3 أعضاء، تمام؟ كل شهر 3 أعضاء. هلأ بجوز أنت تكون صاحب همة، بتكون أنت عملت مثلا ترحيل، ممكن أنت تكون بالأشهر الخمسة سجلت أكثر من 5 أعضاء معك وفعلوا الحقائب، فهيك أنت ممكن ترحلهم للأشهر القادمة. طبعا في ميزة كتير كتير حلوة بنظام الأس بي، هو أنه أنت ممكن تاخذ فترة استراحة، فبيتم تقديم طلب من الإيوورد مثل إجازة، مثلا بتطلب فترة الإجازة بتكون مثلا شهر أو شهرين، يعني هيك بتكون، تمام؟ بتحدد أنت هذا الشهر وبتطلبه من الإيوورد، فمباشرة بالفترة يلي أنت تحددت وتعاقدت مع الشركة بهاي الإجازة رح تتفعل عندك الإجازة. فأنت إذا قعدت شهرين ما استقطبت حدا ولا سجلت حدا معك بنظام الأس بي، ما بتخرج من هذا النظام، وكأنك أنت ماشي وأمورك تمام. ممكن أنت بهاي الفترة تهيئ أمورك، ممكن أنت تجهز ناس من بعد ما تخلص المدة أو الإجازة يلي أنت أخذتها من الشركة ترجع تنطلق كمان بقوة أكتر. هاي الميزة كتير حلوة بصراحة، لفتت نظري بنظام الأس بي، لأنه ممكن الأعضاء مثلا لما كل شهر بدهم 3 أعضاء جادين معهم كل شهر كل شهر، فبجوز يوصلوا لمرحلة يتعبوا. لا، أنتوا فيكم تاخدوا استراحة بدون ما تخرجوا من النظام. طبعا هاي الميزة، وفي ميزات كتيرة طبعا، يعني ذكروا من شوي الأخوة ميزة مضاعفة النقاط، ميزة الاسترداد. يعني نحن بنتخيل أنه في كتير ناس أخذوا مثلا 500 دولار حقيبة آس بي، تخيلوا أنه هذا المبلغ كله راح يسترجعوه من خلال الفواتير يلي بياخدوها بعدين. وهي ميزات طبعا. والميزة الكبيرة الكبيرة يلي أصلا هو نظام الآس بي قائم عليها، أنه أنتوا تبنوا معكم فريق حقيقي، مو فريق بده ينام، لا، أعضاء بدها تيجي بتتفاعل، إذا ما فعلت خلص هدول ما بيعتبروا شغالين، هن كمان بدهم يشتغلوا على نفس المسيرة. فإذا هيك أي شخص بده يبني معه فريق حقيقي، ورح يكون في سرعة وصعود لموضوع الرتب. طبعا هاي مداخلتي أستاذ نادر، إن شاء الله كمان تكون فدت الجميع فيها. ما شاء الله عنك، الله يسعدك. مين معنا الآن برتب الأمراء؟ هو أنا بعرف يعني، بس نشوف مين معنا أمير هون هلأ موجود؟ مين معنا أمير؟ برتبة أمراء، كلياتنا أمراء أستاذ نادر بإذن الله. لا، كلياتكم أمراء في المستقبل إن شاء الله، أما رتبة الأمراء تبدأ من الماسية وما فوق. لكن بدنا جاينا هي الرتبة. أيوة. بإذن الله. أيوة. جايين، رح نوصل قريبا بإذن الله. بإذن الله. وليست رتبة الأمراء بل ESD بإذن الله. أبشرك بإذن الله. هي المرة الثانية أبشرك. طبعا الأخوة الأخوات الموجودين بيقولوا أنه كوتش نادر ليش عم يقول أمراء؟ شو القصة؟ طبعا هذا أنا أطلقت عليه هذا يعني لقب أمير اللي بوصل رتبة الماسية، لأنه مدى ما وصل الماسية هو بصير شريك حقيقي لدى DXM، شريك حقيقي، يعني بصير له 2% أرباح دولية، مشاركة أرباح دولية، ما عدا أرباحه، ما عدا أيضا أنه حيصير عنده علاوات أخرى غير علاوات المرحلة النجمية، مرحلة الوكيل النجم، مرحلة الياقوتي، لح تكون كل مزايا كاملة، بالإضافة أنه لح يصير بالدي اكس ان ممكن بمستشار، ممكن يصير مقرب أكثر من مكان صناعة القرار والاستشارة. فيعني نحن هلأ بدي اكس ان تركيا كان عندنا انتخاب للجنة تمثل الماسيين والعرب في تركيا، يعني كل الأعضاء بشكل عام، تمام؟ فطبعا كان اللجنة بالنسبة لموضوع دخول الأعضاء للجنة وترشيحهم لازم يكون ماسي وموافق، وتم انتخاب ما شاء الله 9 أسماء من ضمن تقريبا 200 ماسي متواجدين في تركيا. من ضمن 9 أسماء الحمد لله شرفنا ربنا سبحانه وتعالى أنه يكون في ماسيين من فريقنا بهي اللجنة، هن الكوتش أحمد خميس وأيضا الكوتش ساريا البليحاني. فأبو حسين أنت معنا يا غالي؟ أنت معنا، سمعنا ولا شو؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ نادر.
اه والله انا بالي المايك مسكر، يعني انا مطلع عليه لونه فاهي، فقلت لحالي مسكر. لا مفتوح. هلا هلا كبرت علي ولا فتح؟ الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. حسين حبيبنا، شو اخبارك؟ الله يسعد مساك، يسعد مسا جميع الشركاء والشركات. والله انا قاعد مستمع، كانت عم تسمع على السيده مجد والسيده ايمان والاستاذ نور، ما شاء الله عليهم، الله يعطيهم الف عافيه يا رب. فعم نستفاد، عم نستفاد من المعلومات اللي عم ناخذها منهم، ما شاء الله عليهم، الله يفتح عليهم، ان شاء الله بنشوفهم قريبا ان شاء الله برتبه الامراء باذن الله تعالى. امين امين. هلا في سؤال محدد استاذ ابو حسين، هو انه نحن اليوم صفيان خمس ايام نخلص المضاعفه، عرض المضاعفه، فالسؤال هلا كيف ممكن تسلط لنا الضوء اكثر على الاي اس بي بالنسبه للاخوه الجدد يستفادوا من هدول الخمس ايام قبل انه يخلص، يعني يخلص هالفتره؟ هلا انا اشوف بالنسبه لعرض الاي اس بي، هو طبعا مثل ما حكيت السيد مجد الاستاذ نور كل الاخوه والاخوات السابقون، هو موجود في تركيا ودول اوروبا، تمام؟ فنحن لازم نستثمر، نوجه يعني نحن عم نشوف الدول مثل العراق والشرق الاوسط كلهم وجهوا اعلانات مموله باتجاه تركيا، فنحن اليوم اهل مكه ادرى بشعابها، صح؟ فنحن المفروض اليوم نستثمر هذا الموضوع. هلا بالنسبه للقدامى اكيد ما قصروا ما شاء الله عليهم، بالنسبه للاخوه الجدد ضل معكم خمسة ايام، يعني لازم تبذلوا قصارى جهدكم. قائمه المعارف مهمه جدا، يعني اهم شيء اليوم قائمه المعارف. نحن كسوريين ما شاء الله متغلقين في تركيا، فقائمه المعارف هي بتلعب الدور الاكبر والاهم بموضوع الاستقطاب والاي اس بي، تمام؟ بالاضافه للاعلانات المموله، يعني هلا هدول الخمس ايام لحقوهم استثمروا فيهم. العرض مستمر، ولكن موضوع النقاط المضاعفه راح يتوقف، تمام؟ اما بالنسبه لكم انتم مستمرين، يعني ارباحها حلوه، يعني انتم اول ما سجلوا معكم شخص يستثمر حقيبه الاي اس بي او برنامج الاي اس بي يدخل فيه، فمباشره راح يطلع لكم ارباح على منتجاته مو على الشخص نفسه، ديروا بالكم مشان ما يصير العمل هرمي. متى ما حكينا نحن انه عم ناخذ ارباح على الاشخاص اللي عم تدخل معنا، فمعناها نحن دخلنا بالاعمال الهرميه، ونحن الفرق واضح والفرق كثير كبير بين عملنا وبين العمل الهرمي، تمام؟ فنحن بناخذ ارباحنا من المنتج من الشركه، تمام؟ فعلى سبيل المثال يعني هذا المنتج الفطر الريشي، هذا مثلا الشركه حاسته ب $30 مثلا، فانا باخذ ارباحي من $30، والسفير الملكي بياخذ ارباحه من $30، وانت اللي داخل معنا جديد بتاخذ ارباحك من $30 ضمن نسبه حطتها الشركه، نسبه محدده، تمام؟ فنحن بناخذ ارباح من الشركه مباشره 60%، يعني شوفوا المضاعفه قد ايه صارت، من 6% الى 60%، يعني انا بحب اسعار، بحب ارقام الدولار. هي 60% لبعض الاخوه والاخوات الجدد داخلين معنا ما راح يعرفوا شو معنات هذا الكلام، يعني هذا بالدولار يا اخوي يا اخوات تقريبا راح يطلع لك ارباح اذا اخذنا الحد الادنى من الحقيبه او من البرنامج اللي هو منتجات بقيمه 100 نقطه تعادل تقريبا $80، تمام؟ يعني من 80 لل $100، ولكن خلينا نعتبره $80، انا نقيت منتجات اللي انا بحاجتها لبيتي بمقدار $80، $75، $100، انتم بتختاروا القيمه اللي انتم بدكم اياها، ولكن خلينا نختار هلا $80، تمام؟ فدليت انا ابن عمي على هي المنتجات عجبتني، ودخلت انا بهذا البرنامج دليت ابن عمي واخذ هي المنتجات من الشركه، فمباشره راح يطلع لك انت ارباح عليه على المنتجات اللي اخذها من الشركه تقريبا بقيمه $20، تمام؟ ال 60% هي توازي او تعادل ال $20 تقريبا، من ال $20 الى ال $25. فتخيل مع مني اليوم انك انت جبت شخص 2 3 5 10 انت وهمتك وشطارتك، كل ما ضاعفت الرقم كل ما زادت ارباحك باذن الله تعالى، ونحن كلياتنا دخلنا بهذا العمل حتى نربح. في حدا منكم داخل معنا مشان يتسلى؟ اللي داخل معنا مشان يتسلى يطلع مشان ما يضيع وقته واوقات الاخوه اللي داخلين معه، لانه اليوم انت عم تضر الناس، اذا انت فايت تتسلى فانت عم تضر الشخص اللي انت مسجل معه، عم يضيع وقت معك، فالضرر بالناس والاشراك بالله واحد، صح؟ فاذا انت داخل معنا مشان تتسلى لا تتسلى، اطلع. نحن اليوم العمل تبعنا واضح، في شيء اسمه لغه ارقام، العمل الارقام كلها واضحه، الخطه واضحه قدامنا، من اول شهر راح تحصل على ارباحك مباشره، وراح تتيقن انه العمل صحيح 100% وارباح اكيده 100%، لكل مشكك اليوم بالعمل تبعنا من اول شهر حقق التارجت وشوف ارباحك شو راح تنزل، تمام؟ فراح يطلع لك ارباح $20. الجيل الثاني الشخص مثلا اللي جاب، هذا الشخص جاب صار عندك جيل ثاني، تقريبا راح يطلع لك ارباح خلينا نقول بمقدار $10، تمام؟ الجيل الثالث والجيل الرابع راح يكونوا $5 ب$5 تقريبا، تمام؟ او 5% يعني تقريبا بالحدود هي، تمام يا اخوي يا اخوات؟ يعني ان شاء الله تعالى كل ما كثفنا الارقام، طبعا انت خلاص انت عليك هلا، شوفوا انا هي القاعده اللي علمت عليها الفريق تبعي، انا راح شتت حالي ولا انتم تشتتوا حالكم بالجيل الثاني والثالث والرابع. اليوم يعني حاكيكم اياها بالعاميه، معلش تسمحوا لي، في مثل نحن بنقوله بالشام، كل عنزه معلقه من كرعوبه فنحن ببرنامج الدي اكس ان اليوم صدقا وامانه يا جماعه،
لكل واحد منكم عليه من حاله. خلاص انا علي انه اجيب مباشرين علي، سجل معي اشخاص فقط والتفت للشهر اللي بعده. انا قديش مطلوب مني التارجت مثلا كل شهر بعد ما يخلص العرض؟ 3 اشخاص كل شهر، تمام؟ فخلص انا بحط الهدف تبعي اني اجيب 3 اشخاص كل شهر، اعرض اعطي هاي الفرصه، هاي اعتبرها انا المنحه، تمام؟ اعطيها لناس مين بحاجه للمنحه هاي، اعطيها، دور على هدول الناس كل شهر. انا المفروض علي اني اجيب 3 اشخاص فقط لا غير، تمام؟ هلا اذا جبت 3 اشخاص من تركيا او من دول اوروبا او من الشرق الاوسط ما في مشكله نهائيا، ولكن لازم يحققوا التارجت تبع الشركه اللي هو 100 نقطه، تمام؟ بتضلوا انتم داخلين بالبرنامج. اللي بالشرق الاوسط بتاخذوا عليهم فارق النسبه بينكم وبينهم، تمام؟ ما بتاخذوا عليهم 60%، فقط المسجلين على سيستم تركيا واللي بيفعلوا الاي اس بي راح تاخذوا عليهم 60%. الامور واضحه باذن الله تعالى. فاستثمروا الاي اس بي، استثمروها اخر 5 ايام، لانه هاي الخمس ايام هاي راح تضاعف عنكم النقاط. هلا بعض الاخوه والاخوات الموجودين معنا ممكن ما يعرفوا شو هي النقاط. هاي النقاط يا اخوي اخوات هي بترفع نسبه الارباح تبعكم، بتوصلكم لاول رتبه بالشركه ولا تاير الاول رتبه بالشركه باذن الله تعالى، راح ترفع لكم نسبه الارباح تبعكم، تمام؟ بتوقع كمان انه داخله بالحافز الرحله الدوليه الى ماليزيا، تمام؟ فاستثمروا هذه الخمس ايام ان شاء الله تعالى، وربي يفتح عليكم ان شاء الله. رب نكون وضحنا لكم الامور. اذا حدا عنده اي سؤال بخص الاي اس بي، بما انه عرضت فكره الاي اس بي، يطلب يكتب لنا على الشات اذا في شيء واضح بالنسبه له حتى نجاوب على السؤال تبعه، تمام؟ هلا رح انتقل لموضوع ثاني. بما انتم تكتبوا الاسئله تبعكم، شوفوا يا جماعه، هلا في كثير اشخاص، ليش في كثير اشخاص بتدخل معنا بالعمل بشركه دي اكس ان، في منهم بينجح معنا بالعمل وفي البعض الاخر بيفشل، ليش؟ شو السبب؟ مع انه نفس الشركه ونفس السيستم ونفس المعلومات، كل شيء نفسه نفسه، ليش هدول عم ينجحوا وليش هدول عم يفشلوا؟ كمان اكتبوا لنا اياها على الشات، اللي بيعرف الاجابه تبعي يكتب لنا اياها على الشات، خلينا نحرك مع بعض، نتحرك شوي، نحرك الجو. ليش؟ شو السبب؟ شو السبب يا اخوي يا اخوات؟ كثير من الاشخاص القدامى، هلا هذا الكلام موجه للقدامى، خلي جدد يتعرفوا على هذا الكلام، تمام؟ جدد ما عندهم الاجابه اكيد، ولكن القدامى لازم يجاوبوني، ليش كثير اشخاص تدخل معنا بهذا العمل عالم بتفشل وبتتوقف عن العمل؟ انا اسف على الكلمه، انا ما بحب احكي هالكلمه، ولكن هذا الشيء اللي عم يصير على الواقع. اللي بيتوقف عن المحاوله هو انسان فاشل، اما اللي بيفشل وبيحاول بيفشل وبيحاول، هذا ما اسمه انسان فاشل، بالعكس هذا اسمه انسان عم يسعى للنجاح باذن الله تعالى وراح يوصل له، لانه وراء كل نجاح في فشل، صح؟ في عده محاولات فاشله. اما الانسان اللي من اول مره بيفشل وبيتوقف على العمل، هذا اسمه انسان فاشل. فاليوم بما انه الشركه واحده، النظام واحد، الخطه التسويقيه واحده، المنتجات واحده، في ناس عم تنجح بالعمل معنا وناس عم تتوقف وتطلع من العمل، شو السبب؟ هات لنشوف شو كتبوا لنا على الشات. التركيز مطلوب، لكن هي غير تركيز، لكن والله استاذ محمد نور لو تقرأ انت من عندك التعليقات. تكرم عينك استاذ علي. هلا في معنى، لكن هاي خارج، اذا سجلت ناس من تركيا تدخل بالنظام، يلي مسجل بسيستم تركيا راح جاوبه انا على السؤال مباشر استاذ علي. يعني اذا حضرتك مقيم بتركيا وسجلت ناس بدول الشرق الاوسط، دول الخليج، السعوديه، العراق مثلا، هذا يحتسب بالتارجت، انت داخل بالنظام، تمام؟ حتى اذا ابي كنت مسجل عضويه بسيستم العراق وسجلت ناس بتركيا واوروبا كمان داخل بالنظام، تمام؟ بس يفعل التارجت تبع الشركه. نعم، بس يفعل ال 100 نقطه 100 نقطه تبع التارجت تبع الشركه اكيد. طيب هلا هون عم بيقولوا لنا، انت السؤال يلي سالته الاستاذ فاطمه عم بتقول لك انه 2 دخلوا من نفس البيئه مثلا، عدم تطبيق المعلومات وما عندهم صبر، قله الاهتمام، الصبر والاصرار. هلا انا حققت نظام اي اس بي بس ما راح استلم ارباح الشهر الثاني الا باسترداد المبلغ اللي دفعته من خلال خصم الفواتير، صحيح؟ يعني سؤالي، ما بستلم الشهر الثاني عمولاتي حتى لو كنت محقق 100 نقطة، راح أحصل على خصم 10%. هلأ السؤال أخي الكريم، أنت بتستلم عمولتك إذا بتحقق نظام 100 نقطة، تمام؟ أنت حققت نظام ASP أولا، أخذت خصم 10% لمدة 3 سنوات، إن شاء الله ألف مبروك إلك، تمام؟ ولكن الشهر الثاني انت تاخذ نسبه مشترياتك على ارباحك على نسبه مشترياتك، هون انت لازم تفعل 100 نقطه فقط لا غير، تمام؟ هذا بالنسبه للسؤال يلي انسال. اما انك ما بينزل لك عمول الشهر الثاني، لا
بينزل لك عمولي بس التاركت 100 نقطة تمام؟ هلا هون عفوا اخي نور على المقاطعة. شوف اخي الكريم هلا السائل اليوم نحن اذا اول مره نفعل الاي اس بي نحن ما بيطلع لنا عليها ارباح تمام، حطوه ببالكم. اي شخص اول شهر بفعل الاي اس بي ما بيطلع عليه ارباح، ولكن الشهر اللي بعده هو يفعل ال100 نقطه رح ياخذ خصم على المنتجات تبعه بنسبه 10% ورح ينزل له ارباح على هي ال100 نقطه اللي حققها تمام، حتى لو ما سجل حدا معه ماشي، رح يطلع لك ارباح على ال100 نقطه اللي انت حققتها. تفضل استاذ نور. هلا في شخص هون كاتب تعليق، هلا انا ما فهمت لهلا ما فهمت الشغل هو عباره عن بيع منتجات ولا جمع ناس بس، يعني هذا الشخص جديد. اهلا وسهلا فيك ياك الله. شوف اخي الحبيب، نحن العمل تبعنا هو التجاره يعني، ولكن الاخت رهف سيده هي نعم. شوفي اختي رهف، شوفي سيده رهف، اليوم نحن العمل تبعنا تجاره ولكن بيختلف عن التجاره التقليديه. نحن عندنا تسويق منتج وتسويق فكره العمل تمام. اليوم التاجر التقليدي العادي وقت بتروح اللي عنده تقول له علمني من عند مين عم تجيب المنتج تبعك، بتقطعي راسه ولا بيعطيك من عند مين عم تجيب المنتج تبعه صح، مشان ما تصيري مضاربه عليه. بينما نحن بالعمل تبعنا لا، بالعمل تبعنا انت بامكانك تسجلي اشخاص معهم منك وتكونوا كلياتكم ربحانين باذن الله تعالى. في شيء اسمه الوفره، مبدا الوفره تمام. بالعكس نحن اليوم بالعمل تبعنا انا بسجل اشخاص معي، اذا هن بينجحوا انا بنجح بهذا العمل. فهو مثل ما بيقولوا بالعاميه نضرب عصفورين بحجر واحد، هم منسوق المنتجات وهم منسوق فكرة العمل تبع الشركة ومنسجل أشخاص معنا منا بهذا العمل. يعني اليوم في كتير أخوة وأخوات موجودين باللبنان بسوريا باليمن ما عندهم القدرة المالية على شراء منتج، يعني يمكن حق السمنة والخبز عم يجيبوا ما عن حقه. طيب هدول الناس يعني ما بيكونوا معنا بالعمل؟ نحن بس بدنا نبيعهم منتجات نفوت بعقلية الصياد؟ أكيد لا، نحن بإمكاننا نعرفهم على فكرة العمل ويدخلوا معنا منا بهذا العمل، وممكن هن يكون عندهم قائمة معارف أصدقاء عائلة مقيمين بسوريا او باليمن او باللبنان ومقيمين خارج الدول هاي، فهن يكون عندهم القدره الماليه على استهلاك المنتجات. بالنهايه باذن الله تعالى هن راح يربحوا، والاشخاص اللي من عائلتهم واصدقائهم يدعون لهذا العمل راح يربحوا معهم منهم تمام. فنحن اليوم عم نسوق فكره العمل تبع الشركه والمنتجات تبع الشركه تمام. تمام، الله يعطيك العافيه استاذ علي، ما شاء الله عليك ابدعت بالاجابه. الاستاذ عمار عم يسال بالنسبه للعرض بس لحظة هلأ بالأستاذ عمار عم بيسأل بالنسبة للعرض هل هو من بداية السنة فقط؟ يعني حتى أوضح السؤال، لو اليوم شخص تعرف معي على الفرصة بالشهر السادس من هاي السنة رح يكون عنده عرض مضاعفة النقاط ولا فقط المضاعفة للأشهر الأولى من السنة؟ أول 3 أشهر إلى نهاية الشهر الثالث المضاعفة النقاط أستاذ عمار تمام؟ اللي مسجل على سيستم الأردن لسه ما انطلق بالأردن، بس إن شاء الله راح ينطلق قريبا في الشرق الأوسط. الدخول وأنت فاهم شروط المطلوبة مع الصبر والأسرار خاصة مساعدة صحية. طيب ما في سؤال معين لحد الآن يعني علي الإيمي أستاذ؟ تمام أستاذ حبيبي الله يسعدك يا رب يعطيك ألف عافية. بما أجازوا باي إلى الأخوة والأخوات السلام عليكم. عفوا أستاذ علي، بس لو أوضح سؤالي اللي سألته أنا بالنسبة لي. اليوم عندنا مضاعفة النقاط، بنعرف إحنا كأعضاء قدامة أنه 3 شهور الأولى عندنا مضاعفة للنقاط. طيب اليوم أنا مثلا شخص اتعرف معي على فرصة العمل بمنتصف السنة بالشهر السادس أو السابع، دعيته للعمل بنظام ASP، هذا الشخص لما أنا بدي أسجله بنظام ASP هل راح يكون عنده مضاعفة نقاط لما يبدأ هذا الشخص من تاريخ الشهر اللي سجل فيه، ولا ما راح يكون عنده المضاعفة فقط للأشهر الأولى من السنة؟ ما أنا جاوبتك يا أستاذ عمار أنه المضاعفة فقط لثلاث أشهر الأولى، أما هو عنده عرض استرداد المبلغ وخصم 10% تمام؟ هدول بيضلوا ماشي تمام. جزاك الله خير فقط هاي النقطة. أهلا وسهلا فيك، تحياتي لك. الله يبارك فيك، الله يعطيك العافية رب. طيب هلا الجواب على السؤال تبعي إنه ليش الناس بعض الناس بتفشل وبعض الناس بتنجح بالعمل تبعنا. جواز تفضل. تمام تم التذكرة، ما انتبهت له، ما كنت عم بقرأ الأسئلة. تفضل أستاذ علي تفضل. مين اللي كان عم يسأل؟
في حدا كان عم يسأل؟ كان في صوت؟ لا 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 لا، كان يقول انه كيف طريقة تسكير الكاميرا، سكر على الكاميرا مباشرة. اها تمام تفضلي. لا في كوتش علي، انا سألت على الشات ما بعرف اذا جاوبته، لانه كنت عم بجاوب الاخوات بالهدب بالشات، في اسئلة كانوا عم يسألوا انا عم بجاوب. السؤال انه 60% هي بتكون كل شهر للاعضاء المباشرين علينا ولا بس بالشهر الاول؟ هذا السؤال انا لازم افهمه، انا صاير عندي خربطة لانه انا صلي شهرين بس وهذا الشهر الثالث، فانه انا اول بونص ارباح استلمته، ثاني بونص ارباح لسه على الاي اس بي ما نزلوا لي الارباح، لذلك صار عندي اختلاط بالامور. بس ممكن تمام. منك توضيح لو سمحت. تمام رح جاوبك انا بما انه انا اوبلاينك استاذ ايمان. تمام، ال 60% على الاعضاء المباشرين عليك، اي عضو بتسجليه مباشر عليك هذا رح تاخذي عليه 60% من ال 20 الى ال 25 دولار من الشركه على المنتجات. تمام، بالنسبه للجيل الثاني رح تاخذي 10%، بالنسبه للجيل الثالث هو فهم ايش قصدي، انه اول 60% هي كل شهر ولا بس لمده شهر واحد؟ هذا كل شهر. كل شهر كل شهر. مين السيدة إيمان اللي عم تحكي معها؟ نعم نفيد أخواننا الجدد فيها يعني. أحسنتي ما شاء الله عليك، برافو عليك. طبعا كل شهر أختي كريم سجل معك أشخاص، أنت بتحقق التارجت اللي هو هلأ. طبعا أنت إذا كنت من القدامى فهلأ بداية الشهر الرابع بإذن الله تعالى بصير مطالبة كل شهر 3 أشخاص. هذول 3 أشخاص بتاخذي كل واحد بتسجليه معك وبيفعل حقيبة الـ ASB، بتاخذي عليه أرباح منتجات على منتجاته من الشركة 60%. تمام، كل واحد كل شهر كل شهر كل شهر بتسجلي مرة 5 معك بتاخذي 60%. تمام، تسجلي 10 بتاخذي 60%. الله يحفظك يا رب. الله يسلمك يا رب. يعني هلا في اخونا عم بيعلق بسمايلات عم بغير التعليقات، يعني بدنا نشوف التعليقات لو سمحت اخي الكريم او اختي الكريمه، خفف لنا سمايلات فضلا وليس امرا، هي اولا، لانه في عالم عم بتسلم علينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، انا عندي بنت عمتي طلع براسها ثعلبي من جديد. هذا بدك تتمي لحتى فقره ام عمران اختي الكريمه. تمام، اهلا وسهلا فيك باذن الله تعالى. 4 دقائق تبدا فقره السيده عمران ان شاء الله تعالى. طيب بس خليني اعطيكم على السريع الجواب على سؤالي اللي هو ليش بعض الناس بتفشل بالعمل معنا وليش بعض الناس بينجح مع نفس السيستم ونفس الشركه ونفس الخطه التسويقيه ونفس المنتجات. الناس اللي نجحت معنا بهذا العمل يا جماعه، اول شيء هي قررت تتعلم. تمام، تتعلم شو؟ تتعلم عن المنتجات تبع الشركه، تتعلم عن الشركه، تتعلم عن فوائد المنتجات، تتعلم كل شيء بيخص العمل تبعنا. هذا ذاتا من اهم مهارات الاقناع، هو التعلم، يكون عندنا درايه كامله بالعمل تبعنا. هذا لحاله مهاره الاقناع. انت اليوم اذا تقنع اي شخص قدامك، فانت اذا ما كنت على درايه كامله بالشيء اللي انت عم تحكيه فانت ما عندك هي المهاره، راح تخسر هي المهاره. فاول شيء التعلم، تعلموا واخذوا المعلومات من المحاضرات اللي عم يحضروها معنا باللقاءات تبعنا وراحوا على ارض الواقع مباشره صاروا يطبقوها. العمل والاستمراريه، العمل الدائم مع الاستمراريه بهذا العمل، وقرروا فعلا انه ينجحوا من خلال هذا العمل. وكان من اهم ادوات النجاح تبعهم هي قائمه المعارف والاسماء تبعهم. قائمه المعارف مو هي الاسماء الموجوده عندكم بالجوالات، هذا السؤال من وقت ما دخلت انا بالعمل الى الان، صار اليوم ما يقارب 2 سنين وشوي، دائما بسمع هذا السؤال انه يا استاذ علي انا ما عندي غير 4 5 اسماء او 10 اسماء بجوالي. يا جماعه الخير، نحن العمل تبعنا قائمه المعارف والاسماء هي مو الاشخاص الموجودين بجوالك، هي عائلتك، من اسرتك، تبدا من اسرتك، انت ابوك امك اخواتك البنات اخواتك الشباب عائلتك، بعدين تنتقل لعائلتك اعمامك عماتك خالاتك، بعدين الناس اللي هن قرروا فعلا انه يحترفوا قائمه المعارف والاسماء. هن تعرفوا مين؟ هن الناس اللي بيحاولوا صاحب البقالة قائمة معارفهم، هن الناس اللي بيحاولوا اذا كان عندك سياره الميكانيكي اللي عم تصلح عنده بتحوله من ميكانيكي مصلح لسيارتك الى شو؟ الى قائمه معارف عندك. تمام، ممكن انت تصير تبعت له لهذا الميكانيكي ناس، تقول له انا بعتني لعندك مثلا فلان، تقول له لهذا الميكانيكي انه انا اللي بعتك لعنده، فبعت له 1 2 3 4، انت بنيت علاقه مع هذا الشخص. تمام، بعد منه انت حطيته بقائمه المعارف تبعك، بعد منه انت طرحت عليه فكره العمل تبعك. فاليوم العمل تبعنا نجاحه قائم على شو؟ على بناء العلاقات مع الناس. انا ما عندي قائمه معارف، فانا بسعى اني انا اسوي قائمه معارف. وين المشكله الموضوع؟ والله انا طالع بالميكرو وانا طالع بالباص وانا طالع بالسياره،
انا قادر على اني ابني بناء، ابني علاقات مع الناس. حتى انت اختي الكريمه السيده الموجوده معنا ما عندك قائمه معارف واسماء، ما عم تنزلي على السوق تجيبي خضرتك لبيتك، ما هيك؟ ما عم تجيبي طبختك لبيتك؟ كم وحده عم تقابلي بالسوق؟ قدام كم وحده عم تحكي عن غلاء الخضار والفواكه الموجوده بالسوق؟ ما تكوني قاعده قدام الخضار جي وانت عم تنقي خضرتك، بتلاقي ثلاث اربع سيدات واقفين جنب منك وعم يحكوا عن غلاء المنتجات والامور هاي. انت هون ابني علاقه معهم، تمام؟ جيبيهم وحطيهم عندك بقائمه المعارف، خذي ارقام تليفوناتهم، ابني علاقه معهم وبعدين دليهم على المشروع تبعك باذن الله تعالى، تمام؟ هذول الناس اللي نجحوا معنا بهذا العمل، اللي هن فعلا قرروا انه يتعلموا، قرروا النجاح، قرروا التعلم، قرروا يطبقوا هاي المعلومات، وقرروا ينجحوا واستمروا بهذا الشيء، تمام؟ رغم المحبطين، غيروا البيئه الايجابيه، البيئه تبعكم سلبيه. في عندي بس بعد اذنكم تنويه للاخوه، عفوا بس لحظه، في تنويه للاخوه والاخوات. هلا في معنا نحن سيده من امبارح، اولت امبارح تدخل، بظن اسمها حليمه، حليمه يعني. فيعني نحن قلنا لها نضبطي بالشات، ما انضبطت. فانا هلا شو عملت؟ عملت ازاله لها، ولكن خيرني الجوجل ميت، قال لي ازاله مع حظر، قلت له لا، لعلها بكره بس تفوت ان شاء الله تكون يعني منضبطه، اعطينا فرصه. فغدا ان شاء الله اذا دخلت وتم يعني، او خليني اقول ضلت بهذا السلوك، رح يتم حظرها كليا للاسف. فليش انا عم نوه؟ لحتى راعي فريق الموجود معنا او الراعي، اذا في حدا معنا هو راعيها، ينبهها انه نحن بجلسه اكيد ما لنا فايتين، نحن يعني عنا وقت زياده نضيعه، صح ولا لا؟ اكيد كلياتنا عنا عائلات وعنا اشغال واعمال وقصتها كثير كبيره كلياتنا، فمو معقوله يعني انه يتم الاستهتار بهذا الشكل. فبس وجب التنويه، الله يجزيكم الخير، راعي فريقه او راعية فريقه، نبهية للاخت حليمه انه تدخل تستمع وتتعلم، تسال سؤال اذا حابه وهكذا، الله يجزيكم الخير. طيب كوتش علي، في شيء لسه في فقره ام عمران لسه عندك شيء؟ لا لا خلصي خلصي. السلام عليكم، بس سؤال بسيط ممكن؟ اعتذر ان دخلت استاذ علي بهالمداخله. تفضل. انا صار لي داخل معكم، احنا ان شاء الله اخوه وعز باذن الرحمن، صار لي تقريبا شيء خمس ساعات من دخلت جديد. اي صار لي خمس ساعات حاسبها يعني تقريبا. إيه الله يبارك بعمرك. النقاط من وين بدي احصل عليها؟ انا هاي بصراحه هاي النقطه ما فهمتها، النقاط من وين؟ يعني انا صفر حاليا، مو صفر، تحت الصفر. تمام. وين مقيم انت يا اخي الفريق؟ وين مقيم حضرتك؟ استاذ علي بعد اذنك. تفضلي اختي تفضلي. يعني بتركيا اسطنبول استاذ علي. تمام. ممكن انا اشرح استاذ علي؟ لا لا سيدة حميدة أنت معي. هادية؟ إيه إيه معي. سيدة هادية أنت اللي معي بالفريق باللبنان؟ إيه إيه باللبنان. لا خلينا أنا أشرح لأختي الكريم، بما أنه هو مقيم بإسطنبول هون عندنا بتركيا، فأنا أولى أني أنا أشرح له. أنت ذاتاً يعني ما شاء الله عليك وعلى همتك، أنت جديدة معي ذاتاً. ولكن ما شاء الله عليك مبادرة، الله يعطيك ألف عافية. هلا أنت بحطك للبنان، اللبنانيات اللي بيسألوني عن شيء اللي باللبنان انت بتواصلي معهم تخبريهم ان شاء الله تعالى. شوف اخي الكريم على السريع السريع باذن الله تعالى، اول شيء تواصل مع السبونسر تبعك اللي سجلك مع بهذا العمل، هو راح يقول لك كيف. راح اعطيك انا على السريع شو تعمل. تتواصل اخي الكريم، شوف اول شيء السبونسر انت سجلت معه هو راح يقول لك كيف، ولكن احنا نتواصل مع، في عندنا اربع افرع عربيه موجوده باسطنبول، اي فرع من بيناتهم تواصل معه عن طريق الواتساب، راح يبعث لك قائمه بالمنتجات، تمام؟ كل منتج موضح قديش سعره وقدامه، قديش سعر العضو، قديش سعر الشخص الغير عضو، تمام؟ وقديش النقاط عليه، وقديش الارباح تبع هذا المنتج. هاي الامور كلها رح تشوفها اول ما تجيك على الواتساب، طلع انت هيك، شوف المنتجات اللي انت بحاجتها، سعر العضو قديش، واضح طبعا هذا الكلام، السعر لغير العضو قديش انت مالك علاقه فيه، ولكن انت اذا حبيت تبيع المنتج مشان تبيع بالسعر عم تبيع فيه الشركه او اكثر ما عندك مشكله، تمام؟ النقاط موجوده كمان بند لحاله، موجود النقاط تبع هذا المنتج، وجنب منه موجود ارباح هذا المنتج، لانه نحن بناخذ ارباحنا من ارباح المنتجات، تمام؟ وليس من راس المال تبع المنتج كله، لانه اذا بناخذ من حق المنتج كامل فالشركه خلال 3 شهور بتفلس، مزبوط؟ لهذا السبب الشركه عندها شيء اسمه راس مال وعندها شيء اسمه ارباح، نحن ارباحنا بناخذها من ارباح المنتج، تمام؟ وتواصل مع السبونسر تبعك حتى يعطيك، وانا بتشكرك ما شاء الله عليك جريء، احسنت. يبارك بعمرك، تسلم، تسلم يا طيب. برافو عليك. يعني خمس ساعات مسجل معنا وفتحت مايك، هذا الشيء ترفع لك القبعة، برافو عليك. تسلم تسلم، الله يحفظك ويبارك بعمرك يا رب. بس السيدة هادية على السريع اختي، كان تفضل اذا عندك شيء سؤال مشان فقرة السيدة عمرة ما تأخر عليها. لا ما عندي سؤال استاذ علي، يعطيكم العافية كلكم،
أساتذتي ومدربينا. أنت عم تحكي قبل شوي على أنه عم يستغلوا المنتج. هلأ أي إنسان هون بلبنان، عنا هون بلبنان أستاذ علي، الأدوية بالنار بتروح على الصيدلية بتجيب أي شيء قطرة عين 10 دولار، ما في تحت العشرة دولار دواء، ماكسيمو 8. طيب سيدة هادية، ما في سيدة هادية، سيدة هادية هلأ هي الفقرة، هي الكلام تبعك هلأ بدي اياك تحكي بفقرة السيدة أم عمران، بس تحكي السيدة أم عمران هلأ وتفتح لكم المايكات بنحكي على موضوع هذا الموضوع، لأنه هذا الموضوع مهم جدا بالنسبه للسيدات اللي هن عم يستهلكوا المنتجات او عم يستغلوا المنتجات او عم يلاقوا المنتجات ما فيها فائده. فهلا فقره السيده ام عمران ان شاء الله تعالى، بس تفتح لكم المايكات السيده ام عمران، جهزي حالك مشان تحكي. تمام يلا، الله يعطيك العافيه. رحت السيده ام عمران، يا هلا. السلام عليكم ورحمه الله، يعطيكم العافيه، الله يجزيك الخير يا رب. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمه الله، صباح الخير دي اكس ان. كيف الهمة؟ هلأ رح نبدأ بالفقرة الصحية إن شاء الله، وبعدها كمان هيك حناخد أسئلتكم مثل ما تفضل الأستاذ، كمان ناخد مداخلتك يا أختي الكريمة. بالنسبة للإيميل، للإيميل زيكو أخت حليمة هي نفسها أظن فاتت من غير حساب. تمام، أهلا وسهلا فيكي. أنا بقول لك أختي الكريمة نفس جواب مبارح من فضلك، الشخص اللي منتي من خلاله حصلتي على الرابط ودخلتي معنا، راجعي اللي لو يعمل لك عضوية وتنضمي دائما معنا للاجتماعات. تمام، هو نفسه الشخص خليه يعمل لك عضوية اللي وصلك من خلاله الرابط. تمام، من فضلكم هلأ خلينا نبدأ بالفقرة الصحية من دون ما يصير في تشويش بالتعليقات، وبعدها ناخذ مداخلات. حنحكي اليوم عن حبوب لقاح النحل من DXN، هو من الأغذية جدا جدا المهمة، حتى كمان إذا نحن ضفناه بغذائنا لرمضان جدا رائع. تنتج DXN حبوب لقاح النحل تحت رقابة صارمة على جودة المنتج دون إضافات كيماوية أو مواد حافظة، ضمن ممارسات التصنيع الجيدة المصدق عليها من وزارة الصحة الماليزية، مع استخدام أحدث المعدات لمعالجة جميع العناصر الغذائية لضمان الحفاظ عليها بشكل ممتاز. رح أحكي شوي عن محتويات لقاح النحل من DXN حتى نعرف ليش استخدامه بيعطينا فوائد جدا كتيرة. هي تعتبر غذاء مثاليا لأنها تحتوي على 18 فيتامين وأكثر من 25 معدن، تستعمل كمكمل غذائي بسبب كثرة العناصر الغذائية الأساسية بها. تتكون حبوب لقاح النحل نسبة كبيرة من الأحماض الأمينية والبروتينات والفيتامينات، منها B1 وB2 وB3 وB5 وB6 وB9 وB12 وفيتامين C أيضا ودال وها وحمض الفوليك، بالإضافة للمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم والحديد والزنك والسيلينيوم والنحاس. أيضا تحتوي على مضادات أكسدة ومضادات حيوية طبيعية وأحماض أمينية وأنزيمات مفيدة للجسم ومحاربة لمختلف أنواع البكتيريا ومضادة للالتهابات. من فوائد حبوب لقاح النحل من DXN، تزيد من مناعة الجسم ضد الإنفلونزا والتهاب المثانة، تقوي وظيفة الكبد وتنشط وتفيد بأمراض البروستات والأنيميا، لعلاج حالات الإمساك المستعصية والإسهال، تمنع أيضا تساقط الشعر لاحتوائها على مادة الروتين، تقلل حموضة المعدة لمن يعانون في زيادة حموضة المعدة، تعطل نمو الخلايا السرطانية، تعالج حالات تصلب الشرايين والقلب وتقلل من أعراض الشيخوخة المبكرة، أيضا تعوض من نقص الأحماض الأمينية والفيتامينات والعناصر المعدنية لدى النساء الحوامل والمرضعات، تساهم أيضا في تقليل أعراض الحساسية في الأنف الموسمية، وتحسن مستويات الدهون والكوليسترول في الجسم، تعالج هشاشة العظام وتسرع من شفاء الجروح والحروق، مفيد أيضا لمن يعانون من الربو ومشكلات المعدة، وتقلل من الالتهابات في الجسم بشكل عام، وتعالج التهاب المفاصل، تقلل أيضا الآثار الجانبية للعلاج الكيماوي، وتحسن الذاكرة وتقلل من أعراض الاكتئاب. تحتوي حبوب لقاح النحل على الكاروتينات النشطة التي يتم تحويلها داخل الجسم إلى فيتامين A التي يعادل 20 ضعف من الموجود في الجزر، فهي أيضا تساعد على تحسين النظر. أيضا تساعد الأشخاص الذين يعانون في ضعف النمو الضعف الجسماني بشكل عام، فهي تساعد على تحسين النمو، تحفز الغدد على إفراز الهرمونات بشكل صحيح، وتنظم أيضا الملح والماء في الجسم، تنظم أيضا وظائف الأعصاب، وتنشط وتصلح الخلايا والأنسجة البالية، تعمل على الحد من ارتفاع ضغط الدم، وتساعد على ضبط ضغط الدم على المعدل العادي. تشير الدراسات أنها تفيد في حالات فقر الدم وحالات الكساح، لأنها تزيد في كريات الدم الحمراء تصل إلى 30% وزيادة في عدد الهيموغلوبين نحو 15%. طبعا يعني
قد ما أنا حاولت أحصر جميع فوائد حبوب لقاح النحل، يعني هذا يمكن يجي تقريبا نصف فوائده على جسم الإنسان بعد الاستهلاك. يعني أنا استخدمته لأولادي، جبناه كذا مرة من العراق، جدا جدا مفيد. هو بيجي بحبيبات، طبعا الأفضل إنهم يعني خليني أقول ينهضموا ينعلكوا منيح قبل ما ينبلعوا حبيبات، مثل ما هن ممكن ينضافوا للغذاء للسلطات، ممكن ينخلطوا مع العصائر مع الكوكتيلات، وتتم الفائدة إن شاء الله كل يوم مع الاستهلاك مع الاستمرار اليومي. ما شاء الله شفتوا قديش فيهم فيتامينات ومعادن كتيرة. ناخذ هلا مشاركات من حضراتكم. حتى احد السيدات مره شاركتنا انه يعني حبت موضوع عقم بعد استهلاك حبوب لقاح النحل، لانه هي كتير جدا مغذيه وفي له فوائد. مين حابب يشاركنا اليوم بالفقره الصحيه باي منتج انتم حابين تحكوا عنه عن تجربه شخصيه؟ اهلا وسهلا، واذا في اسئله كمان تفضلوا. خلينا ناخذ بس اول مشاركه من اخت هلا لبنان اللي كانت عم تشارك. تفضلي. لساتك معنا أختي الكريمة؟ السلام عليكم. ممكن يكون عندنا نت قطع موجودة، أنا حابب أحكي بعد إذنك. وعليكم السلام، تفضلوا. أكيد ناخذ الأخ محمد، فتح أول شيء المايك، بعدين ناخذ الأستاذ علاء الدين. تفضل أخي الكريم. يلا أخي محمد، بس هون نذكر اسم السيدة، لأنه بجوز هي ما عرفت حالها إذا موجودة معنا. السيدة هادية، السيدة هادية إذا موجودة بتحبي. تمام، تفضل اخي. كان تفضل. تفضل استاذ علي. اختي عمران، شو المنتجات اللي تستعمل لالم القلب؟ تمام اخت هاديه، هلا حضرتك بتشاركينا. الم اخي القدمين حضرتك ذكرت؟ اي نعم، الم القدمين. شو المنتجات اللي احسن استعملها؟ تمام. هلا هنا بالضبط يعني شو ألم داخلي مثلا، مثل الدوالي أو الأعصاب، ولا مثلا شو بالضبط يعني، ولا مثلا حساسية فقط من برا؟ أختي ممران، عندي ألم مثل تشري بالرقبة لتحت على طول، بتعود أغسلهم بالمي لحتى يرتاحوا شوي. نعم تمام فهمت عليك أخي الكريم. شوف هلا أحسن شيء ممكن يستخدم مثلا للمفاصل للعضلات للأعصاب فطر الكورديسيبس وعرف الأسد. تمام، يعني هدول ما شاء الله قبل هالمرة أجتنا كتير مشاركات قوية، يعني مثلا سيدات كان عندهم مثلا دوالي، عندهم مثلا رايحين لعملية مثلا. تمام، شفيوا من خلال هي المكملات. تمام، لأنه هي بتعطي قوة للعضلات للمفاصل، بترجع بتعيد الدورة الدموية بقلبهم بتتصلح. تمام، الأعصاب بتقوى. تمام، فأنا بنصحك تبدأ بالكورديسيبس وعرف الأسد، ومعه نضيف كمان الدهن من برا على محل ما مثلا أنت عم يصير ما عندك الألام، كريم جرت الشاي وزيت الجانو. تمام، هدول أيضا كتير مفيدين، بيحركوا لك الدورة الدموية وفورا يعني بيخفضوا الآلام، لأنه مثلا ما بقى تحس بالألم أبدا. عرفت كيف لدرجة كبيرة. تمام، إن شاء الله على هدول بتستفاد. أهلا وسهلا أخي الكريم، تفضل أخ علاء الدين. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. كيفك أختي معمران، شو أخبارك؟ إن شاء الله منيحة. أهلا وسهلا، تفضل. إذا بتسمحي لي بس جاوب على الأخ محمد على سؤاله، وبعدها بدي أحكي مشاركتي مع لقاح النحل، معلش. تمام أكيد، أهلا وسهلا، تفضل. على راسي. بالنسبة لموضوع آلام القدمين، إذا كانت من الركبة وتحت وبيحس صاحب الألم أنه مثل اللي شاعل نار أو صايرة سخنة، خاصة أنه ذكر عم يفيق بالليل لحتى يغسل وجهه بمي باردة، فأنا بنصحه ومن تجربة شخصية يعني إسبرلينا والقهوة السوداء كشرب، ودهن زيت الجان وكرم شجرة الشاي مثل ما قلتي، لأنه كرم شجرة الشاي على قوة النعناع اللي فيه بيسحب الحرارة لبرا، وبإذن الله تعالى يتشافى خلال أيام قليلة. بالنسبة للإسبرلينا والقهوة مفيدة جدا إذا كان عنده مشكلة بالأعصاب، بالإضافة للكورديسيبس وعرف الأسد اللي حكيتي، بس هاي بتيجي بحالات أصعب، يعني بتكون الألم من عند الفخذ لتحت كله فيها ألم، يكون في عنده مشكلة بالعصب. إذا مشكلته ما لها علاقة بالعصب، يستعمل سبرولين أو قهوة سوداء شرب،
ودهن زيت الجان وفرم شجرة الشاي إن شاء الله تعالى والله الشافي. الله يجزيك الخير. تمام. شكرا على مشاركتك التجربة. الله الله يسلمك. بالنسبة للقاح النحل معلش بس كفي استاذ محمد. بالنسبة للقاح النحل أنا ذكرت لك من كم يوم أنه الحمد لله فضل من الله تعالى تم تشافي 3 حالات عقم عندي بالمنطقة من خلال المركز اللي أنا عم بشتغل فيه مركز ديرسين. فواحدة من الحالات كان علاجة بس لقاح النحل لأنه بيعطي طاقة وبيعطي زيادة عدد حيوانات منوية للوجل إذا كان مشكلته بالعقم هو الضعف. تمام. بس في عندي سؤال حول لقاح النحل. أنا أول 3 علب جبتها كانت حبيبات ناعمة حتى كانت طريقة الاستعمال أنه تنطحن وتنخلط مع عسل طبيعي. آخر علبة جبتها إجت حب مثل حبة السورينة. فشو الفرق بين هاي وهاي وأنه ليش يعني في منه نوعين؟ بس هذا السؤال يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. والله لا بصراحة أنا يعني ما أجتني حب مثل ما حضرتك عم تحكي. أنا أجتني هاي الحبيبات الصغيرة. تمام. لكن أنا وقت قريت عنها أنه هي لازم مثل ما أنت حضرتك تقول يعني أنه هي تنطحن يعني إما تنعلك منيح أو تنطحن مثلا بالخلاط مشان الشخص ياخد فوائد منيحة. تمام. فأنت عندك مثلا هاي الحب هلأ هنا أكيد نفس المحتويات نفس الفوائد. تمام. لكن خليني أقول عاملين اختلاف في تكوينة الحب. مثلا مثل السبيرولينا بتجي بودرة في منها بتجي حب بيكونوا ضاغطين نفس البودرة ضاغطين على مثلثات بشكل حبة. تمام. فهي نفسها أنت شوفها إذا هي خلص ضاغطينا بودرة وعاملين حب خلص ساعتها للبلع فورا. أنا سألت نقطة البيع اللي اشتريت منه قلت له شو هالمرة مختلف قال لي نفس التركيبة نفس كل شيء بس بدل ما تنطحن مثلا تنخلط مع عسل ممكن تبلع بلع وتوكلنا على الله الحمد لله. يعطيك العافية. الحمد لله. أهلا وسهلا أخت هادية. خلينا نأخذ مشاركتك تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك دكتورة؟ كيفكم جميع إن شاء الله خير؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين. أنا مالي دكتورة. تفضل يا أخت عائشة. ماشي إن شاء الله تعالى تصير دكتورة كبيرة. والله دكتورتنا والله حاليا. هذا ما عرف بدنا نعطيها بدي أعطاكم شوي بدنا نعطيها لأم عمران لقب دكتورة فخري. شو رأيكم لقب فخري الدكتورة؟ والله عن جد يعني ما شاء الله علي. لا أنا موافق تستاهل. إذا كلنا موافقين نعطيها لقب فخري دكتورة فخرية. والله عن لا بكرة مع الاستخدام الدخيم. والله أم عمران وأم ربيعة حيصير مشكلة عند أشخاص الغرباء يفكروني أنا نصفة دكتورة. خلاص بس بدي اسال ميكو فيجي يعني انا الله يسلمك انا جايب الميكو فيجي بودره بس في منه عم بقوله اكياس يعني انا دخلت على روابط وعم بقرا وهيك ففي منه اكياس يعني نفس المفعول ولا كيف؟ يعني بجوز انا مثلا ابعث والله ما بعرف انه هو موجود منه اكياس هلا اللي موجود انا بجوز يقولوا لي مثلا هذا ما هو مثل هذا هلا شوفي اللي موجود بعرفه انا كياس شوفي هلا هو اللي موجود بقى انا بعرف الكياس هو اسمه ميكوفيتا لسه غير تركيب اما الميكوفيجي يعني انا حتى جبناه كذا مره من العراق او مثلا وقت ما نشوف صوره هو البرميل كبير. تمام. بيجي بودره أيوة وبقلبه المكياج. تمام. فهذا تمام. الصحيح يعني اصلا انت اللي عم تاخذي مثلا خليني اقول لك المنتج الاصلي اللي انتج اول مره هيك. تمام. يعني هلا مثل ما تفضل الاخ انه بودره حبوب لقاح النحل مغيرينه من بودره حبيبات صغيره لحب مجفف جاهز. عرفتي كيف يعني هو اختلاف أيوة. اختلاف في الطريقه هو نفس مستحيل يقدروا اصلا المفعول. مو على كيفهم انه يغيروا المكونات اكيد يعني نفس المفعول يعني نفس المفعول خصوصي هلا انت مثلا شو بدك هلا انا صديقي مصنع على ميكوفيجي فهو لاني غالي كثير اعتبار غالي كثير فقلت له بدي أسمه بالنص بيني وبينك وجربي المفعول إذا عجبك واستفدت عليه برجع بجيب لك مرة ثانية كبداية يعني عارفين شلون لبنت يعني حلو رائع يعني هو يعني هو بيقضي مثلا يعني شهرين أو حسب يعني هو كميته كبيرة فقلت أنا شمت له أي ثقيلة عارفين شلون فقلت له بقسمه بالنص بيني وبينك وجربي الجاي نلقى من كيف أنا وأنت قال إيه تمام
انه بتستفيد عليه وشاكينا ايه يعني مثلا اذا قصدي يعني اشخاص مثلا اول بالايام القادمه اكيد طبعا اشخاص مثلا اول يعني كثير مثلا انه غالي وكثير باسمه بتقص انه هو اخر ممكن مدخله تمام استخدمي هذا الميكروفيجي ما شاء الله عن تجربة شخصية ما شاء الله والله يقولوا له المكنسة تبع أنا نزلت عليه 10 كيلو صراحة نعم نزلت عليه 10 كيلو الشعر ورحت عند الدكتور اليوم فقال لي الدكتور قال لي إنه أنت نقصان كتير كتير يعني عن الشهر الماضي قلت له إيه تمام عم بستعمل مواد أعشاب طبية يعني ايوه قلت له عم بعمل الرياضه وكذا هو قال لي كلام كثير كثير كويس يعني اصلا 10 كيلو عليك بس انا لبنت رفيقتي مشان السمن يعني بس انا بنت رفيقتي مشان السمن يعني تشربه بعد الاكل مشان السمن يعني انه هو نفس ال هو بتسمن هو نفس ايه مش السبيرولين الكوكوز هي عشان بنت انه بعد الاكل ايه ومعنى تمام كده فقلت يعني إذا حدا مثلا بيسأل ويقول مثلا إنه غالي لا ما هو غالي يقول من أصله بيني وبينك يعني هو أصلا ميز كبير فبيأدي شهرين فيه 800 فيه 400 جرام يعني نعم نعم الله يجزيك الخير الله يعطيك العافية يا رب أخ محمد الله يعافيك يا رب أخ محمد إذا بدك تشارك بس لو سمحت تعلي الصوت لأنه كتير عم يجي نايت يعني الصوت لعند السلام عمران تفضل السلام عليكم الو السلام عليكم الو اخي محمد الصوت عندك كثير عم يجي نايس ما عم بفهم السؤال الو السلام عليكم وعليكم السلام تفضل اخي اهلا وسهلا مرحبا استاذه مروه اي انا بزعل عندي والدتي والدتي بيعاني من التهاب في الرئه والكلام ده بيكون اخذ له يعني زي 7-8 سنه وفي الرطوبه بتحصل يعني بيحصل ضيق في النفس لما نصل انه نوديها المستشفى تاخذ اكسجين بالانبوب بتاع بحطوه في الانف ده انا ما اعرف صحيح نلقى العلاج ده في منتجات بتاعت الشركه بتاعت اكس ام نعم تكرم عينك شوف اخي الكريم هلا اللي بالعاده بتساوي مساعده تنظيف للرئات انا حقول لك عليهم شو هن المكملات تمام وانت ان شاء الله بكره عد تجربه يعني خير برهان حتشوف مثلا استجابه والدتك على المكملات تحسن حالتها حتخفف مثلا الاذويه الى ان شاء الله شوي شوي تستغني عنهم هن على حسب ما عم تتحسن تمام عندك الكورديسيبس كتير كتير رائع تمام الكورديسيبس هو ايضا بيعمل ديتوكس للرئتين بينظف السموم من الجسم تمام عندك من الداخل خليها تستخدم مثلا انا بقول لك مثلا الفطر الريشي الكورديسيبس المورنزي هدول من جوا تمام لاستهلاك داخلي من برا انا بقول لك هي بما انه الشخص اللي بيعاني من ربو يعني بيكون كتير حساس فحتى نحن يفضل مثلا معجون الاسنان اللي مليان مواد حافظه وملونات وفلورايد كمان هذا من الغي تمام تستخدم معجون الاسنان الصحي في معجون عندنا باسنان بشركتنا اسمه معجون دي اكس ان جانوزي تمام تستخدمه تمام في اصلا هو فطر ريشي كل شيء هون مثلا ميكروبات مثلا بالملعوم بالجهاز التنفسي بالحلق كله مع استمرار الاستهلاك كمان بينظف تمام في عندك ايضا هي للاستهلاك الدائم هي طبعا خاليه من السكر لكن اسمها هيك لانه هي بتشبه طعم الحلوى لكن صحيه فيها الفطر الريشي فيها النعناع تمام وبخلال نفس اللحظه الشخص وقت بياخذها يعني حتى ولو بيكون عنده مثلا قريب قوي انسداد المجاري فورا بتفتح التنفس بتفتح المجاري التنفسيه والرئتين تمام اي سكاكر زي ما انت يعني مثلا بنهار خلال النهار مثلا حبيت تاخذ 4-5 مرات ما في مشكله تمام ايضا معجون الاسنان السكاكر من الداخل السبيرولينا الفطر الريشي فطر الكورديسيبس كمان بقول لك ضيف لا اله الا الله نسيت شو بدي اقول لك ايه الدهن يعني ممكن الدهن كريم جرة الشاي يساعدها وقت تدهن على الحنجره تبعه والصدر تمام انه طبعا تضيف له زيت الجانو مشان ما هو احيانا بيسبب حرق شوي لانه بيفتح المكان
وبيخلي الدورة الدموية تتحرك بشكل كتير كبير. تمام؟ فالدهن من برا كريم جرة الشاي وزيت الجوانب. تمام؟ فهي مثلاً خلال مثلاً النتيجية يعني نقول الكريزة مثلاً تأخذ التكاثير تدهن من هون ممكن دغري يعني إن شاء الله ما تحتاج إنه مرحلتها تتقدم ومرحلة مشاكل. تمام؟ وحتى هو كريم جرة الشاي ممكن في نفسه خلاله وتعمل بخور يعني تغلي ليمون تمام؟ وتستنشق البخار بالكريم جرة الشاي كمان حيفتح المجاري التنفسية. الو شكرا شكرا كثير شكرا كثير استاذ. اهلين استاذه مروه. تفضلي اختي. السلام عليكم. اهلين. السلام عليكم. اهلين. ماشي ماشي لانه انا بدي اسال سؤال بروح بعد اذنك. شو انا ولا هي؟ الو استاذه مروه. اهلين. اهلين. انا عندي سرطان الثدي واحب اعرف شو المنتجات اللي يلزمني اخذها. الو. والله اختي الكريمه تسمع انا بنصحك نعم اختي الكريمه انا سمعتك حاجه انا في مرحله متقدمه في الاول معناها اي سمعتك انا في مرحلة الاولى معناتها متقدمة شوي والله يعني نعم الله يا رب ربنا يكتب لك الشفاء يا رب العالمين بهي الايام الفضيلة. امين يا رب. انا بنصحك تستخدمي الخماسي الذهبي كامل. امين يا رب العالمين. بنصحك تستخدمي الخماسي الذهبي كامل تمام. الفطر الريشي الفيرولينا عصير المرنزي فطر عرف الاسد فطر الكورديتيبس تمام. يعني هدول على فكرة أنا أخذت الفطر الريشي والسبيرولينا. على فكرة أنا أخذت الفطر الريشي والسبيرولينا عندي شهر وأنا أستعمل فيهم يعني فهمت يعني يلزمني أكمل الثلاثة الأخرين يعني المكونات يعني المنتوجات الأخرين. نعم نعم عندي أخوات أخذتين حسيتي الاستفادة حسيتي بقوة؟ اي حسيت ولما مشيت للدكتور يعني النهارين التالي قال لي الحمد لله يعني في توقف في الخلايا معناتها سرطانية بدات تموت بعد التحاليل بعد ما عملت التحاليل يعني. ما شاء الله. هلا نحن عنا مثلا الشيء الأساسي مثلا الشخص الطبيعي تمام الصحي الشخص الطبيعي والقبل المريض مثلا هو بحاجة نحن دائما ننظف جسمنا نطور المناعة نتغذى صح فعلى الأساسي قبل ما يتاكل جميعا في دورة عندنا مثلا الأساسي مثلا نحن بنقول المثلث الذهبي تمام فطر ريشي بقوي المناعة بطرد سموم عندنا المورنزي كمان كتير رائع محارب التهاب كتير مجدد للخلايا تمام للانزيم بيعمل انزيمات هاضمه رائع تمام عندنا غذاء السبيرولينا فهدول المثلث الذهبي خلينا نقول هو غذاء اساسي لكل شخص محتاجه تمام وقت مثلا بصير في عندنا امراض اكثر مثلا مختصه مثلا بالفتق بالديسك بالاعصاب هون لسه نحن اكثر بنضيف الكورديسيبس للمفاصل العضلات للتقويه تمام جدا بيعمل تقوية بيساعد على الشفاء من العمليات الجراحة ولسه لهلا أنا جايت لك عليه كمان هو بيساعدك بالأخذ أنت عم تاخذي أدوية السرطان أو الكيماوي هو بيخفف عنك الآثار الجانبية جدا ليه ما زلت ما خذيت الكيماوي ليه ما زلت ما خذيت الكيماوي أنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ألو للأسف أيضا فأنا بقول لك أنت بحاجة دعمي جهازك من جوا بالكامل من كل النواحي تمام ابدي بالخماسي توكل على رب العالمين ابدي فيه بالتدريب تمام. كتريم عندك كتير ضجة وعم تفتح المايك
تمام، فابدي فيه بالتدريج. مثلا انت هلا مثلا مستمره على سكر الريشه والسبيرولينا، استمري عليهم وظلي زودي بالتدريج كل اسبوع حبه لتوصلي مثلا 8 حبات فطر ريشي، تمام، خمس أوكي. كمان مثلا 8 حبات سبيرولينا، درجي ايضا مثلا كل اسبوع حبه زودي لتوصلي 5 حبات كورديسيب، 5 6 حبات اوكي، معالق مورنز تقسمين خلال النهار، ممكن تشربيهم فورا، ممكن تشربيهم بضيفين عصير، تمام، مع كل الادويه اللي انت عم تستخدميها خليكي ماشي عليها. اوكي، ميرسي ميرسي دكتوره، شكرا لك. خلونا لأختنا الكريمة ندعي لها بالصحة. السلام عليكم. كلياتنا ربنا يجيب لك شفاء. عايشكم الكل، عايشكم. اوكي. السلام عليكم. ربي يحفظك ويبارك فيك. حبيبي لا تواخذيني يعطيكم العافية جميعا، الله يوفقكم ويجزيكم الخير. في عندي سؤال، بنتي كانت عند اللي تحمل تسقط شهرين تسقط، فعملت تحليل طلع معها تجلطات وعويس، تعمل إجهاض بتسقط الجنين، حملت الحمد لله رب العالمين، صرنا نعطيها إبر للتجلطات والحمد لله جاها بنوتي، وهلق من جديد لها 6 أسابيع يعني جديد. أشوف تنصحيني أخذ لها للتجلطات مشان يعني ما تنعاد الكرة إن شاء الله، أشوف تنصحيني أخذ منتجات. والله هو على فكرة كل إن شاء الله كل المكملات على فكرة الغذائية يعني كلها من دون استثناء الفطر الريشي ولا الكورديسيبس ولا عرف الأسد ولا حتى عصير المورنزي، هن عم يعيدوا سيولة الدم لطبيعته، تمام، وقت عم يخفضوا الكوليسترول، وقت عم يعيدوا السكر ل من دون ما انه يرتفع جدا بالانسولين السكر بالدم، تمام، كلياتهم عم يعيدوا سيوله الدم. فهي شو انا بقول لها يعني مثلا تاخذ الاساس الفطر الريشي مثلا والسبيرولينا، تمام، تاخذهم بالتدريج وتستمر عليهم، تمام، وان شاء الله بتستفاد يعني. بس في شغله هي لازم توازن بينها وبين ادويه التجلطات، لانه مثلا هلا هي عم تاخذ دواء مضاد للتجلطات مثلا عم يميع للدم، وتاخذ الفطر الريشي ايضا يميع للدم، ممكن يصير فيه مثلا خليني اقول انه جرعه زياده، تمام، يعني خليها الفطر الريشي مثلا تاخذه كتير بجرعه قليله مثلا اسبوع اسبوعين كل يوم حبه، وتشوف قد ايش هي عم تتحسن تخفض من ادويه مانع التجلطات على مهل على مهل، لانه تستبدله بالمكملات الغذائيه الطبيعيه، تمام. ترى على فكره يعني انا مره قريت حتى خليني اقول لك حبه الاسبرين اللي بياخذوها مثلا كانوا من قبل ياخذوها مثلا انه خلص الشخص صار فوق الأربعين بياخذ حبه اسبرين، تمام، اللي بيغني عن حبه الاسبرين انه الشخص كل يوم يشرب كاسه من الزنجبيل، عرفتي كيف؟ طيب هلا انا بقول لك مثلا شخص كل يوم ياخذ حب اسبرين وزنجبيل هذا مضر، عرفتي كيف؟ يعني يا هي تمام، وهي هي عم تاخذ مثلا فطر ريشي عم يعد له جسم طبيعته، تمام، فالدرجة شوي شوي لأن تستغني عن الأدوية إن شاء الله تعالى. تمام، يعني هلق لازم تاخذ من المنتجات ولازم تاخذ الأوبر، هي بتاخذ أوبر ومع أسبرين، شو اسمه، أسبرين عرفت كيف؟ كل يوم بتاخذ الأبر مثلا؟ كل يوم بتاخذ الأبر؟ كل يوم أبري كل يوم أبري، ظلت تاخذين لحتى ولدت. بتعمل تحليل انه كيف النتيجة، هل لسه ما عطت؟ سيدة ام عمران، استاذ علي بفضلك يا رب. هلا انا بدي اعمل مداخلة مع السيدة لانه انا كان عندي نفس المعاناة، تمام اختي الكريمه، انا كمان عندي انسداد بالشريان التاجي وكنت عم اخذ مميعات للدم، تمام، وحتى من فتره يعني من فتره تقريبا قبل ما ادخل بشركه دي اكس ان رحت على الطبيب وعملت تحاليل فوصف لي مثل ما تفضلي حضرتك ابر، ولكن الابر ما كان دائم، يعني انا كل حياتي بدي اخذ الابر اكيد لا، وانت بنتك كذلك الامر، يعني هي عباره عن 6 ابر او 12 ابر بتوقع، ما هيك؟ فهدول بس يخلصوا الإبر، طبعا لأنه هي بيكون عندها نسبة تجلط كثير عالية مثلا، مشان هيك وصفوا لها هي الإبر. هلا بس يخلصوا الإبر
تداوم على الاسبرين تمام، ولكن حبة الاسبرين بحد ذاته بيساوي ثقب بجدار المعده، فهذا الشيء ممكن يسبب لها مشاكل بالمعده. فكذلك الامر انا متاكد هلا انه واصف لها حبل المعده ما هيك لبنتك. على اي حال مثل ما تفضلت سيده مع عمران اختي الكريمه، خليك الاسبرين. شوفي نصيحتي لك، انا هيك عم اشتغل بس دقيقه عشان نكمل حكي مشان هلا اخذ اسئلتك. بس دقيقه شوفي اختي الكريمه، انا الاسبرين وقفته تمام، ولكن قبل ما اوقفه انا مثل ما تفضلت سيده مع عمران استخدمت الفطر الريشي وصرت قللها الاسبرين لحالي، صرت كل يومين اخذ حبه، عرفت كيف؟ كل يومين ثلاثه اخذ لي حبه، ودائما عم كل يوم فطر ريشي تمام. هلا الحمد لله رب العالمين، يعني انا شاعر بحالي، وحتى انا وقفت الادويه نهائيا ورحت بعد 4 شهور على المشفى عملت تحاليل وعملت خطيط، الحمد لله رب العالمين كانت الامور كلها 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 ممتازه الحمد لله رب العالمين تمام. فهذا الشيء اللي انا بنصحك فيه هلا اختي الكريمه، ما تفضلت سيده مع عمران مشان الاسبرين خففي، يعني هو مضر بطبيعه الحال، يعني كل يومين ثلاثه تاخذ حبه مع الفطر ريشي، ولكن الابر لا توقفيهم حتى يخلصوا. تفضلي اختي. الله يجزيك الخير يا رب الكريم. شو اذا في عندك سؤال تسالي للاستاذ علي تفضلي. الله يعطيك العافيه استاذ علي، كيفك شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. ام حسن معك. ام حسن اللهم صل على سيدنا محمد. الله يسلمك ما شاء الله، انت منبع هي عندك. تفضلي تفضلي اختي. الله يبارك فيك يا رب. في يعني عندها هي تجلطات ببيت الرحم، عرفت كيف؟ يعني إذا ما أخذت الإبر صار روحت مرتين، سقطت تصير للشهر الثاني وتسقط، فضروري بدنا نعطيها الإبر. هلأ اليوم أخذت على الدكتورة، طلبت لها تعمل تحاليل وفحوصات، فبكرة بدنا نروح نعمل لها الفحوصات على حسب الفحوصات ايش بيطلعوا، يا بيعطوها الابر تاخذين على طول اللي تولد، يا اما بيخففوا لها نسبة الابر. فانا عم بسأل ايش بدها تاخذ منتج مع الابر، وبيضر اللي ما بيضر؟ هذا سؤالي، عرفتوا كيف؟ الله يعطيك العافية. شوفي اختي، ما هي حامل بقاله شهر؟ هلق إلها قلت لك 5 أسابيع 6 أسابيع يعني بالأول. أنا أنصحك إن شاء الله تعالى، شوفي هلا هي نتيجة التحليل تمام، الدكاترة حيقدروا هل هي مثلا حاجة مثل ما تفضل الأستاذ إنه كتير قوية بحاجة إبر، ولا مثلا لا حالتها معتدلة بحاجة بس مثلا حد تمام. أنا بقول لك إذا طلعت حالتها تحتاج إبر امشي على الابر، ولا تستهلكي بالبدايه الفطر الريشي تمام، درجيله فقط السبيرولينا. السبيرولينا ان شاء الله ما بتعمل شيء حتى، وهي كتير خفيفه على الجسم ومفيده اصلا، وهي غذاء اساسي وكتير ضروري للحوامل تمام. شحنا مشان مثلا ما هي يكون الابر مضادات تجلط كتير قويه وفقط تاخذ الفطر الريشي تمام. اذا وصفوا له ابر خليها تاخذ على يعني تمشي على كلام الاطباء، تمشي على الابر كامل وتاخذ السبيرولينا تمام. بس خلصت الابر يعني مدام الأستاذ علي مجرب وقال إنه هي بعد الإبر ممكن يمشوها على حب أسبرين، أنا بقول لك ساعتها هون بتدخل السبيرولينا يوم بيوم يوم بيوم. يعني مثلا هلا هي مثلا وصفوا لها حبة أسبرين كل يوم تمام، تاخذ حبة أسبرين، ثاني يوم تاخذ فطر ريشي، اللي بعده حبة أسبرين، اللي بعده يعني يوم بيوم تمام. بتضل هيك لحتى وصلت مثلا جمعتين ثلاثة أربع أسابيع مثلا عم تتحسن الحمد لله بإذن الله، مع متابعة مثلا التحاليل مثلا عند الدكتورة خففت لها الجرعة، ساعتها ممكن شو بدنا نقول لك ساعتها تمشي يومين فطر ريشي يوم حبة أسبرين، يومين يوم هيك، لأن شوي شوي تخفف لأن تستغني عنه. تمام الله يعطيك العافية. الله يعافيك إن شاء الله إن شاء الله. مشكورين الله يعطيك العافية. اليوم مواصفات لها وصفت لها فيتامينات والاسبرين، وهذا الاسبرين اسبرين اي اسبرين وبس يطلعوا التحاليل بدنا نشوف، يا بتعطيها الابر بدها تضل تاخذين لتولاد، يا اما بيخففوا لها الجرعه وعلى الله لنشوف. في عندي جارتي بعد اذنك، في عندي جارتي عم بيصير عندها حساسيه ربيعي عم بتطلع، وفي عندها حب الشباب، ايش بتوصفي لها بعد اذنك؟ عم تسمعك هي. ترى على فكره يعني هلا هي الحساسيه هي من ايام الربيع، ترى مثل الجيوب يعني تقريبا تمام، هي تكون حساسيه بالانف، اللي بيحسن هاي الحاله كثير السبيرولينا تمام.
تستخدم السبيرولينا. وحب الشباب وأطفالها كمان بيكون سموم بالجسم، يعني دهون عالية، سكريات، تمام، غذاء سيء، تمام، بده جسم مثلا تنظيف. فأنا بقول يعني بالعموم تمام تستهلك المثلث الذهبي من جوا، الفطر الريشي، السبيرولينا، عصير المرنزي، تمام، حيروح للالتهابات، ينظم لها السكر، الدهون الدهون من جوا، غذاء، تمام. ومن برا اكيد تعسير نعم، من برا الصابون كيف بدي استعملهم؟ تزود على مهلها مثل العادة. اخذت امحيطان مثل وقت العادة بنحكي مثلا كل يوم حبة، تمام، اول اسبوع كامل مثلا حبة فطر ريشة، حبة سبيرولينا، معلقة عصير مرنزي. تزود اربع خمس حبات فطر ريشي، اربع خمس حبات سبيرولينا، اربع خمس معلقة مرنزي، تمام. من برا مشان الوجه، تمام، تستخدم الصابونة الطبيعية من دي اس ان، وتستخدم كريم زيت الشاي مع زيت الجامعة، تمام، تداوم عليها مثلا تدهن مثلا باليوم مرة قبل النوم، كمان تدهن كمان، وتستمر تستخدم خلال اليوم كله بالصابونة، تمام، وان شاء الله تستفيد. تمام ان شاء الله. هي بدي اسجل، تمام، استكلم هيك قلت لها لا اسجله وبيعطوك رقم، قلت لها سجله، هي بدها تسجل معي، قلت لها بسجله وبيعطوك رقم عضوي، وانت يبقاني بتجيبي بتوصل منتجات على رقم عضويتك، تمام؟ تمام اكيد هيك هذا الصح الاكثر والمنيح. هلا أيوة. مشان الوقت احنا ما شاء الله لهلا يلا ماشي، يسلموا خلينا ننهي اليوم، مشكورين، الله يعطيكم العافيه، مشكورين، ان شاء الله بكره مكملين معكم مشاركات صوتيه. بس صراحه اجى تعليقين ثلاثه كثير مهمين حشايب عليهم ونختم فورا. هلا اجانا تعليقين ثلاثه مشان فقر الدم، تمام، السبيرولينا احسن شيء يستخدم لفقر الدم، تمام اخواتي الكرام، يعني انا احد الاشخاص كان معي فقر دم شديد، تمام، هي السبيرولينا فيها كمية حديد كتير وافرة، تمام، أكثر من اللحمة، موجود متوافر بالسبيرولينا الحديد أكثر من اللحمة، تمام. عندكم أيضا كمان عصير المرنزي، تمام، وبتعديله هو أيضا لأصلا كريات الدم، والغذاء الصحيح بيساعد على أنه الحديد يتعدل بالدم، تمام. أيضا الكورديسيبس اللي ما اليوم حكينا عنه، الكورديسيبس أيضا كمان بيساعد على فقر الدم، تمام. ايضا حبوب لقاح النحل اللي حكيناها اليوم كمان بتساعد على فقر الدم، الشفاء منه، تمام. انا بقول مثلا اذا الشخص ما بده يستعملهم كلهم، اقل شيء ياخذ مثلا السبيرولينا مثلا وعصير المرنزي، تمام، او عصير السبيرولينا وفطر الكورديسيبس، تمام. يفضل مع السبيرولينا منتج ثاني، لانه بعض الاحيان اذا كان في فقر دم نازل كتير لتحت بتكون مع المعدة تعبانة، بيكون مثلاً في فطريات، في بيكون دود، فمع غذاء الحديد كمان بيكون مثلاً الشخص آخذ دواء حديد، دواء الحديد بيتعب المعدة كتير، تمام؟ فنحن مع السبيرولينا بناخد شيء كمان بقوي المعدة وبقوي إنه الجسم يصير ياخذ الغذاء الصحيح، تمام؟ فأنا قلت مثل ما قلت لكم السبيرولينا وعصير المرنزي أو السبيرولينا والكورديسيبس. في السؤال الثاني، الأخت هون كتبت السبيرولينا أول شهر أول 10 أيام كان منيح، بس بعدين صار يسبب لي وجع بركبتي، لما وقفت تناوله راح الوجع. ممكن أختي الكريمة سموم، تمام، يعني هي السبيرولينا أصلا بتعمل على تنظيف السموم، ومو أي سموم، يعني مو سموم عادية، السموم المعادن الثقيلة بالجسم، تمام. يعني أنا وقت بحكي عن فوائد السبيرولينا بحكي بقول مثلا هي ممكن تنظف الجسم من الزرنيخ، الرصاص، الزئبق، تمام. هاي السموم المعادن الثقيلة هاي بتضل بالجسم، ما في شيء بنظفها بسهولة، تمام. فممكن انت عندك تحركة هذا الألم تنظيف سموم. انا بقول لك مثلا انت قديش كنتي تاخذي منها، مثلا 3 حبات 4 حبات، قليلي الكمية، تمام، خليها تكون خفيفة على جسمك. مثلا انت على حسب انت قديش كنتي تاخذي، قللي الكمية للنص، تمام، استمري أسبوعين ورجعي زودي بالتدريج، تمام. ممكن انت اخذتيها بكمية فورا عالية او مزودة، تمام، كتير. حب سبيرولينا عصير، انت بياخذوا كم مرة باليوم بعد الاكل؟ هلا ما في مشكلة، هو غذاء حتستفادي عليه بكل الاوقات، السبيرولينا عصير المرنزي، تمام. لكن مثلا هو عادة مثلا اللي بينحف اذا اخذتيها قبل الاكل ممكن تعمل لك صد شوي عن الشهية، تمام.
بعد الأكل للسمن، تمام؟ فأنت كيف ما حبيتي ممكن تأخذيها على الريق مرة، ومرة مثلا بعد الأكل بالغداء. المرنزي أيضا كمان بكل أوقاته مفيد على الريق، حيقوي لك المعدة ويقوي لك الهضم. بعد الأكل إذا أخذتي منه معلقة معلقتين كعصير كمان حيقوي لك هضم المعدة ويساعد على الهضم كتير منيح وينظم لك الأمعاء، تمام؟ خلينا ننهي اليوم، وإن شاء الله مكملين معكم بكرة. إن شاء الله بناخذ نحن دائما بنفضل المشاركات الصوتية، ليش؟ بتجي أسرع مشان الشخص مثلا يشارك فوائده مثلا بالمونتاج، وفورا يحكي سؤاله، تمام؟ كمان نفس الشيء، أخذ المرنزي مع ماء أو بلا ماء نفس الشيء، تمام؟ الشخص يعني مثلا هلا أنا أول ما استهلكته لأولادي، بنتي الصغيرة ما حبت طعمته، تمام؟ قصقيها يا مثل الدواء، خلص معلقة دواء لماما، خلص اعتبريه هو مشان فوائده. بس بعد فترة صارت تحبه، صار تدوب لهم اياه بكاسة مي كعصير يعني، ويشربوا ككاسة عصير، تمام؟ لكن فوائده وحدة ما بتتغير. تفضل أبو عمران المايك معك، اليوم تأخرنا شوي اعذرونا، كانت لكن ما شاء الله المشاركات كتيرة وحلوة. الله يعطيك العافية ويبارك فيك يا أبو عمران. حياكم الله وبياكم، وأسعد الله مساءكم بكل خير. شركاء وشركات النجاح، تحياتي للجميع. اليوم عنواننا قيم إن شاء الله تعالى، أسأل الله أنه ينفعنا وإياكم جميعا من يعني هي الأفكار اللي عم تتلاقح من بداية لقائنا. من بداية لقائنا أفكار جميلة تم طرح الـ ASP من عدة يعني مدربين، من عدة زوايا مزاياها. صفيان 5 أيام فقط لإلها، أيضا كان في فقرة صحية مهمة مع حضراتكم. الآن عنا إن شاء الله تعالى تدريب، جهزوا لي الدفتر الدكسيني يا جماعة، عنا تدريب بعنوان التغيير. مين حضر معنا مبارح؟ بالله يا شركائنا شركاتنا، محاضرة الأستاذ طارق زياد، سماه الأستاذ جمال المسعدي، سماه طارق بن زياد. هو إيه بن زياد؟ شوفوا هذا الفارس المغوار طارق بن زياد، اللي أحرق خلفه السفن حتى يقول لجيوشه شو البحر من خلفكم والعدو من أمامكم. فعلى الحالتين أنتوا شو قدامكم؟ تحدي عظيم، يا بترجعوا على البحر وما عندكم سفن ولح تغرقوا، يا أما بتقاتلوا ممكن تموتوا، ولكن لما بتقاتلوا بدون رجوع لح يكون شو، حتكون الهمة أعلى، لأنه مسألة صفية حياة أو موت، ما عاد في خيارات. اليوم مسألة الخيارات مهمة بحياتنا، لأن بيكون ما عندنا خيارات غير النجاح، الأداء يختلف والعقلية تختلف والأدوات تختلف والتفكير يختلف. هلأ إن شاء الله حنناقش هاي الأمور بعنوان اسمه التغيير. حضروا لنا الدفتر الدكسيني، جهزت لكم المحاضرة إن شاء الله يكون فيها فائدة للجميع. اكتبوا بترويسة الصفحة التغيير، اكتبوا لي مين حضر معي مبارح محاضرة أستاذ طارق زياد. طبعا طارق زياد تقريبا بظن ما شاء الله، الله يا ربي يتم عليه، يعني 5 سنة بالعمل، استطاع انه يأهل 10 خطوط، سوري 8 خطوط ماسية معه، 8 ماسيين بخطوط مختلفة. طبعا بالعمق اكيد هن الاكثر عشرات الماسيين، تمام؟ من خلال شو؟ من خلال مبارح اشياء ذكرها، انا استلهمت هي المحاضرة من الجلسة تبع الامس. حقيقة استلهمت هي المحاضرة من جلسة الامس، التغيير كانت رائعة المحاضرة. ترى على فكرة اللي ما حضرها موجودة على صفحتي على فيسبوك، تمام؟ على حسابي أنا شاركتها من حساب الأستاذ السفير جمال المسعد. طيب ما شاء الله عنكم أصحاب همة. قبل ما نبدأ شو رأيكم مشان اللي احنا نبدأ ويكون كل شركائنا معنا، شو رأيكم قبل ما نبدأ نعطي دقائق معدودة، دقيقتين بس تدخلوا شركائكم، لأن اليوم محاضرة اللي حيحضرها شركائك اللي حيحضروها إن شاء الله تعالى حيغيروا بإذن الله سبحانه وتعالى، تمام؟ اللي احنا عم ننقل أساسا حالة نفسية عايشين، اللي احنا أفكار عم نمارسها، عادات عم نمارسها يوميا، حننقلها مثل ما هي لمين؟ للجادين يلي رايدين التغيير، اللي رايدين النجاح، بين قوسين اللي رايدين. الله سبحانه وتعالى قال لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما في تغيير، التغيير ما بيجي مصادفة، حتى الله سبحانه وتعالى ما حيهدي الإنسان إذا ما طلب الهداية، حتى هذا أثبت لنا، ما بيهدي حدا. الله سبحانه وتعالى ما بيروح لعند الإنسان بيهدي، الإنسان بيروح عند ربه يقول له يا رب اهديني، ويبلش يفعل الأفعال يلي شو يلي يهتدى من خلالها، أفعال مثل العبادة والصلاة والدعاء قراءة القرآن، حتى يبلش الله سبحانه وتعالى يساعده على الهداية، تمام؟ فإذا عملية اليوم النجاح ما هي مصادفة، عملية النجاح هي عبارة عن قرار بياخذه الإنسان
وبعد القرار عادات ببلش بمارسها وسلوكيات وتصرفات حتى تقود فيه إلى النجاح. فنحن نعطي إن شاء الله تعالى هالدقيقتين ثلاثة، يلا بالله شاركوا رابط الجوجل ميت جميعا، مو بس مشاركة، روح لشركك قل له فوت في كتير شيء مهم، فوت يلا شريكي يلا شريكتي يلا فوتون يا جماعة، تمام؟ خلينا نستثمر مع الجميع إن شاء الله تعالى. وتحياتي لكل من انضم معنا على تيك توك. شايف التيك توك العدد قليل شو؟ على المسلسلات ما هيك؟ آخ يا أمي آخ آخ يا أمي يا أمي يا أمي يا أمة سيدنا محمد يا أمة سيدنا محمد يا أمة سيدنا محمد قاعدين على المسلسلات. آخ آخ هدول اللي بيعملوا المسلسلات عم يحطوا بجيوبهم مئات ألوف الدولارات يا يا سادة يا سيدات. بهذا رمضان بعض الأخبار اللي تداولت عن بعض المشاهير اللي عملوا أدوار بالمسلسلات وصل قيمة الدور ل 500,000 دولار. يعني حدا حط بجيبته 500,000 دولار وانت سوري آسف. طبعا اللي عم يتابعوني مو معنيين على فكرة، بس عم نقصدهم لأنه اللي عم يتابعني أكيد إنسان رايد يطور نفسه. حط بجيبته الممثل 500,000 دولار مشان تجي اليوم فئة من الناس تعمل هيك. أنا آسف بهذا الشكل. شو يعني يا الله الوقت سمين يا جماعة. والله العظيم ولا الحمد لله رب العالمين ولا تابعت، فضل الله علي سبحانه وتعالى، ولا بتابع ولا لازم نتابع يا جماعة. نحن قدامنا فوزين اليوم، فوز عظيم بالدنيا وفوز عظيم بالآخرة. نجي نحن نحط ساعة وساعتين، ما بدي أطيل بهي الجزئية، ولكن انتبهوا لأنفسكم، الوقت أغلى شيء بتملكوه بحياتكم، أغلى شيء أغلى شيء يحيي أغلى من أستاذ نادر الحبيب. بين ما يشاركوا الرابط الأخوة والأخوات ويدعوا شركائهم، بس السيدة هادية اللي كانت باللقاء اللي حكيت أنا وقفت عن الكلام هي موجودة باللبنان، إذا بتحب تعمل مداخلة لبين ما يجهز الأستاذ نادر بين ما يجهز الأخوة والأخوات. السيدة أستاذ نادر مقيم باللبنان، لكل أخ ولكل أخت بيقولولنا نحن مقيمين بدول فقيرة وما عندنا القدرة المالية و إلى آخره، الظروف شماعة الظروف اللي بيحكولنا إياها. ممكن هلا بعض منكم يكون موجود معنا مقيم بهي الدول، اسمعوا الكلام. إذا كانت هلا موجودة السيدة هذه تفضل تحكي لنا. هلا هي مقيم وصار لها معي بالعمل ما يقارب يمكن جمعة فقط أو 10 أيام. سيدة هادية موجودة أختي كريم، افتح المايك من عندك. مفتوحين مايكات أستاذ نادر، مايك تقدر تفتح المايك من عندك؟ لا مو مفتوح. طيب افتحي المايك سيدة هادية هلا، بس طيب بس جزئية يعني احكي لك هيك بدايتين ثلاثة مشان ما ناخذ فقط أستاذ نادر كتير، تمام؟ مشان هلا السلام عليكم نفوت بعملية تغيير بإذن الله تعالى. ممكن هلا كلامك يصب بنفس الكلام بدي احكي للأستاذ نادر، فتفضل يا أختي كريم. لحظات يلا تفضل يا سيدي. هلا هون عنا بلبنان، انا بلبنان هون، ما صار لي فايت مع الاستاذ علي من بعشرة أذر يعني هلا هون بلبنان. اي طفل يعني اقل شيء البنادول، ما بدي اكثر البنادول، اذا الطفل بيسخن مثلا بيروح على الصيدليه اهله مثلا والدته والله مو تحت $6-7، هاي أقل شيء يعني مرهم، يعني حرق للجروح، مرهم للجروح لو كذا أي شيء بدك تحكي من $10 وفوق. هذا مثلا عم نجيبه من الصيدليات دواء مؤقت. هلأ أنا الست، أنا حكيت لها الأستاذ علي، أنا الست اللي عم أنا عندها قاعدة بشتغل عندها يعني مريضة، هي كبيرة بالعمر، أنا بدارية بأدويتها وكذا، يعني بتاخد كذا دواء من بناتها اللي بيجوا بيزوروها. والله العظيم شافوا وجهي، أنا جبت الصابونة بصراحة، شافوا وجهي قاموا قالوا لي أنت شو عم تستعملي محمد، ما كنتي هيك. قلت لهم والله بصراحة من منتجات DXN، أنا بصراحة كنت أجيب من هون ما أستفيد من الصيدلية. وقاموا صار يوصوني على صابونات وعلى هاي. لا حد يقول لك استاذ علي بعد اذنك انت والاستاذ نادر انه غالي. هلا هون بلبنان عم نحط اكثر من حق المنتجات هاي اللي بشركه DXN. اي صيدليه بتفوت عليها بدك تحط $30، اذا مو 30 20 على دواء، يعني دواء اثنين ما في
بدك تحط ال 20-30 دولار قد شيء ينفعني وكدواء احسن ما انا اشتري كل شهر دواء وما عم بستفيد، بس انه مسكن. هلا اللي بالصيادله كله مسكن، بس من فضل الله، من فضل الله هلا هذا لا شفاء الحمد لله رب العالمين وباذن الله. فاخ علي واستاذي ومدرب. كل وحدة بلبنان بتقول انا ما بحسن، يعني ما بقدر اجيب منتجات او ما. كل وحدة عم تقول غالي لا. يعني انا يعني كذا وحدة احسنتي. احكي لي عن المنتجات ادغني. تفضلي سيدة هادية. نعم استاذ علي. عم اقول برافو عليك، يعني هلا هي نعتبرها مثل مقدمه لمحاضره الاستاذ نادر، لانه موضوع التغيير بدي احكي فيه الاستاذ نادر اكيد اكيد بخص الكلام اللي انت حكيتيه هلا، فبنعتبره مثل مقدمه بسيطه لكلام الاستاذ نادر. الله يجزيك الخير يا رب، ومشكوره كثير سيده هاديه وكل اخ واخت موجودين بالدول الفقيره. مثل ما سمعتوا السيده هاديه من خلال صابونه بلشت تسوق المنتجات تبع الشركه، وشفتوا غلاء الادويه الموجوده بالدول تبعهم. الله يجزيك الخير سيده هاديه. أنا اشتريت 6 صابونات هدايا من عندي، هدايا بالأول أول مشان يجربون وعن ثقة. الله يجزيك الخير، يعطيك ألف عافية يا رب. شكرا كثير لك سيدة هادي، يعطيك ألف عافية. ما تأخر على استاذ. الله يسلمك يا رب يا رب. الله يسلمك، شكرا. الله الله شكرا كوتش ابو حسين على الاستفاضه الطيبه ما شاء الله المميزه والمتالقه ما شاء الله. الله يعطيك العافيه، شكرا كثير للمداخله القيمه. الله يعافيك. طيب الله يبارك فيكم جميعا. خلينا ان شاء الله تعالى نبدا على بركه رب العالمين، توكلنا على الله. دخلوا شركائكم جميعا، انا كمان عملت تنويه باذن الله، عملنا تنويه للجميع، توكلنا على الله لا قوة إلا بالله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب يا سادة يا كرام، عنوان محاضرتنا أرجو أن يكون الدفتر موجود، ما حتسجلوا كل شيء أنا عم بحكيه، ولكن حتسجلوا النقاط الرئيسية بال يعني خليني أقول أنا الشيء الملاحظات المهمة اللي رح نمرق عليها. عنوان المحاضرة اكتبوا لنا اياها بترويس الصفحة. التغيير كلياتنا متفقين أنه في عنا دفتر اسمه الدي إكس إن، دفتر الدكسيني، مثل ما احنا عنا هذا الدفتر الدكسيني. لاحظوا يا شركائنا يا شركاتنا، الإنسان بطبعه عشوائي، يعني طبعه فوضوي، الطبع الرئيسي يعني الماستر الضبط المصنع تبعه فوضوي. ولكن عندما يقرر الإنسان أن يفعل شيء لابد أنه يأتي لعملية التنظيم، لابد ولو كانت أيام تجي مصادفة. نحن ضربنا أمثلة سابقا كثيرة على عملية التنظيم بكل شيء. يعني مثلا اليوم ربة المنزل اللي حضرت الطعام للفطور هذا الرمضاني لا يمكن أن تكون عشوائية، لا يمكن. ما بتحسن أنه مثلا تحط المكونات الطبخة قبل الماء، ببعض الطبخات لازم الماء أولا ومن ثم ممكن بعض أجزاء الطبخة ومن ثم بعض أجزاء آخر ومن ثم بتستناها لتستوي بعدين بدها تنشفها بعدين. لابد أن يكون في مراحل. إذا دخلت بمرحلة شو؟ التنظيم. تمام؟ دخلت مرحلة تنظيم. لابد إذا أنا اليوم كرب منزل، رب أسرة، بدي أطلب من زوجتي طبخة تطبخ لي إياها، لابد أنه أنا فوت بمرحلة تنظيم. بدي شوفوا لحظة، بدي أقوم أفتح باب البيت أولا وأنزل، وبعد منه بدي أروح لمكان معين جيب منه غراض الطبخة، وغراض الطبخة هن عناصر معينة تمام للطبخة اللي احنا بدنا نطبخها. ولابد اني ارجع من نفس الطريق وافتح باب البيت وفوت على البيت واعطي الطبخة لربة المنزل وهي ترد تنظم العملية تمام. فاذا بتلاحظوا انتو يا سادة يا سيدات انه كل شيء بحياتنا لما منقرر نعمله لابد انه يدخل بالتنظيم، لابد. اذا حبينا نلبس ثيابنا رح نلبس مثل بيقولوها واعه، بنقول واعه لحنا صح، واعه قبل واعه. يعني انا هلا لبست هذا الجاكيت ما بصير البس الجاكيت بعدين الكنزه، دخلت بمرحله التنظيم. هي بابسط التفاصيل تمام. الان حضرتك اللي عندكم اولاد بتربون وبتفيقون على المدارس يروحوا على المدارس، دخلتوا بمرحله التنظيم، لابد انه بالوقت الفلاني يفيق الولد، بالوقت الفلاني يلفله سندويشته، بالوقت الفلاني يكون بالمدرسه، بالوقت الفلاني يرجع يلاقيك بالبيت وتبلش كمان تراجع له دروسه.
عباداتنا مع رب العالمين تدخل بالتنظيم، لابد انه باوقاتها، في الى اوقات كل شيء بحياتنا موجود في داخل بالتنظيم. ولكن لما ناتي لعمليه نجاح مرسومه، مثل مثلا اليوم مشروعنا هذا الرائع الدكسني، ندخل بالعشوائيه. طب ليش؟ عرفتوا؟ نسال انفسنا. امبارح كان قويه ما شاء الله الجلسه، حكى الاستاذ طارق كثير اشياء وجدها بنفسه فيها خلل، قام صلحها، قام عمل هي النتائج. شو قام صلحها؟ قام عمل هي النتائج. شو بعيد؟ قام صلحها، قام عمل هي النتائج. لا، خلل بنفسه، خلل بالوقت، خلل بالتعليم، خلل بالفهم تبع الفكره، خلل بانطلاقه، صلحها، قام اختلفت النتائج، سبحان الله. فاذا خلينا نكتب بالبدايه، هون بالبدايه هيك اكتبوا لي رقم واحد، كل شيء بحياتنا منظم تلقائيا، فلماذا لا ننظم الاشياء التي نسعى لها؟ لماذا؟ اذا طبخه عم تتنظم، اذا اليوم راتب، اذا انت اخي واختي عم تسمعوني، راتب بيفرض عليك التنظيم. بيفرض نفسه. راتبك مثلا يا اخي 500 دولار ومصروفك بالشهر 500 دولار، لنفترض انت راس براس طالع، بيفرض عليك عمليه التنظيم، لازم تصرف يوميا بحدود وقدر معين، وبيفرض عليك تقول هذا اجار البيت وهي الفواتير وهي. دخلنا بعمليه التنظيم، يا الله عادت عمليه التنظيم الى الواجهه. تمام، سيران بدنا نروح مشوار سيران، لابد انه يدخل عمليه التنظيم ولو كان احنا عشوائيين. احنا عم نحكي شو اساس الانسان بحب العشوائيه. لابد انه يدخل عمليه التنظيم، لابد انه يكون متاح السيران بيوم معين، لانه في ايام اخرى فيها وظيفه. معناتها دخلنا عمليه التنظيم، نظمنا يوم للسيران. اليس مو منطق؟ انا ما عم بحكي غير منطق. انا اليوم بعرف انه كم موظف لديه 6 ايام او 5 ايام عمل، لا يستطيع انه يروح السيران بايام العمل، فاذا دخل عمليه التنظيم، نظم يوم للسيران، دخل حدد، اذا مو حدد دخل بعمليه التنظيم. طب السيران وين؟ وحسب الامكانيات وين فيني اعمل السيران. فلذلك دخلت عمليه التنظيم، تنظيم بناء على شو؟ على الدخل تبعي. وين فيني اعمل السيران؟ فلان الناس في يعمل السيران بمنتجع 5 نجوم، فلان الناس في يعمله بمطعم، في فلان الناس في يعمل سيرانته فقط على الارض، يجيب معه منه اكل بسيط وياكل، دخل بعمليه التنظيم. فكلياتنا فعليا داخلين بعمليه التنظيم ان شئنا او ابينا. فهلا الان ما زال احنا كلياتنا عم نتنظم ب 80% من امورنا لا شعوريا وغصبا عنا، بيفرض علينا اساسا الحياه، تفرض علينا عمليه التنظيم. فليش احنا ما اليوم لما بنكون مع فرصه عظيمه جدا، اداه بين ايدينا نمتلكها، بننجح فيها نجاحات كبيره، ليش ما بننظمها؟ ليش ننتظر الايام تفرض علينا مسائل قاهره من تدني المستوى المعيشي او تدني الصحه او لحتى نبلش نفكر ان ننظم؟ لا، من هلا بناخذ اجراءات حول نحو التنظيم. الان رح نحكي عن التغيير. طبعا التغيير ما له سهل، انا ما بخفيكم الامر، عمليه التغيير ما له سهل. عمليه التغيير تتطلب صبر، لانه نحن كلياتنا بنمارس عادات قبل ان يعني ننوي ان نكون رواد او رائدات او قاده او مؤثرين او مدربين او نجوم او اثرياء، او قبل كل هي رح نكون للاسف مثل ما حكيت قبل شوي عشوائيين. فعمليه الانتقال من العشوائيه الى التنظيم، هي هون في هذا التحدي كثير من الناس بيفشلوا فيه. وأنا اليوم جايكم بهي المحاضرة التغيير، حأذكر نقاط يعني بظن أنا اخترتها من أكثر النقاط يلي إذا ركزنا عليها بالتغيير رح نعمل نتائج عالية جدا. إذا ركزنا عليها بالتغيير حنعمل نتائج، ومع أنه في نقاط كثيرة حقيقة، ولكن نبدأ فيها الآن. يلي بادئ بالتغيير ليعمل إنجازات، لحتى يجعل من نفسه نسخة جديدة منتجة، قادر انه ينتج بذكاء، قادر انه يعمل ارباح مضاعفه بذكاء، قادر انه يعمل رتب بذكاء، قادر انه يصعد ويجلس مع شو المتفوقين بذكاء، بوقت قصير وبجهد مدروس وجهد ذكي، وليس الجهد العبثي اللي ممكن ياخذ منك ساعات طويله وما تجيب نتائج ويحطك. طبعا هناك العديد من العادات السلبية التي قد تؤثر سلبا على النجاح، إليك بعض الأمثلة. التسويف،
تأجيل القيام بالمهام هذا أول تحدي بيواجه كل حدا ناوي يغير. الآن اللي داخلين معنا بمشروعنا كثر آلاف بل عشرات الألوف، واللي حيتابع هاي المحاضرة الآن موجودين معي من شركائي وأيضا على التيك توك، واللي حيتابعها موجود أيضا مسجل على اليوتيوب حيتابعوها إن شاء الله تعالى أيضا الكثر الآن وفيما بعد. بحكي لكم الآن أنتم مع مشروع قوي، مع مشروع قادر أنه ينقلك نقلة نوعية من موظف عادي إلى رائد، من ربة منزل فقط بتطبخ وبترعى أولاد إلى ربة منزل رائدة لها قيمة ولها مكانة ولها دخل شهري محترم. الآن معنا سيدات بمشروعنا أصبح لديهم سيارات. سيدة سيدة تعرفوا أنتوا شو معنى سيدة اليوم تمتلك سيارة وهي ربة منزل، ما عنده دخل، زوجة طبيعي عادي جدا، لا هو غني ولا هو ثري ولا هو موظف، يعني لو أنه حقيقة ما قررت أن تكون مع مشروع ولا قررت أن تكون ناجحة، هاي موضوع السيارة بتعيش وبتموت بتحلم. سيدة الآن من منزلها الآن موجودة، سيدات طبعا، ولكن سيدة من منزلها الآن موجودة من هالسيدات الناجحات، وصل دخل الشهري 5500 دولار وزوجها موظف. بالعقل نحن بنعرف يعني 80-90% اليوم ربات المنازل بتبعد كتير عن أحلامها، بتقرر أن تعيش حياة عادية جدا وتبعد كتير عن التفكير حتى بأنها تتسوق أو أنها تعمل شوبينج لأشياء كتير بتحلم فيها لأنه ما قادرة توفر الأشياء وهي صابرة مع زوجها. ومن خلال المشروع هذا استطاعت أن تعمل رائدة من بيتها وبدون شروط. تخيلوا شو الفرق اليوم بين سيدة استطاعت أن تعمل إنجاز، والله امتلكت سيارة، والله صار عندها أرباح شهرية بتخليها تلبي كل رغباتها، حبت الذهب اشترت الذهب، حبت الجوال اشترت الجوال، حبت الثياب، النسوان كتير بيحبوا الثياب اشترت الثياب وعلى ذوق أو على مراءة، حبت السياحة عملت السياحة، حبت تعلم أولادها أفضل تعليم علمت أولادها أفضل تعليم، حبت تعلم نفسها علمت نفسها، حبت ساعد زوجها ساعد زوجها، حبت تفتح لزوجها مشروع استطاعت، يدعو لي أصبحت. هاي سيدة. طبعا الأخوة على التيك توك كل من عم يسأل على العمل ادخلوا على حسابي إن شاء الله تعالى أنا حاطت شروحات. فالآن أول تحدي بيواجه اللي دخلوا معنا للمشروع هو التسويف التأجيل. طبعا التأجيل له عدة محاور اكتبوهن معا مني. أول محور أنه سوف أبدأ غدا لأنه الغد أفضل من اليوم، هذا أول تأجيل هو وهم. ليش بكرة أفضل؟ يعتقد الشخص أنه بكرة لح تكون الأدوات بين إيديه أفضل، بكرة لح يكون هو أفضل، اليوم مو فاضي، بكرة حيكون ممكن حالته النفسية أحسن، اليوم والله مزاجه مو كما يجب، غدا لح يكون أفضل بكل المقاييس. هذا وهم، هذا وهم، هو ليس واقع، لأنه حيجي الغد ويكون بيشبه الأمس. حيجي الغد ويكون بيشبه الأمس. هذا نوع من التأجيل. تأجيل آخر، وطبعا هذا بيقنع نفسه يعني صاحبه فيه لأنه فيه له حجج قوية. تأجيل آخر أنه أنا الآن لا أمتلك مثل ما يمتلك الرائد الفلاني، رائد الأعمال الفلاني، لا أمتلك المال، لا أمتلك الأدوات، لا أمتلك المهارات، أنا لساعتني ضعيف بالفكرة، أنا لساعتني جديد، أنا ما عندي الآن صفحات قوية، أنا ما بس ليصير هدون كلاتهم ببدأ. هي للأسف هي أساساً أخطاء كبيرة جداً وقاتلة لأي نجاح. ليش؟ لأنه فعلياً اللي أنت عم تحكي عنهم هدول الأشياء اللي عم تنتظرهم هن يأتوا من خلال البدء، البدء بالأدوات. رواد الأعمال اليوم والناجحين في أي ريادة على فكرة بيقولك ابدأ بأدواتك اللي هلأ أنت من مكانك، بأدواتك، بمهاراتك، بكل شيء، بخبراتك، ابدأ الآن، لأنه أساساً هدول اللي أنت عم تدور عليهم ما بيجوك غير لما تبدأ. فإذاً كمان أيضاً اكتبوه عندكم، نوع من أنواع التسويف هو الأدوات والمهارات، انتظار المهارات. أول تسويف هو شو؟ انتظار الظروف الأفضل. طبعاً ما حيصير هذا الشيء، لا حيكون بكرة وقته أفضل، ولا حيكون بكرة أنت أفضل، ولا حيكون مثل ما متخيل، أبداً أبداً. فلذلك بيوقع بالفخ كثير من الناس، هنا عم يستنوا بكرة يكون أفضل. للأسف كل ما لا بتسيء الحالة وبتتردى، بكرة أفضل لعلي إن شاء الله خلص من الديوني، بزيد الديون،
بكرة أفضل لعلي إن شاء الله أكون مرتاح أكثر نفسيا. أنا عندي بعض المشكلات مثلا مع فلان وفلانة وعائلتي ومثلا عم بحلحل مشاكل وما بعرف شو، لابد إنه بكرة يكون أفضل ببدأ إن شاء الله أكون ارتحت أكثر نفسيا لحتزيد مشاكله هذا الشخص اللي يفكر بهالأسلوب. بكرة أفضل لح يكون إن شاء الله تعالى ممكن يكون المكان اللي أنا عايش فيه أفضل كمان للأسف، لح يتردى الوضع الاقتصادي ويروح يعيش بمكان أسوأ. وانتظار الأدوات وانتظار المهارات وانتظار أنك ينجح بعدين لا ينجح. والنظرية عكسية بتقول انجح قبل أن تنجح، مو النظرية أنك تنتظر الأدوات والحالة المثالية والمهارات حتى شو تقرر النجاح. لا هو بدك تبدأ هلأ بأدواتك هلأ. والمقولة الشهيرة بتقول لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، هي اختصار لكل شيء عم نقوله ولكن احنا عم نفصل فيه. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد لأنه هو تأجيل عمل اليوم إلى الغد ما له أي مبرر مهما كان له مبررات، ما له. هلأ في عندك مهمة قوم فيها هلأ، والنبي عليه الصلاة والسلام أكد إنها من أكثر من 1400 سنة، قال إذا قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها. هذا شوفوا سبحان الله التفكير الإيجابي العظيم من قبل نبينا العظيم عليه الصلاة والسلام، تفكير إيجابي إنه حتى أنت إذا بتشوف مثلا حروب هلأ، هيك الحياة هلأ، هلا بتشوف حروب، بتشوف مشاكل اقتصادية، خوف من كل مكان عم يحيط فينا، خوف اقتصادي، خوف من البلد اللي عايشين فيها، خوف من الانتقال ولكن فعليا النبي عليه الصلاة والسلام أمرك إنه بهي الظروف هلا لسه ما قامت القيامة، يعني القيامة أعظم، لأنه اللي بيشو اللي بيقرأ قرآن بيعرف إنه القيامة. لك النبي إذا شفت القيامة يعني أهوال القيامة شيء ما بيوصف، البحار سجرت والجبال سيرت عم يقول لك اغرس اغرس. يعني لازم يا نادر يا كوتش نادر ويا كل الناجحين معي الآن، لازم إذا هلا إحنا عم نشتغل هذا العمل الجماعي، إذا برا البحار عم تحترق ولحن ساعتنا بيوتنا آمنة تمام، لازم نضل نشتغل. هيك النبي قال عليه الصلاة والسلام إلى أن سبحان الله يتوفانا الله. هذا رقم واحد، إذن التسويف تمام اكتبوه عندكم، وانتظار شو اكتبوه عندكم. ملاحظة الإنسان بينسى، بدي اياكم مراجعة، أنا هاي الصفحة بدي اياها مراجعة. التسويف وانتظار الظروف أن تصبح أفضل وانتظار الأدوات أن تصبح مثالية أكثر. أن تصبح مثالية أكثر. يا الله هدون بس هدون حلونا هالمشاكل يا جماعة الخير يا حبايبنا، الله يحفظكم يا رب، حلونا يا هدول المشاكل، حلونا ما حيصير مثل ما عم تتخيلوا. اصحكم هذا تخيل وهم فقط، الشيطان يعدكم الفقر بس، يعني ممكن يكون وسواس من الشيطان او من انفسنا ضعف او افكار خاطئه موروثه. ونحن عنوان شو محاضرتنا؟ التغيير، نغيرها. افكار موروثه، قد يجوز الاب سلبي، قد الام سلبيه، قد يجوز العائله من حولك سلبيه تمام، افكار موروثه. فهمتوا علي؟ انت تتغير خلص الان، ابدا باللي بين ايديك بمهاراتك هي نفسها. رقم 2، التغيير يجب أن يكون على مستوى أيضا حالة وضع الأهداف. نحن كلياتنا الآن يعني نحن عم نحكي الآن موجه لمين؟ لحدا لسه ما نظم أموره وبلش يحط أهداف ويحققها، مو متعود هيك، خلص ماشي بيقول لك على السبحانية، تسمعوا فيها على السبحانية، لك الدخيل اسمك يا الله ربي من فوق، انت اكرم الاكرمين، ما لي قايل شيء على السبحانية. لما بنحط الاهداف هون بتصير على السبحانية، عرفتوا؟ اما مو بتصير على السبحانية. يعني في ناس مثلا هذا الفكر انه اخي والله على السبحانية تاركينا، هذا فكر خاطئ. على السبحانية بعد حط الاهداف، على السبحانية وان شاء الله يعني متوكلين على الله. يعني في ناس بتاخذ هي الكلمات لتبرر فيها اخطاء، ماشيين على السبحانية متوكلين على الله. أخي الله سبحانه وتعالى الرزاق. والله امبارح تواصلت معي سيدة من التيك توك من المتابعين، قالت لي الله يخليك بدون ذكر أسامي، يعني احنا نذكر أحوال فقط تمام لأنه عباد الله مكرمين أخي. فهي تواصلت معي، شو عم تقول لي الله يوفقك إذا بتساعدني بشي مبلغ وكذا. فأنا شو قلت لها؟ قلت لها والله ليك يا بنت الحلال، أنا بإمكاني ساعدك بالدولار 2 10، يا عم 10 دولار تمام، بس اليوم ساعدك واليوم تصرفي 10 دولار، بكرة شو بتعملي؟ بتضلي واقفة على أبواب الناس؟ إذا بترجع لعندي أنا كل يوم بدي أعطيكي؟ ما فيني بعطيكي كل يوم، ولا حدا في حدا يعطيك كل يوم تمام. ففعليا
يا سادة يا كرام اللي عم يعلقوا، لا ما عم بقرا تعليقات هلا، بس مهلكم شوي رح اقرا تعليقاتكم بس لخلص ان شاء الله تعالى تقديم محاضرتي اسمها التغيير، تمام؟ ان شاء الله على راسي من فوق رح اقرا تعليقاتكم، انتم على هالنافوخ، تمام؟ ما حدا يزعل مني. فلاحظوا، فهي شو قالت لي؟ قالت لي انه اعطيني من مال الله ومن هذا الحكي. قلت لها انا بعطيك اليوم بس، طب شو مشان بكره؟ انا بكره فيني بعطيك، طب بعده؟ انا حاعطيك افضل من الدولار والعشرة دولار. اسمعي هالنصيحه من هالدان. قلت لها انا بعلمك مهنه تشتغلي منها شريفه كريمه من بيتك. قال انا ما بعرف اشتغل. على راسي رح اعلمك الشغل. قالت لي يا خاي والله ما بعرف. لك يا اختي والله حاعلمك عبلي. على راسي. قال طب انا هلا بدي هلا انا. قلت لها على راسي، طب انا عندي حل. خلص خليكي عم تمارسي الإشحادة، آسف بهالتعبير، بس أقل شيء لقيت لها يعني حل، أقل شيء تعالي بين ما أنت هلا هالشهر، بس هالشهر ما كملي بإشحادة هالشهر عشان أنا أشوف صدقها، كملي بس أنا حعلمك هذا الشهر المهنة، بعد هذا الشهر بتبطلي المهنة الإشحادة منيح. قال والله ما عندي وما بحسن وما هي ولا عندي الظروف ولا عندي. قلت له طب انت هلا مو عم تحاكيني من جوالك هذا؟ قال امبلا. قلت له مو عندك انترنت وجوال بايدك؟ قال امبلا. قلت له هي مهنتنا بس بدي جوال وانترنت بايدك. نفس التواصل اللي عم تتواصلي مع الناس لتشحدي منهم الدولار والدولارين، انا حعلمك وسيله تتواصلي فيها مع الناس وتبيعي وعلمك فعلا تجيبي فلوس. الله يبارك فيكم، تمام؟ فانا ليش عم بضرب هذا المثال؟ هلا المشكله هون وين؟ المشكله هون انه هاد اسمه الأخطاء الموروثة، قد يجوز علموها أهل شحادة الله يهديهم، قد يجوز في أبهات بعتوا أولادهم على شحادة، خلص علموهم أنه أنتوا دائما فقراء، نحن ولدنا فقراء، هدول الأغنياء معهم بيعطونا، هذا مال الله. لك يا أخي والله مال الله ما اختلفنا، بس مين قال أنه مال الله بهي الطريقة بيتاخذ؟ لا ما بيتاخذ هذه الطريقة. وأنا قلت له شغلي، قلت له اللي عم يسأل عن طبيعة الشغل، تحياتي على الراس، هذا بحسابي أنا حاطت تفاصيل عن شغلي. فأنا شو قلت له؟ قلت له يا أختي مال الله سبحانه وتعالى بيتاخذ بأساليب الله سبحانه وتعالى أمرنا فيها، هي العمل، والأمر إجا للرجل والإمرأة حتى للولد، يعني وقت الرجل بيموت الإمرأة بتعمل، وحتى لما الرجل بيكون عايش وما عنده إمكانية يكفي بيت الإمرأة بتعمل، بس تعمل بالضوابط الشرعية، تمام؟ تعمل، لأنه أساسا إذا بتنظروا للماضي، الماضي كلياتهم كانوا يعملوا، يعني الامرأة تعمل مع الرجل بالفلاحة وبالزراعة، انا اهل اهلية امي كلياتهم فلاحين، فكنا نطلع على البيت جدي نلاقي انه الامرأة تعمل قبل الرجل بالفلاحة، فاذا الامرأة تعمل اليوم، تمام؟ امتى الامرأة ممكن تتفرغ للبيت؟ لما الرجل بيكمل البيت. طب واذا الامرأة اليوم ما اذا الرجل ما حسن يكفي البيت ممكن تساعده؟ ليش لا؟ بس ضمن الشروط الشرعية، ما يكون في اختلاط، ما يكون في مشاكل كارثية. طيب، فاذا فكر خاطئ موروث اليوم، الموروث تبعنا اللي عم بحكي عنه هلا، انه احنا ما بنحط اهداف لانفسنا، هذا موروث، ما في اهداف، ماشيين على السبحانيه مثل ما حكيت لكم، على السبحانيه بعد وضع الاهداف، لازم بنحط اهداف، لازم الان كل مين موجود مع مني، كل مين موجود مع مني وبدات اي مشروع، بكل تجرد عم بحكي بعيدا عن مشروعي، أي مشروع بدأته لازم نحط أهداف له، يومية، أسبوعية، شهرية، سنوية، هدف قصير اليوم شو بدي أعمل؟ مثلاً حضروا أمسي عشان تفهم علي شو عم بحكي، هدف قصير إنك على 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 سبيل المثال الإعلان لمنتجك، لازم آخر نهار عملت إعلان، هدف، هذا هدف بدي حققه. هدف ثاني يجب إني أنا أعرف على منتجي مثلاً لعشر أشخاص، فرضا عم بضرب فرضيات بالبزنس، انا هدف بدي احققه مكتوب كاتبه، انا يجب اني انا اعمل 3 ساعات كحد ادنى، هذا هدف، اذا ما حققت 3 ساعات ممكن اعوضهم بالليل. فلذلك بتلاحظوا مثلا المدرسات او المدرسين ايام بتاخروا عن الانجاز، فهن الهدف تبعهم التارجت محطوط من قبل اداره المدرسه، بدهم يصلحوا اوراق الطلاب لعلهم، فممكن راحت سيران، راحت زياره، طبخت، قعدت مع اولادها وزوجها، الله اعلم، راح الوقت، ايام بتعود بالليل، تلاقي بتقول لك والله سهران امبارح 3 بالليل، لانه في هدف. فاذا لما بيكون في اهداف الانسان بينضبط وبيوصل للنتيجه. اما اذا كان العمل اليوم البزنس، وهذا هو اللي بيفشل معظم الناس، انه يحققوا نتائج بالبزنس اللي بدو، انه هن عشوائيين، انه انا فتحت اليوم البزنس تبعي، تمام، فانا ماشي هيك على السبحانيه،
فمثلا اليوم انشغلت ما اشتغلت لصالح مشروعي الساعات المطلوبة، بكرة انشغلت ما اشتغلت، بعد أسبوع لقيت حالي أنا أسبوع كامل مالي شاغل ساعات لصالح مشروعي ولا بعرف مشروعي شو بيتطلب مني لأنه ما حطت له أهداف. فإذا الآن يلي داخل معنا بالمشروع، أنت بدك تشوف أول شيء حسب تعاليم المهنة شو المطلوب منك؟ المطلوب الاستقطاب، متابعة فريقك، التدريب، مطلوب منك تطوير ذاتك، مطلوب منك نشر الفكرة. إذا يوميا يجب أن يكون مكتوبين هدول بدك تعملهم. عندي مثلا فيديوهين بدي نزلون، احترافيات بدي اصنعهم، عندي 10 اشخاص بدي حاكيهم، عندي فريقي بدي تابعه خطة العمل، عندي مثلا متابعة الاشخاص طرحت عليهم الفكرة، بدي انفذ بسهر ببقى عيوني لازم اعملها، لازم افعلها. الاهداف هذا يومي. طب اسبوعي لازم اخر اسبوع يكون عندي هدف، حاطط هدف انا اخر اسبوع عندي اخي لازم يكون سجلت بالشبكة عندي 50 شخص وأقلها 10% حقق منهم وفعل وتفاعل ونشرت عدد معين من الفيديوهات اللي فرضتهم على نفسي، والهدف أنت بتحدده حسب أحلامك وطموحاتك، بدك توصل بشهر ولا بدك توصل بسنة ولا بخمس سنوات، أنت بتحدد حسب أنت رغبتك بالنجاح. في ناس الآن معنا موجودين شركاء نجاح حاطين أهداف لهم كبيرة جدا ما عم يناموا. عمي لك أنا بدي أجيب ماسية بشهر بشهرين بثلاث شهور، مع الأشهر السابقة القليلة الشهرين ثلاثة من الانطلاق. في معنى سيد الآن بدون ذكر أسامي دخلت معنا من شهرين حاطة لنفسها للسادس ماكسيمو تجيب ماسية، عم تشتغل عليه، حاطة أهداف لنفسها، مراقب حركتها ومراقب عملها، حاطة عم تحط فعل، عم تحط هدف سوري وبعدين تحط فعل بهذا الهدف. تمام؟ فإذا مسألة الأهداف رقم 2 اكتبوها. يا سلام، هلا كمان جايين في شخص هلا تم حظره عم يكتب تعليقات سلبية، هلا جايين على شفتوا؟ هلأ جايين على الثلاثة، هي الثلاثة سجلتها أنا. جايين على هلأ موضوع النظرة السلبية والإيجابية قديش حتأثر فيك وبنجاحك. النتيجة شو بيقول لك؟ النتيجة من جنس الفعل. أختي أم آدم بعرف والله العظيم. أنا حقيقة شوفوا لأحكي لكم شغلة أختي أم آدم وكل اللي عم يسمعوني لأنه حتواجهوا لهذا الموضوع. أنا والله هي بكسر الهاء وأقسم بالله العظيم واللي عم نصوم لقله بهذا الرمضان، أنه وقت شخص بيحكي شيء سلبي أنا شخصياً ما عاد متضايق، لأني أنا 20 سنة مع التجارات. أنا وقت كنت بشركتي في دمشق كنت بادئ بالشركة، أحد الأشخاص وقح أجلكم الله لديه محل يعمل بنفس مجالي، فمارق من جنبي وأنا كنت عم بكتب عروض، والله كنت واقف جديد هذا الحكي، كنت فاتح شركتي بال 2007-2008، فمارق من جنبي وقح يعني لسه في ناس هلأ قولي هلونة قاعدين مثلاً أيام على الشات قاعدين خلف الشاشات، فهو هذا يعتبر يعني انه ما بتعرفه مين هو، بس هداك معروف جاري وبعرفه بيسلم علي وبسلم عليه. فانا عم بكتب عروض، كان بوقتها كثير ماشي موضوع الفلاشه مشان تخزين للسياره، موضوع الموديليتر تبع السياره، رحنا تكنولوجيا نبيع الاشياء هي كلها. فبيمرق جنبي شو بيقول لي لا تكتب تعذب حالك ما حتبيع شيء، وبيضل مكمل سلبي. فسبحان الله انا بوقتها تضايقت انه ليش هذا هيك عم يحاكيني، بس لما هذا عم بحكي لكم على الممارسه، فعلى الممارسه بيجينا ناس كثير. طب انا شو بعدين شو صار؟ الحمد لله مع استمراري عرفت انه والله نجاحك ما بيتعلق بكلمات اللي بتتلقاها من الاخرين، حتى الكلمات الايجابيه من الاخرين لازم ما تكون تشكل شيء بنجاحك، لانه هي مشكله كارثه. اذا انت بتعيش على التحفيز الخارجي كارثه،
يعني تخيل، تخيل مع مني الآن شخص بحبزك مثلاً، مثلاً شخص من فريقك أو أبلاينك أو مثلاً من مشاهدينك أو جمهورك بحبزك وأنت مستمتع بتحفيزه، فجأة بتغير لك سبحاني، بغيرها بتغير، ممكن يوجه لك كلام قاسي، تعرف شو بيصير معك؟ بتنهار. فلذلك لازم لا التحفيز الخارجي يأثر بنجاحك ولا النقد الخارجي يأثر بنجاحك. الواقع والصحيح من الداخل، إيمانك بالله عز وجل، بنفسك، بعملك، قرارك، بس انت هل من برا بيجي، بيجينا كتير أستاذ نادر وكوتش نادر، تحطهم على راسي اللي بيقولوا لي، بس بنفس الوقت بشر، ممكن بلحظة يتغير رأيه فيني، إذا تغير رأيه فيني بترك، بحبت، بنزعج، لا 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 لا. خلص رأيه يا أخي، رأيه إيجاب ولا سلب، أنا من هون من جو، هي لازم تشتغلوا عليها من جواتكم، أنت من جواتك، ما دخل الخارج شو بصير فيك. فإذا خلينا نسجلها معكم، الأهداف رقم 2، رقم 3 كتبنا التخطيط، ما لازم نكون عشوائيين أبدا. هلأ رح نجي للتخطيط، حطيت الأهداف اليومية، الأسبوعية، الشهرية، السنوية. أخي آخر السنة الآن، كلمة موجود معي مشروع، الهدف النهائي تبعك آخر السنة مثلاً ماسي ترعى ماسيين دخلك 2000 دولار، يا سلام، تمام، حلو. هدون شو بدون كوتش نادر؟ هيك الشغل بصير، بدك تسأل نفسك، حطه، اكتبه هذا الهدف. أخي أنا معي السنة بدي يكون فيها ماسي، ارعى خطين ماسيين حقيقيين ولدي دخل 2000 وصاعد. طيب هدون الأهداف شو بدون؟ هلأ بقى بدي جزئهم بالشهر، لازم معناتها وصل لنتيجة معينة من المستقطبين، المسجلين، المفعلين المتفاعلين، درب بأوقات وكذا كذا. الأسبوع شو بده مني؟ النهار شو بده مني؟ تمام؟ هيك كتبنا. هلأ إذا إحنا كتبنا هاي الأهداف أصبحنا محتاجين للتخطيط، تمام؟ الله يحييكم يا رب، تحياتي لكل من عم يكتب كلمة طيبة. إذا إحنا يا شركائنا بالنجاح الآن بلشنا نفهم نظرية الأهداف ونكتب أهدافنا ونلتزم فيها ولا نتشتت عنها، ما بصير أنا اليوم أكتب هدف وبكرة هدف غيره وبعده هدف غيره وبعده شركة غيره وبعده بزنس غيره، بدي أكمش كذا بطيخة بإيد واحدة، ما ححقق شيء من هدول أبدا. الإنسان محدود يا جماعة، أصحكم والله، وقت كنا عم ندرس الإدارة لهلأ ما بنسى كلمة أحد الدكاترة اللي عم يدرسونا، حكى الإنسان يجب أن يتخصص، محدود الإنسان، لا تروح تتخصص 3-4 اختصاصات سوا، هذا مو منطق، هاد أوهام، كمان أوهام. البعض من حماسه بيقول لك أنا شايف نفسي أني عم أنتج، معناته فيني أتخصص لي كذا اختصاص وأمسك كذا بطيخة، ما حتكون شاطر ولا بواحد منهم ساعتها، ولا حتكون أساسا فعليا مبدع بأي مجال منه، خلص مجال واحد بس. هلا انا بجي على فكره انه تعدد مصادر الدخل الى اساليبها، حتى رواد الاعمال بيفهموا هذا الكلام وبيعملوه، الرواد الكبار اللي امتلكوا شركات هو ما بيدير هي الشركات ابدا. انا اتحدى اساسا، يعني اليوم انا اتحدى وارن بافيت بذاته، مع انه انا بده اللي بده يسمعني يقول كوتش نادر انت تتحدى وارن بافيت، انا عم بضرب مثال مجاز، بس انا اتحدى انه يجي وارن بافيت يقول لك انا وارن بافيت يقول لك انا بدير 52 شركه، مستحيل. قد ما كان ذكي، خلص انت عندك اهتمام واختصاص، يعني ممكن تكون فهمان بالسيارات، عندك شركة سيارات تفهم فيها كتير، بس بنفس الوقت ما حتكون مبدع بالمجال الطبي، ما تكون فاهم بالمجال الطبي، ممكن يكون عندك مستشفيات، يعني ممكن يكون عندك شركة سلسلة متاجر سيارات، شركة كبرى، وعندك ايضا سلسلة مشافي عادي، بس انت اللي حتكون شاطر بهي، وهي ما حتكون شاطر فيها ولا حتكون فاهم فيها 100%. انت عندك افكار فيها، وجايب مثلا طبيب عالي الجودة له اسم كبير وشاركته، طب ما هو بيدير العملية، انت مستثمر. فاذا هون انتبهوا، لانه اليوم من شاهدها هي لدى البعض، انه دخل معنا على المشروع حس بالطاقة، شعر انه هو قادر ينجز، شعر فبيروح بيشتت نفسه، بصير انا بدي اعمل كذا مشروع سوا، لا حتنجح لا معي ولا مع مشروع تاني ولا تالت ولا رابع، مع بعضهم مستحيل، قرار واحد لمشروع واحد. تعدد مصادر الدخل فيما بعد يأتي، تعال عمل معي بونص شهري 20,000 دولار 30,000 دولار، هذا طبيعي إذا استمريت، وهذا ما بيجي بشهرين وثلاثة، مشان ما حدا يكون عم يتابعني يقول هلا قاعد يوهم الناس، لا لا لا، بده سنوات،
بس وصل لهي المبالغ ساعتها روح عدد مصادر الدخل يا اخي، روح شوف لك شي شيف محترم كثير له اسم شاركه باول فرع بمطعم، تمام شاركه وحط لك مدير عليه وحط لك محاسبين وعمل جلسه شهريه معهم بس، وعمل كل شيء قانوني بحيث ما حدا يتلاعب عليك وكل شيء خلص تمام، عندك مشروع ثاني صار. ولكن انت الان تتخصص اختصاص واحد، تمام. هلا بعد احنا حكينا على الاهداف، انت هلا بحاجه للتخطيط لتحط اهداف يوميه واهداف اسبوعيه واهداف شهريه. والله يا اخويا اخوات يلي بياخذ هلا محاضرتي هي باذن باذن ربي سبحانه وتعالى، يلي بياخذ محاضرتي على محمل الجد بيطبق الشيء اللي عبوله، انا بتكفل له النجاح، انا بكفل له النجاح باذن الله سبحانه وتعالى، بس بياخذها على محمل الجد بيطبقها. لانه انا مالي جايكم الان عفوا متطفل، انا جايكم من ساحه قضيت فيها 20 سنة، ساحة الأعمال 20 سنة، منا مشاريع فشلت ومنا مشاريع معي نجحت ومنا تألق ببعض المجالات وعدم تألق بالبعض الآخر، والآن الحمد لله رب العالمين بمشروعي هذا تألقت، هذا فضل الله علي سبحانه وتعالى. فأنا ليش عم بحكي هالكلام كوتش نادر؟ يعني ليش عم تقلي هيك؟ أنا عم بقول لك هيك شان تعرف أنه لما أنا بعطيك شيء تمشي عليه هذا اللي مشيت نفسي عليه، وهذا اللي جعلنا اليوم نحن نتألق الحمد لله رب العالمين. وقت بقول لك عندي بفريقي العام الماضي مبيعات بأكثر من مليون دولار ما بيجوا عبس، ساعات انحطت، ساعات جهد منتظمة، خطط نفذناها مع الفريق وأشياء كثيرة، منا اللي نجح ومنا اللي فشل طبيعي، حطينا خطة نجحت حطينا خطة فشلت. أصحكم تفكروا في حدا يجي يقولكم أنا رائد أعمال ما بفشل ولا بحط خطة إلا تنجح، هذا شخص مراوغ مستحيل. لابد انه اساسا نتعلم من الفشل، لابد انه يكون في الفشل لنفهم النجاح، لابد انه يكون في كره لنفهم الحب، لابد انه يكون في برد لنفهم الدفى، لابد انه يكون في جوع لنفهم الشبع، لابد انه يكون في فقر لنفهم الغنى. طبيعي كل من عم يتابعني عم تمر هلا بحاله فشل، لابد مرقت بحاله فشل، لابد كي لا تأسوا على ما فاتكم، كي لا تحزنوا على ما فاتكم، ربنا سبحانه وتعالى لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. سبحان الله بحمد الإنسان ما بيحزن على الماضي، في ناس عايشة بالماضي إنه أنا حياتي عذاب، أنا تعذبت، أنا يا ما عملت مشاريع وفشلت، أنا يا ما رحلي مصاري، أنا عايش يكرر هاي الأسطوانة، إجباري بده يصير هيك. الله سبحانه وتعالى بده يعلمك يا أخي ويعلمني كيف بدنا نتعلم إذا ما فشلنا، كيف بدنا نتعلم إذا ما خسرنا، شو معنات الربح إذا ما بنعرف الخسارة. لابد أن نتعلم نقيد الأمر لنفهم الأمر، إذا ما تعلمنا نقيده لابد انه الله يعلمنا نتعلم النقيض لنفهم الحاله الصحيه والصحيحه. الله سبحانه وتعالى جعل النار جعل مقابله جنه، لابد انه نفهم النار وعذابها لنفهم نعيمها نعيم الجنه ونلتزم. فاذا يجب التخطيط رقم 3، يجب التخطيط. انا بضرب لكم امثله عليها، شو يعني تخطيط؟ هلا شوي انزل لموضوع التفصيل شوي بهي المساله. التخطيط اخي انت اليوم مثلا هلا طلعت من بعد ما طلعت من محاضرتي هي، جيت أخذت قرار قلت أنا إن شاء الله بدي حط خطة إنه أعمل محتوى على تيك توك، تمام، يكون هذا المحتوى ناجح جذاب مشان يجذب لي المرشحين للانضمام بفريقي. طيب أيضا كمان بدي أعمل خطة لمسألة بسموه البراند نيم. شو البراند نيم كوتش نادر؟ حاكينا بالانجليزي هلا، الله يخليك حاكينا بالعاميه. البراند نيم يعني الماركه الشخصيه الاسميه الخاصه فيك. هلا مثلا اليوم كوتش نادر عثمان ما وصلت للبراند اللي انا عم بحلم فيه عم بشتغل عليه، بس انا عامل جزء من البراند نيم هذا، تمام، انه انا اصبحت انا براند، كوتش نادر عثمان اصبح براند، تمام، الى حد ما مشان نكون بالتوصيف الصحيح. فإذا اليوم وقت بقول كوتش نادر عثمان في له قناة يوتيوب، في له صفحة فيسبوك، في له محتوى على تيك توك، لديه الآن شيء يقدمه من خلال هدول المنصات ينفع الآخرين. يعني الآن على المحتوى موجود على يوتيوب أكثر من 400 محاضرة نافعين فضل الله، مين بيعرفون؟ بيعرف قيمتهم يلي حابين الإنجاز واللي حابين يعملوا نجاحات، بيعرفوا قيمتهم وبتشاهدوا بأم الأعين التعليقات من قبل الراغبين بالنجاح على هاي المحاضرات إنه أستاذ نادر نحن انتفعنا، تمام. فإذا أنا بضرب أمثلة، إذا أنا اليوم عندي خطة مثلا مثل ما هلا حكيت لكم بدي أعمل محتوى على تيك توك هدفي منه إنه أجذب الآخرين لا الانضمام بفريق، كلها تكون قادرين تعملوها.
بدي اعمل ايضا براند نيم، اسم لنفسي، اعمل له لوجو، اعمل له صفحات، بلش اعزز هذا المحتوى. طبعا هون تخطيط هذا. طب شو بتطلب مني انا قاعد، شو انتوا قاعدين تخططوا بهي المرحله، شو متطلب مني؟ متطلب مني حساب تيك توك، متطلب مني غلاف له، متطلب مني يكون معلوماته جذابه، معلومات التواصل ومعلومات النبذه، و متطلب مني يوميا فيديو او اثنين معلومات للاخرين بخطه معينه امشي فيها، متطلب مني فيديوهات مستمره لاجذب الاخرين. ايضا متطلب مني معناتها اني اتعلم اساسا طريقه جذب الجمهور من تيك توك. ظهرت عندي مشكلة اني انا ما بعرف اجذب الجمهور. انا عم بحكي هلا شو لازم يصير معكم. فانا والله بحتاج، عم بكتب انا محتاج والله اروح اعمل لي دورة بسيطة صغيرة كم ساعة على اليوم، حتى المعلومات صارت تختصر، كم ساعة على اليوتيوب بس افهم شو اللي بيحبه الجمهور، شو اللي بيجذبه. مثلا اخذ افكار، طيب بلشت انا اعمل، خططت لاني اعمل، خططت هذا التخطيط، خططت لحقق هدف. شو الهدف؟ الهدف هو انه تعمل انت تيك توك تجذب فيه كتير لفريقك، تمام؟ التخطيط هو كيف، الخطه شلون كيف يعمل لوصل للهدف. خططت انك تعمل محتويات لتكون انت براند نيم مع المستقبل. الان بفريقنا ما شاء الله في براند نيم على فكره، انتوا بتعرفوا ما شاء الله، منهم الكوتش احمد خميس، منهم ما شاء الله كوتش ساريه، منهم كوتش ابو حسين، منهم بعض الكوتش الاخرين، اسف اذا بنسى حدا هلا، قرروا يكونوا براند نيم. فانت اشتغلت على هاي المساله، بعد فتره صارت المرشحين تجي لعندك. الآن بتعرفوا ذكرت لكم عندي جروبات أنا مخصصها هي فقط للناجحين يلي بيعندهم النتائج، أنا برسل لهم مرشحين هيك بعطيهم عطاءات هيك مرشحين، ليش واثق فيهم؟ بعرف إنه هدول بيتعاملوا وعم بيشرحوا لهم فكرة، بيسجلون وبيدربون وبيجيبون اجتماعاتنا وبيأهلون للنجاح. فأنا شو بعمل؟ ما عاد عندي الوقت إني أشرح للمرشحين، فبيجيني كل يوم مرشحين فقط على البراند نيم تبعك من اليوتيوب من الفيسبوك، كوتش نادر شفناك بدنا ننضم معك، تمام؟ وهي الحالة بيأكد عليها الأخوة اللي موجودين بهي الجروبات. فإذا ما إجا عبسي، بده تخطيط كمان، فكر أكثر شو بدك، تخطيط للرتبة، تخطيط للنقاط، عدد النقاط، تخطيط لعدد الجادين بالفريق، تخطيط. ما في شيء عشوائي، ما في شيء بالريادة، ما في شيء عشوائي. الآن في عندكم خيارين، الخيارين متاحين. الخيار الأول إنك تكون عشوائي، خيار سهل بس حتدفع ثمنه كتير. والخيار الثاني انك تكون عم تشتغل مثل ما انا عم بقول لك هلا، انك تكون مو عشوائي، وهذا الامر اللي حكيت عنه بدايه لقائي معكم، يحتاج الصبر، التغيير، لانه انت عم تغير من حاله انت تشعر بالراحه المزيفه، انه انت ما بتعمل هذا الشيء كله، هذا بده شغله، بده قعده، بدك تفضي جو لنفسك، وبدك تاجل اشياء وعلى اكتاف اشياء وعلى حساب اشياء، وبدك تلغي اشياء، وبدك تعيش حاله تقشف بالوقت، وتعيش حاله تقشف بالجهد، توطن جهدك للشيء اللي انت عم تعمله. هذا شيء بعرف انه مهين، بس انت عندك خيارين حكيت لك. خيار اول انك تضل عايش مثل ما انت، تمام، وما تعمل كل هذا الشيء، لا موضوع الاهداف ولا التخطيط، ولكن ثمن تبعه غالي، لأنه النجاح ثمنه بتدفعه هلأ بالوقت الحالي، جهد ووقت وتفكير، ومرة أحبطت وفشلت وعبرجع عيد، ومرة تدفع هلأ بس توصل له. ووقت توصل للنجاح يزول التعب والألم، ويبقى النجاح، ويبقى الشعور بالنجاح، ويبقى فرحة النجاح مستمرة الحمد لله رب العالمين، وتتنعم بهذا النجاح باستمرار. أما ضريبة الفشل تدفعها لاحقا، ضريبة الراحة هلأ تدفعها فشل لاحقا، رح تدفع الفاتورة على الحالتين، الإنسان حيدفع الفاتورة على الحالتين. المستقبل يعني هلأ مشان نوضحها أكثر هاي الجزئية تفهموا علي، ما شاء الله كلكم إيجابيين، إنه لا بإمكانك تسكر تيك توك هيك، تركني إياه، تروح مسلسل مثلا، عم بضرب أمثلة، وتحط لك صحن البزر جنبك، تركنا حاجة هري وتكرر هذا الشيء، مسلسل وبزر وانبسط عادي، والله لا تدفع الثمن غالي بعدين، والله لا تدفع الثمن غالي بعدين. بس بالمناسبة مو إنك إذا ما اتبعتني إلي واتبعت أفكاري، لا، بس أقل شيء تتبع أفكار أحد الناجحين وتطبقها، مشان نكون كمان بالوسط، ما حدا يتخيل انه كوتش نادر عم يقول انه انا بالذات اذا اتبعتني لحا بعدين ما تدفع الفاتوره، لا، انا بقصد اذا ما اخذت قرار النجاح الان من كوتش نادر او من اي احد اخر عم ينجح
وناجح وتعلمت خطواته وتعلمت تمشي على خطواته، رح تدفع الفاتورة بعدين قولا واحدا، فاتورة فقر، فاتورة تعاسة، فاتورة تشوف الناس كلها من حولك ما شاء الله سبقوك وانت لساتك بأرضك، فواتير كثيرة حتندفع حتندفع. ولكن العاقل اللي بيدفع الفاتورة هلأ هلأ بيحط الوقت بيحط الجهد، وخاصة ما شاء الله الشباب اللي موجودين شباب بعمر الشباب تمام، واللي أرواحهم شباب، حتى الكبار اللي كبروا اللي صار عمره 40 و50 وفاتوا اللي فاتوا خلاص أوكي اليوم الحمد لله في نفس بيطلع وبينزل، إذن أنا الحمد لله فيني آمن تيمنا واتباعا لحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، إذا في بيد أحدكم فسيلة فليغرسها ولو قامت قيام الآن اللي عمره 60 أو 70 هلأ أنجح، يلا هلأ بدت رحلتك. كنتاكي هذا تبع البروستيت هذا إمتى بدأ ينجح؟ موظف طول حياته بعد التقاعد يمكن بيقوله بعمر 60 قرر يعمل هاي السلسلة تمام؟ فما عندك مشكلة. طيب رقم 4 يا سادة يا كرام، عدم الاهتمام بالصحة. يا رب يا رب يا رب تهدينا للصحة يا رب، عدم الاهتمام بالصحة هذا كلها لازم تغييرها، هذا كلها تحت عنوان محاضرة اسمه التغيير، عدم الاهتمام بالصحة. كمان اليوم بدنا نسأل أنفسنا سؤال، إحنا جايين نشتغل أهداف ونخطط ونعمل جهد ونسهر وكذا، ولكن فعلياً أنا الآن إذا هذا الجسد اللي أنا أبحرك كل شيء من حولي فيه بالأسباب طبعاً اللي الله عطانا إياها، إذا هذا الجسد لا سمح الله أصيب بمصاب، هل يا ترى أنا قادر أعمل شيء؟ خلص للأسف بينتهى كل شيء. بمعنى شو بينتهى كل شيء؟ بمعنى ممكن يكون جزئي، يعني ممكن ينتهى كل شيء جزئيا، ممكن مثلا اتعطل يوميا ساعات معينة مثلا لا قدر الله مشافي، لا قدر الله، الله يبعد عنا وعنكم يا ربي الأزم، فعطل لي مسيرة نجاح. ممكن لا سمح الله يتعطل نسبيا جزئيا أكثر، متوسط ممكن كاملا لا قدر الله. يعني أنتوا بتعرفوا أنه خسر الآن بدماغ التمرة ممكن تعمل جلطة، وممكن لا سمح الله يفقد الإنسان النطق، اللهم ربي عافينا وعفو عنا. شوفوا ضعف الإنسان، شوفوا احتياج الإنسان لله عز وجل، خسرة هالقد الإنسان ما بيعرف شو عم يمشي هون هذا كله أعصاب ودماء يعني تسير بالأوردة وبالشرايين، خسرة. وهي يعني صارت ما شاء الله معلومة بسيطة عند الجميع، خسرة صغيرة تعمل جلطة دماغية ممكن يفقد أقلها النطق، هي إذا ما نشل مثلا أطراف لإله، أو خسرة بس هيك تمرق توقف شوي تعطل بس الدم بمكان معين بالأعصاب بالدماغ تمام، فخلص سبحان الله كل شيء بجسم الإنسان ما بيستمر فيه الدم بيموت بيتموت تمام، فبتتموت جزء، بتموت جزء من هاي الأعصاب مسؤولة عن النطق. وحصلت على فكرة والله يرحم يعني أموات أمة محمد أجمعين، حصلت معنا مع والدي، يعني والدي قبل ما يتوفى بلغ من العمر تقريبا 63 عام، قبل ما يتوفى حصل له جلطة دماغية ففقد النطق، فقد النطق، يعني أنا شايفة جنب مني هي الحالة سبحان الله. فلما انفقد النطق فعليا ما عاد عرفنا أساسا كيف نتعامل معه، شلون يعبر عن الأشياء اللي هو بده إياها، صارت في صعوبة كثير والله، أكلة يطلبها، يعني يطلب منا انه نجيب له حلاوه، احنا ضلينا بس 3 4 ايام لفهمنا انه بده الحلاوه، شلون بده يعبر لك؟ بتقول لي كتابه بحكي لك في كمان امر اخر، انه صدقا وامانه انضربت منطقه بالدماغ اللي هي التعرف على الاحرف وكتابتها، بتصدقوا هذا الكلام يا جماعه؟ مناطق بالدماغ سبحان الله، هذول المنطقتين انضربوا، لا حسن يعبر بالاحرف، والله نعطيه القلم يعمل لك يفشكر لك، ابي من طول عمرك بتكتب انت، أبي بيكتب وبيحسب وكذا، مع أنه ما كان دارس دراسات كبيرة، كلاتهم كانوا بوقتها يدرسوا صف السادس فبس يكتب ويحسب، لا حسن يكتب ولا حسن ينطق، يلا أنت حل لي هاي المعضلة. والله العظيم يا جماعة الخير أكلت حلاوة ما عرفنا غير بعد كم يوم اللي جبنا له إياه. شو رأيكم؟ شو رأيكم أنه قبل ما يتوفى سبحان الله بنهار أو نهارين يقول لي اعمل لي هيك بايديه وكذا، ما عم بفهم عليه، تعرفوا شو بده؟ اخر شيء فهمت عليه، صير احنا نعدد له الخيارات، نعدد له نعدد له نعدد له نعدد له، قام من الخيارات تقول لك شوف اطلع قتلك بالسياره، قام قال لي هي اعمل لي هيك بايده، سبحان الله بده يشوف الشام قبل ما يموت. وفعلا لما بيقول لكم الميت بيشتهي اشياء قبل الموت وبيعرف سبحان الله وبحمده،
والله يا جميع يا جماعه الخير انه كان طلبه فتله بالسياره وفتلته الشام كلياته واخذته على المهاجرين ونزلته وطالعته على الامويين وما بعرف شو اخر شيء عمل لي خلص شي ساعتين ثلاثه يا ثاني يوم يا ثالث يوم توفى. كان مشتاق يشوف الشام سبحان الله لانه قضى بالفراش فتره اشهر يعني نحن نغذيه على السيرون وكذا وحكي من هذا وصار مقعد. فالاسد وين الاسد البحث وين سبحان الله البحث كان انه رقم أربعة اكتبوا لي اياها عدم الاهتمام بالصحة لا قدر الله يا ربي نسألك الصحة ومن عنده سبحانه والله من عنده احنا بس بنبذل الأسباب عدم الاهتمام بالصحة ممكن يعطلك عن كل شيء ذكرته أنا أهداف وأحلام وبرأسهم كثير شغلات كبيرة برأسك وما حتوصل من خلال أنك فقدت لا سمح الله الصحة. طبعا الاهتمام بالصحة اليوم ودون أي مبالغة ودون أي يعني أقول أنا أي مصالح ومتجرد صدقا وأمانة متجرد من العناصر القوية لأنك تهتم بصحتك أنك تتناول مكملات شركتنا وصدقا وأمانة نتناولها كل يوم ومتجرد عبول واللي بيحب اللي بيصدق كوتش نادر وبيعرف سلوك كوتش نادر بيعرف شو عم يحكي نادر أنه أنا متجرد الآن أنت الآن بأي فريق كنت تشتري أخي روح اشتري بدون عضوية منيح مع عضوية اللي بدك يعني. بس بقول لك من الأسباب القوية أنك أنت تتناول المكملات بشكل يومي إن شاء الله أسباب ومع الأسباب يجب أنك كل يوم مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ألظوا بالدعاء ألظوا يعني شو ألحوا كل يوم ألح على ربك قل له يا ربي الصحة يا رب منحنا الصحة يا ربي عافني اللهم عافني بديني ودنياي وجسدي اللهم عافنا واعفو عنا يوميا لابد العافية من الله تطلبها مع الأسباب. طبعا المكملات بيجي معها أسباب المشي يومي مهم جدا تمشي يوميا ورغم اني انا هلا صار لي فتره ما عم بمشي امبارح خبرت اهل بيتي قلت لهم انا خلص يعني هلا ايام معدوده بدي ارجع للمشي بمشي كل يوم صدقا يا جماعه مرقت علي ايام التزمت باني امشي كل يوم كيلين او ثلاثه المشي حرك جسدي لانه عم نقعد كثير نشتغل على الكرسي تحريك الجسد الفيئه بكير النوم بكير وهلا برمضان انتزع الدوام وكنا عم نقول ننفي بكير هلا لانه عم يسهر الفريق انقلبت محاضراتنا الليليه صرنا نشتغل مع الفريق بالليل ونصحى بقى متاخرين الفئه بكير النوم اعطاء الجسد حقه تمام الابتعاد كل ابتعاد عن السموم مصادر السموم منها السكر منها الاكلات الجاهزه الزيوت المهدرجه الاكثار من اللحم والاقتراب اكثر من الخضروات الاقتراب اكثر من الفواكه شرب الماء اشربوا الماء يا جماعه اشربوا الماء تمام شوفوا قلت الماء ما عطشت سبحان الله مين بده يجيب لنا كاسه المي هلا الجماعه كلهم بغير غرف هلا يلا فاذا شايفين كمان الواحد بذكر شيء بيشتهي طيب انتبهوا للصحه هذا هلا اليوم مثلا بتلاقوا هذا تحدي بيجيك مثلا اليوم اشخاص بيقول لك انا والله منتج غالي ورخيص والله بدك تنتبه تنبهوا لانه هذا منتج صحي طبيعي عم يدفع ثمنه لانه حيحافظ على صحته باذن الله سبحانه وتعالى مو بس حيحافظ وحيتخلص من كثير اشياء يعني تخيلوا انه الفطر الريشي بشركتنا هو مسيل شو لاحظوا مسيل طبيعي للدم اليوم في كثير اطباء خاصه اطباء القلبيه بيقول لك بعد ما تقطع ال 30 لازم يكون عندك حبة الأسبرين لا سمح الله التجلطات وهالأمور هاي مشان تميع الدم في ناس بعض الأرامل يصير بياخدها باستمرار دون أنه يكون صاير معه شيء أنه تحسبا ليميع له الدم الفطر الريشي مميع شو المعلومة ابحثوا عنها الفطر الريشي مسيل طبيعي للدم طارد للسموم الفطر الريشي بيكسر الكوليسترول الضار من على جدران الشرايين لانه انتم بتعرفوا انه الكوليسترول نافع ما حدا يفكر انه والله الكوليسترول ضار الكوليسترول نافع ولكن لما بيتراكم على جدران الشرايين بصير ضار وبيتراكم من خلال شو السم اللي قبل منه اللي هو السكر لانه السكر بيعمل خدوجات بسيطه وين بجدران الشرايين فبيجي الكوليسترول بده يرمم هي التخدجات هي بيقوم بيصير بيتراكم لما بيتراكم بيصير انسداد شرايين بصير التجلطات تخيلوا بس فطر ريشي استمرارك على الفطر الريشي بفضل الله سبحانه وتعالى مسيل بيحافظ لك على جدران الشرايين بترد لك السموم من الجسد بيعد لك انشاء الخلايا كل هاي العمليه المعقده بشو بمنتج واحد بغذاء واحد اسمه الفطر الريشي الاسبيرولينا بيغذيك بيعطيك غذاء
لأنه أنت الآن في جيش بداخلك، شو اسمه؟ هذا الجيش اسمه الجهاز المناعي، سلحه بس بالغذاء، تمام؟ وأنت شوف أداءه، هو اللي حيعالج، سبحان ربي، بقلبه منك مختبرات، أي فيروس بيدخل فوراً بيتاخذ عينة منه، بيفوت على المختبر، بيتحلل، جسمك بينشئ له المضاد. بس لما بيكون الجيش واقع من السموم والغذاء للأسف السيء اللي بنتغذى به عصرنا الحالي، إجباري الجيش لن يعمل، والمختبرات مسكرة. تمام؟ أنا هلأ دليتكم على بس أهم منتجين بتمنى ما حدا يقطعهم، فطر سبيرولينا دون باستمرار، مع طبعاً المنتجات الأخرى الرائعة، قهاوي والعصائر، كلياتها رح تسبب لك فائدة صحية بإذن ربنا سبحانه وتعالى. فإذا الاهتمام بالصحة حكينا فيها ما شاء الله قدر جيد، تمام، خلينا بس نأكد له لل... أيوه تمام، حكينا فيها قدر جيد. هلأ الإفراط، اكتبوا، عم تكتبوها، هلأ وصلنا خمسة، الإفراط، بسم الله وبالله ولا قوة إلا بالله، الإفراط في شو؟ استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. أنا حكيت من البداية بإذن الله سبحانه وتعالى يلي الشيء اللي حضرت لكم يا إذا تتبعوا لح تصيروا نسخة أفضل بكتير، رح تعملوا نتائج ولح تحققوا أحلامكم بإذن الله. بس هذا الشيء اللي أنا حكيته بده استمرار على فكرة، بده ضبط. فالأفراد في استخدام التواصل الاجتماعي، إياكم يا جماعة الخير، إياكم، أحكي لكم شغلة، حبرهلكم بالبرهان شو يعني الأفراد باستخدام التواصل الاجتماعي. شوف اليوم التنافس بين منصات التواصل الاجتماعي على أمر واحد، ألا وهو، تعرفوا شو هو؟ يعني مشان أنا أوضح لكم أكثر، لما بنقول مثلا شركات سيارات على شو بتنافسوا؟ منطقيا بتقلي بتنافسوا على أنه يعطونا سيارة أكثر جودة، أكثر أمان، أكثر جاذبية، أكثر راحة، صح؟ مو هذا هو اللي بتنافسوا عليه؟ تمام. لما بقول لك أخي مشافي بيتنافسوا على انه مين بيعطيني اكثر خدمه واكثر عمليات ناجحه، انه مثلا مشفى الفلاني 90% عمليات ناجحه، هذا التنافس. مين بيعطيني اكثر رقي بداخل المشفى، الغرف فيها عنايه، اكثر معامله طيبه، افضل اسعار، تنافس، صح؟ مطاعم على شو بتتنافس؟ مين بيقدم لي اطيب لقمه، مين بيقدم لي انظف لقمه، مين بيقدم لي اظرف قعده، صح؟ فكروا بهذا الطريق. الان منصات التواصل الاجتماعي على شو بتتنافس؟ مين بياخد من وقتكم أكتر؟ وأنا هلأ كوتش نادر عثمان أتحدى أنه يجيني خبير الآن بالسوشال ميديا يقول لي عكس هذا الكلام، تحدي بتحدى. لا هن التنافس تبعهم كله ياتوا قائم، يعني كل أهدافهم وشغلهم وتطوير المنصات وجعل المنصة أكتر تلاؤم وجعل المنصة أسرع وجعل المنصة فيها أدوات وذكاء صناعي بهدف واحد. بغاية واحدة، التنافس على مين بياخد أكتر حصة من أوقاتكم. نقطة من آخر صدر، كل اللي عم يحصل شايفينه هلأ هالضوجة هي كلها، ضوجة تطوير منصات التواصل كلها قائمة نحو هذا التنافس. فإذا ليش أنا عم بحكي هذا الكلام؟ مشان أكد لك أنه أنت عبارة عن بالنسبة لإلهم وقتك هو السلعة، أو وقتك هو الغاية، أو وقتك هو الهدف، المستهدف هو وقتك. كل ما أخذوا أكثر من وقتك كل ما هن نجحوا. طب كوتش نادر ليش شو بيستفادوا؟ يا سلام، هلأ بتبدأ الخلطة العجيبة تبع السوشيال ميديا. لما أنت بتقعد كتير هلأ على تيك توك لتصفح تك 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 تك، قدموا لك هن، نشوف راحوا زبطوا لك الدنيا كلها ليجيبوا لك الناس اللي بتهواهم انت ومن مزاجك وهواياتك، وساووا خوارزمية عالية الجودة مشان يفهموك ويروحوا مشجعين هدنك يعملوا محتوى يخصك انت ويجيبوا لك يا تشوفه، وكل ما قلبت تشوف اكثر كرمال امر واحد، الاعلانات بس، منتهين. الخلطة عميقة كتير، خلطة السوشيال ميديا كتير كتير عميقة، إلها كتير أبعاد بالنسبة لإلهم هنن كمخططين، وبتاخد معهم جهد ووقت وفكر إنهم يخططوا لأنهم يجذبوا فئة من المميزين يعملوا محتوى، وهدول الفئة من المميزين يربطوهم مع جمهورهم بأفضل ربط،
اختصارا يعني. هذا عملية معقدة هي. تمام، لأنه أنت عم تحكي عن بلدان واختلافات أعراق واختلافات ديموغرافيا والله العظيم بنفسي أحضر له الرقم حسبي الله لك يا أخي، والله بالاجتماع ما بيهنونا كمان. لكن بدنا نشتغل يا جماعة، بدنا ندرب، بدنا نكمل، تلاقي والله عم يدقوا لك لك. ربي زدني صبرا، ربي زدني صبرا، ربي زدني صبرا. طيب والله أنا بزعل إذا بحضر حدا، وحياة الله بخافي شعور أني تكبرت عليه وكذا، ممكن مو عارفاني باجتماع بس ما نازل إلا يدق الرقم وأقعد أفصل. المهم ما أنا بطول حديث. فإذا وقتك هو المنتج، وقتك هو الغاية والهدف. بس مشان تقعد أنت ساعة أو ساعتين وتشوف إعلانات وتتأثر بالإعلانات، هلأ ممكن أنت تعتقد ضمنا تمام، ومو قصة اقفل الجوال، قصة انه الجوالات كلها تفاتح عليها واتساب واحد. انا ما عندي اكثر من واتساب، وعندي غاية بهي الموضوع، ما بشتت حالي، خلاص واتساب واحد فمفتوح عليها ومفتوح نيت اجباري. المهم فلاحظوا الموضوع اليوم انك تقول مثلا انا يا اخي خلاص بشوف اللي بدي اياه وما بتأثر بالاعلانات، انت عقلك الباطني حيتأثر بالاعلانات هنا خلاص يعني. شوف رح يوصلوا لك، حيوصلوا لك يعني. مثلا حضرب لك مثلا، انت هلا بتقول اخي انا اساسا اذا بدي اشتري سياره ما حاشتري سياره غير الماركه الفلانيه، وانت قاعد بتتابع هاوي للسيارات تك 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 تك، هي السياره اللي عم تشفط وهي السياره اللي عم تشوف مواصفاتها وهي تك تك، بينزلوا لك اعلانات سيارات. فانت لابد انك توقع على اعلان لمواصفات سياره افضل من سيارتك يلي انت حاطه ببالك، فلح تاخذها لهي السياره. فهنا متأكدين أنه موضوع وصول الإعلان لك رح يجيب نتيجة، لأنه ضمن هواياتك ورغباتك. تمام؟ طيب إذا أنا المعني اللي بيهمني بكل هالحكي اللي أنا عم بقوله هلأ هو وقتك أنت. فإذا رحت بعجقة المتابعين وصرت منهم على الدنيا السلام، رحلك كل يوم 3-4 ساعات وأنت محاسس. لا 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 أنا ما بقعد 4 ساعات، بتقول لي كوتش نادر أنا ما بقعد 4 ساعات، بقول لك حبيبي حيجمع عندك آخر النهار 4 ساعات، ربع ساعة الصبح، ثلث ساعة العصر، نص ساعة وقت ما بعرف شو، قبل النوم نص ساعة، 4 ساعات على السوشيال ميديا، 4 ساعات يوميا من حياتك، 4 ساعات يوميا، 30 120، ما هيك؟ 120 ساعة بالشهر، بالسنة؟ واو رقم والله، 1500 ساعة. هدول 1500 ساعة على فكرة للطموحين اللي هلا عم يتابعوني واللي رايدين نجاح، رح أقول لك شو بتعمل فيهم. بتأسس فيهم مشروع، أو بتتعلم فيهم لغة، أو بتتعلم فيهم مهارات جديدة، أو تتعلم بزنس جديد، تعمل فيهم العجائب. تمام؟ طب كوتش نادر هدول موزعين بس بقلب نهار، ايه ولو موزعين اللي بيقعد على الاكل بيقلب السوشيال ميديا، لا بلا لك اياها، اقعد تعلم شيء على الاكل، حتى على الاكل ما بسمح لهم ياخذوا وقتي قبل النوم، ليش لا ياخذوا وقتي؟ بتعلم ديني، انا افضل وقت عم بتعلم ديني فيه، الله يثبتنا يا رب على طاعته يا مولانا، ثبتنا مولانا. لقيت انسب وقت انه يكون العقل مهيئ لانه يدخل له المعلومه الدينيه هي الليل سبحان الله قبل النوم. هالنص ساعه هي اللي بدي اقعد اقلب فيها على تيك توك وشوف فيها، لا حط فيها درس لشيخي راتب النابلسي الله يرضى عنه، حط فيها درس وبقعد هيك وبتسمع. تمام؟ أو للدكتور مصطفى الله يرحمه يا رب، هذا الرائع اللي بيعلمنا الفلك وبيعلمنا عظمة ربنا بخلقه. تمام؟ فإذا لا أنا بستثمر وقتي وأنت لازم هيك، ولا حدا يسرق وقتك. أنا بفوت بقلب بالسوشال ميديا، نعم ليش بقلب بالسوشال ميديا؟ أنا مشان أخذ فكرة لوين واصلين، مشان أخذ أفكار يعني. كل كم يوم بقلب لي شوي، بتعرفوا ليش؟ عشان نشوف شو الترندات، شلون عم يشتغلوا، شو الفيديوهات اللي ضارب. الذكاء الصناعي شفته عم يتحرك هالايام، تحركت نحوه شوي، بس عندي هدف وغايه. فوت بقلب لي ايام بعد لي ربع ساعه بس، اكثر منك لا اعوذ بالله. والالعاب اللي بتنزل على الجوالات نفس الحاله، ما حفصل فيها، اللي بتنزل على الجوالات احذفوا الالعاب من جوالاتكم، لعبه شده ولعبه شطرنج ولعبه. انا كنت العب شطرنج بالسابق على انها لعبه ذكاء، بس بعدين اكتشفت انه انا فيني اطور مهاراتي باشياء ثانيه بهذا الوقت. لا خلص تمام، سجلوا لي اياها وسبتوها عندكم. تمام، ممنوع على الناجح واللي رايد النجاح استخدام السوشيال ميديا، ما بدك ياكل انسى.
تقليبة بسيطة هيك على الماشي، بسيطة على الماشي خيو ماشي. أنا بعرف إنه بدك تشوف شو صاير برا ما حتعيش منقطع على العالم، تقليبة على السريع بس، أكثر من هيك لا، دقائق يعني بس. تمام. طبعا ما عدا على فكرة تأثير الموضوع على السوشيال ميديا بيأثر على تركيزك، بيأثر على ذاكرتك، بيأثر على عيونك، بيأثر على دماغك، بيأثر على كل شيء بحواسك. دراسات أجريت ما حفصل لكم فيها، ابحثوا عنها. السوشيال اليوم الانترنت موجود. هلا رقم 6، عدم الاستثمار بالتطوير الشخصي. التغيير، عنوان محاضرة التغيير، نغير هو الأساس، عدم تطوير الشخصية الأساس. تمام صح ولا غلط؟ الأساس عدم تطوير الشخصية، خلاص هذا أنا أخي، أنا هيك أنا. مين بيعرفه لهذا؟ يلي بيقول لك خيو أنا هيك، وهذا بيفكر حاله أنه هو يعني بالعكس، هذا تصلب له أنا هيك، أنه هي هي الرجولة وهذا القيم الثابتة. شو بتحكي؟ ثبت قيمتك بدينك. إيه أنا على ديني، اللي أنا على دين محمد عليه الصلاة والسلام بثبات بقول لك بري عليك ينصر دينك، بس أنا هيك ما في. أنا هيك في كل يوم تغيرات ومتغيرات بدنا نتماشى معها، في كل يوم أشياء جديدة بدنا نطور حالنا فيها. كل شيء اليوم بيقربني من هدفي ونجاحي، شيء مستحدث، شيء بالسوشيال ميديا ممكن يقربني من نجاحي، روح أعمل شيء جديد مع منصة جديدة، يا مرحبا أهلا وسهلا. تمام. شيء ممكن أنا أداة جديدة أمتلكها، ممكن أنا أسخر اليوم الذكاء الصناعي مثل ما أسلفت لحضراتكم أتعلمه. فموضوع اليوم تطوير والاستثمار بنفسك من أعظم الاستثمارات. يعني اليوم بيفكر بالاستثمار بقطاع معين، مثلا بدك تستثمر بقطاع مثل مشروعنا العالمي، قبل أنك تستثمر فيه استثمر بنفسك، بمهاراتك، بأدواتك، أصبح نسخة مختلفة. تمام. اكسر حواجز كثيرة، من حاجز الخوف، حاجز القلق، حاجز الخوف من الفشل، هذا الوهم، حاجز اللي بي 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 بيمنعنا انه نحن ايام نخطي هاي الخطوة انه انا حافشل. هاي انا حليتها وبالهام من ربي سبحانه وتعالى، كنت صغير والله كان عمري 17 سنة، الناس تلومني من حولي ومنهم ابي الله يرحمه يلومني انه انت رايح تجن هلا تعمل مشاريع وتخسر وتخسرنا معك، روح توظف ابوك موظف. فانا حدثت نفسي بطريقه من ربي سبحانه وتعالى، وما ما بقول الخير من عندي، من عند ربي سبحانه وتعالى. فبتعرفوا شو قلت لنفسي؟ قلت لك يا عمي انا رقمي صفر، لح اغامر، لح يضل صفر يضل صفر، بس انا عندي فرصه اذا غامرت اصبح 10 واصبح 100 وحصل الحمد لله يا ربي لك الحمد. فنفس المساله مثلا اليوم، الخوف من الفشل هذا خوف وهم. افشل شو يعني؟ ما انت اساسا فاشل وانا فاشل. انت عرفت شو القصد؟ يعني البدايه، يعني انت اليوم عكس النجاح شو هو؟ الفشل. فاذا لما ما وصلنا للنجاح فنحن فاشلين قبل النجاح. طب نحن ما نجحنا، ما بدي اقول خلص خلينا نلغي كلمه الفشل، نحن قبل النجاح اسمنا اللا ناجحين. طب حتضلك خايف من انك تخطي الخطوه وما تنجح؟ لحتضلك اللا ناجح. لا خليك اخطيها وضلها ناجح، بس شرف المحاوله، واكيد حتتعلم وتكتسب من هاي المحاوله، اكيد اكيد انا متاكد. أديسون وقت سألوا قال لهم أنا تعلمت من 1000 تجربة أني أصنع المصباح، أجريت 1000 تجربة فاشلة بس تعلمت من 999 تجربة، تعلمت شيء مهم. قالوا له شو هو؟ قال لهم تعلمت أنه في 999 تجربة لم تصنع مصباح، التجربة الأخرانية اللي عملها صنعت المصباح، بس تعلم انه في 900، عرف طريقهم، لانه حتى الفشل له طريقة. عرفته؟ فتعلم هو من هدول ال 999 انه هدول الطرق لا يصنعوا مصباح. ثبت عندك يلا يا معلم، هدول الطرق عم يصنعوا مصباح، يعني اذا عملنا هيك ما بيصنعوا مصباح، اذا عملنا هيك ما بيصنعوا مصباح، هيك بيصنعوا مصباح. هاي الان هات لك مثل عليها، شو هو؟ بالسوشيال ميديا لما بدك تبلش انت تعمل محتوى جذاب رح تتعلم كثير اساليب، فانت بعد ما حتوصل لاسلوب ناجح بتقول انا تعلمت اساليب كثيره، ما بتخليك جذاب على السوشيال ميديا. ممتاز. اذا تعلمت انت طرق كثيره لانك تكون فاشل على السوشيال ميديا، حتبعد عنها. صح. طيب استاذ نادر، كمان هي جزئيه بتاخذنا لجزئيه ثانيه اللي بتقول لك ابدا من حيث انتهى الناجحون. نعم نعم
صح لا. توفر على حالك الوقت، يعني التجارب اللي مروا فيها احسن ما امرق انا فيها وضيع وقت فيها. لا، ببدا من حيث انتهى الناجحون، فانا بسال اوبلايني بالطريقه اللي انا عم اشتغل فيها، او الانسان الناجح اللي انا بعرفه بالبيئه تبعنا الاجتماعي نحن عم نشتغل فيها، بسال الانسان الناجح مشان انا اوفر على حالي هذا الطريق وهي التجارب ال 999 وحده. نعم نعم يعطيك الف عافيه. برافو عليك ما شاء الله كوتش ابو حسين، مزبوط حكى استاذ ابو حسين انه هلا فعليا هلا اللي عم يصنعوا المصباح عم ياخذوا التجربه النهائيه تبع اديسون، ما بياخذوا ما بيرجعوا بعيدوا 999. انه مزبوط. طيب، فاذا تطوير شخصيتك رقم 6، طور بنفسك. واليوم باكد لكم الحمد لله رب العالمين صارت الامور كلها بسيطه سهله، خلص انتهينا. يعني انا بحكي لكم شغله صدقا وامانه، أنا مواليدي 86، الله يعطينا طولة العمر والعمل الصالح، لأنه هذا النبي عليه الصلاة والسلام نبينا الكريم قال إنه الله خير الأعمار اللي تكون طالت وعملها صالح، الله يعطينا طولة العمر والعمل الصالح حتى نروح عند ربنا عنا رصيد إن شاء الله. أنا مواليدي 86، صدقاً وأمانة إني أنا ب 2010 بلشت طور بذاتي، فكنت روح على الحلبوني، والأهل أهل دمشق بيعرفوا شو عم بحكي. روح على الحلبوني ابحث عن الكتب والسيديات والاقراص اللي فيها تنميه بشريه وتعليم تطوير ذات بكثير اتجاهات انا هاويه من الاداره والتجاره. ما كان في يوتيوب بوقتها يا جماعه، يمكن كانت المنصه حديثه بس ما في هذا الشيء كلياته، ما في بالأب. يعني 2010 انا بتحدى انه تشوفوا انتم اساسا محتوى 2010 كثير، يعني انه شيء يعني ارفع شوفك ما في، فكنا نضطر فعلا للسيديات. وايام شو بصير بتروح بتجيب، كنت هيك والله روح جيب الكتب والأقراص بناء على عناوينها، بس لما اجي لاقي انه العنوان حقيقة اغنى بكثير من المحتوى. اليوم اليوتيوب اعطانا ميزة قوية جدا للتعلم، اعطانا ميزة بتعرف شو هي؟ انه اقلها اني انا اذا رحت فتش على عنوان لمحتوى انا حابب اتعلم، مثلا انا عم فتش هلا على عنوان اخي ما هي صفات القائد، بدي اتعلم صفات القائد، فلما انا ببحث لحلاحظ انه في كثير ناس حاكين بهذا الخصوص، ولكن اللي حيسهل عليه العملية انه في تزكية اليوم. يعني حلاحظ شخص 1.5 مليون مشاهدة، التعليقات جدا ايجابية، المستفادين كثر، الناس ما تحى هذا المحتوى، وفرت على حالي وقت وجهد اني روح تابع لي محتوى لحدا عم يخبص. والخباصين اللي بخبصوا محتوياتهم بسيطة، والناس ممكن تكون شايفة محتوياتهم وخلص مارقين عليها. فخوارزمية اليوتيوب تعتمد على كم هذا الفيديو يعني كم عدد الوقت للمشاهدة، فانه استمراريه المشاهد معناتها عم يستفاد، وعدم استمراريته معناتها ما عم يستفاد، يا مشكله بطريقه اللي عم يقدم المعلومه، يا اما مشكله بالصوت والاداء، يا اما مشكله بالمعلومه بحد ذاتها. فنحن اليوم بحاله بصراحه، يمكن اليوم حسابنا، ما بدي اتأول على ربي، حسابنا عسير عند ربنا، يا ربي بس حاسبنا يا يسير. هي دعوه لله عز وجل، لانه اليوم العلم كله، يعني هلا اللي بيطلب العلم الاسلام كاملا على اليوتيوب، تك 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 تك. الفقه تك 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 تك، السنة النبوية تك تك تك. اليوم الله يجزيه الخير الشيخ مصطفى من مصر علم السنة النبوية بطريقة فعلا إبداعية داعية. مصطفى شو كنيته والله نسيت، إذا بتذكرونه بكنيته بتابعه سبحان الله. فبعض الدعاة اليوم بيعلموك اليوم بفيديوهات محترمة أنيقة، بتتعلم بإنسيابية وبضغط ضاغطين الوقت، لأنه بيعرفوا أنه على السوشيال ميديا ما عاد في مجال حدا يعطيك. أيوه مصطفى حسني الله يجزيك الخير، أخت رشا بحييك، عرفتوا؟ فاليوم نتحاسب ليش العلم كله صار بين أبدا. اليوم فتحت أبواب العلوم على مصراعيها، شو بدك تعلم؟ اليابانية موجودة تعلمها، الصينية موجودة، أمتى كان هذا الحكي؟ طيب، تطوير الذات يا جماعة، الرائد الأعمال ما بيشتغل عشوائي، بده يتعلم الشيء قبل ما يشتغله. تجنب هذه العادات السلبية بالنهاية يا جماعة الخير، ختامها إن شاء الله تعالى مع حضراتكم، تجنب هذه العادات السلبية واعتماد عادات إيجابية بدلا منها يمكن أن يساعدك في تحقيق النجاحات في حياتك الشخصية والمهنية. شو يعني تجنب هذه العادات؟ نقيض اللي ذكرته أنا من الأساس. يعني الآن التسويف، شو نقيض التسويف؟ عدم التسويف. بدي أنا شو؟ تجنب هذه العادة. بعد منا رقم 2 حكينا تجنب أني أنا أعيش بدون أهداف، تمام. رقم 3 تجنب اني ما اكون عم بخطط لحياتي، تجنب. في مساله الشيطان، هذا باب من ابواب الشيطان بيجيك فيه، بيقول لك انت هلا اذا خططت شو حتكتب كتابك، الله كاتب لك الكتاب. هذا الشيطان كذاب على فكره، هذا الشيطان كذاب.
انا باكد لكم انه كذاب. هو بيقنعك بهي الطريقه، بيقول لك انه الله كاتب لك، انه الله خلص يعني انت معروف شو مصيرك، انت حتكون فقير انت حتكون غني. هذا الشيطان كذاب لانه يعدكم الفقر. انا بحكي لكم هذا عمل من اعمال الشيطان، لأن الشيطان متربص ببني ادم على فكره، ما بيتركك، بضل يحاول يدمرك. هذا هدفه الرئيسي. ليش عم تحكي هيك كوتش نادر؟ انا بحكي لك انه اساسا الله سبحانه وتعالى قال لك لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. بيجي بنصدق كلام الشيطان؟ حيغير معناته في تغيير لما انت بتقرر، لما بيكون انت عندك هدف واضح وبدك تغير من خلاله الله حيساعدك. لما انت بتولد فقير الله حيساعدك تكون سري، لما بتقرر تكون سري، سري بفكرك وبطريقتك بالحياه وصحتك ومالك واولادك كل شيء كل شيء. فاذا لما ربك سبحانه وتعالى بيثبت لك انه هو بيعونك وهو معك لما بتقرر، ولا تهدي من تحب ان الله يهدي من يشاء. الهدايه مو بس هدايه للعباده، او خليني اكون دقيق سوري، الهدايه مو بس هدايه للصلاه وللتوحيد، هي هدايه نطلبها من الله ليل مع نهار، اهدنا الصراط المستقيم بكل فرض. بس الهدايه حتى لانك تهتدى، لانك تعمل انجاز صحيح بينفعك بحياتك وبينفعك بعد حياتك، الهدايه لانك تربي اولادك تربيه صالحه، الهدايه لانك تتزوج امراه صالحه، الهدايه لانك انت كمان تتزوجي رجل صالح، الهدايه لانكم انتم تخلفوا وتعرفوا تربوا وتعرفوا تعينوا وتعرفوا تكونوا مرضيين لاهليكم هي هدايه كلها اسمها هدايه. نحن بدنا نور من الله سبحانه وتعالى، وحتى ربنا سبحانه وتعالى قال انه المؤمن له نور من ربنا سبحانه وتعالى، شايفين؟ فاذا هذا بس حديث الشيطان، انه نحن نعيش بدون اهداف لانه الله كاتب. كاذب، انه لعين، انه كاذب. الخطط يجب ان توضع. طيب هلا الان نجي بقى للصح، شلون اذا حطينا الخطط وسعينا لها وما تحقق، يا اما ما تحققت كامل الخطه، يا جزء منها، يا اما جزء يسير منها، ممكن تراجع نفسك بعدين تقول بس كوتش نادر حكاني حط الاهداف كذا. انا بحكي لك شو حصل هون. الله سبحانه وتعالى يدبر الامر، والله سبحانه وتعالى يمسك السماوات الارض ان تزولا، الله سبحانه وتعالى يدبر لك افضل. فهمتني شو يعني؟ انا بحكي لكم شغله، انا مدت شيء اكثر من سنه اشتغلت على محتوى صدقا وامانه اكل معي اكثر من شهر، اكثر من شهر، وموجود المحتوى لساته موجود، واجيت لاطلقه وكل ما اجي لاطلقه يتعسر. والله يا جماعه الخير اشتغلت عليه واشتغلت عليه وعملت شغلات وشغلات، وكل ما اجي اطلقه يتعسر. فيبدو ان الله سبحانه وتعالى اختار لي محتوى افضل. هيك بصير. فانا اليوم عندي ايمان، وانا متاكد انه كلياتكم من اهل الايمان، انه لما انا بجي بعمل شيء بخطط له، تمام؟ ايوه سبحان الله وهو خير لكم. فانا وقت بجي بعمل شيء لازم خطط له، هيك ربي امرني اعمل الاسباب. لما الله سبحانه وتعالى بيسر لي، اذا هو وافق يعني ربي سبحانه وتعالى عليه، وافق لانه يتماشى مع الخير اللي انا عم بسعى له. طب اذا ما وافقني ربي سبحانه وتعالى حقق لي جزء منه وجعلني من خلال اني انا ما حقق الغايه الكبيره من هذا الهدف اني اعمل هدف اخر بنفس مشروعي بنفس طريقي، اعمل طريقه اخرى، اذا الخير بهالطريقه الاخرى. فهمتوا علي شلون؟ هيك. ولكن نحن بنرسمها بنتوقع الله، والنتيجه نحن ما لنا مطالبين فيها على فكره، من عنده سبحانه، توفيق من الله. فالله يبارك بالجميع، ما شاء الله قطعنا معكم ساعه وعشر دقائق. هي كانت محاضرتي لليوم، اسال الله ان يكون نفعت حضراتكم، نفعت نفسي، اسال الله انه يكون هذا الشيء اللي قدمناه اليوم ان شاء الله تعالى يكون انطلاقة خير للجميع، لضبط إن شاء الله كل ما سلف والتغيير نحو الأفضل. إذا كان في عند حضراتكم أي سؤال أو مداخلة، أنا رح أعطي عشر دقائق لأنه تأخرنا بالوقت مع حضراتكم، وأنا فتحت المايكات عند الجميع، جاهزين نسمعكم إن شاء الله وإياكم. الله يجزيكم خير. الله يبارك فيكم، شكرا لكل من عم يتشكرنا على الشات وعم يكتب كلمة طيبة، الله يجزيكم الخير جميعا. طيب يا جماعة في حدا بده يعمل مداخلة؟ الله يبارك، شكرا شكرا على الكلام الطيب. المايكات مع الجميع يا جماعة، وإياكم جماعتنا على التيك توك، الله يجزيكم الخير ما شاء الله، حضوركم كان طيب كريم، شرفتونا وآنستونا، الله يجزيكم الخير. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. حياكم الله وبياكم، تحياتي.
الله يكرمك يا رب أستاذ نادر، ما شاء الله عليك يا رب. يعني صراحة اليوم نواهد حول موضوع مهم جدا، اللي هو صراحة في كتير أشخاص أستاذ نادر بيدخلوا يعني عم بيدخلوا على مواقع التواصل الاجتماعي عم بيفكروا حالهم عم بيشتغلوا. يعني لازم نحن نفرق، لما أنت عم تدخل يعني عم تدخل على أساس تنشر منشور عن فرصة عمل أو تنشر شيء أو تنشر فيديو، وعم تلاقي حالك عم تتفرج بفيديو تاني، وعم تلاقي حالك عم تتفرج يعني بشغلة تانية، وعم تفكر حالك بأنه اشتغلت هي الساعة بهذا المشروع. فهي صراحة يعني عم تصير مع الجميع. فإذا نحن صار مراقب على أنفسنا، لما أنا دخلت على أساس بدي أنشر فيديو حول فرصة عمل أو حول مشروعي، أنا بدي أدخل أنشر هذا الفيديو وبطلع بشكل مباشر. إذا دخلت مباشرة نشرت الفيديو وصرت يعني قلت لحالك خليني أشوف هاي المجموعة شو فيها، خليني أشوف، راحت ساعة. يعني صراحة هاي الساعة اللي تبع الرملية، هاي الساعة الرملية والله كتير ممتازة. لما أنت دخلت مثلا على الفيسبوك على أساس بدك تنشر فيديو لإعلان فرصة عمل، بتحط هاي الساعة الرملية، تقلب على رأسها بتشوف حالك إذا مرت هاي خمس دقائق الموجودة بهاي الساعة الرملية وإنت ما نشرت لسه الفيديو، تعرف حالك بأنه إنت يعني هذا أخذ منك وقت كتير. فصراحة كتير أشخاص عم بصير معهم، أنا كمان بصير معي. يعني مو ما بحكي يعني فقط على الأشخاص، بحكي بشكل عام تقريبا أكثر من 70%. يعني بتدخل على أساس تنشر شيء، بيطلع لك فيديو مضحك أو بيطلع لك صورة مضحكة أو بيطلع لك شيء، عم تسهى ما بتعرف حالك، ضيعت ساعة. ولكن هاي الساعة ما ضيعتها بالشغل، هاي الساعة ما ضيعتها بالشغل، هاي الساعة ضيعتها بالرفاهية. فصراحة كتير أشخاص عم بيقول لك والله دخلت نشرت، والله اشتغلت اليوم خمس ساعات. ولكن إذا إجينا نحن نحطه يعني نسأله إيش اشتغل بهاي الساعة، يعني من بين الأسئلة اللي أنا بطرحها على الشخص بقوله بكم مجموعة نشرت، بيقول لي والله نشرت بخمس مجموعات. بخمس مجموعات أخذت منك ساعة كلها، بخمس مجموعات ما بتأخذ منك دقيقة واحدة أو ممكن خمس دقائق تأخذ منك. فهون الشخص صراحة هي مسألة أنه أنت دخلت عندك هدف أو أنت دخلت بدون هدف. يعني إذا دخلت بدون هدف راح تضيع وقتك وراح تفكر حالك أنه أنت عم تشتغل، ولكن أنت ما عم تشتغل أي شيء أبدا. فهي نقطة صراحة مهمة جدا، الله يجزيك خير يا رب أستاذ نادر، نوهت عليها، يلي هي مسألة ضياع الوقت بمواقع التواصل الاجتماعي. الله يكرمكم يا رب. الله يجزيك خير ويعطيك العافية، شكرا. مين حابب كمان يعمل مداخلة نختم فيها، شو رأيكم؟ تفضلوا. مساء الخير أستاذ نادر. مساء النور، يا هلا هلا أخي علاء، حياكم. يعطيك ألف عافية وشكرا لك ولكلامك الجميل. الله يبارك فيك يا أخي، حياكم. صراحة وأنا عم بسمع لكلامك كنت عم بتضحك، فعم تسألني زوجتي بتقلي ليش عم تضحك، عم قلي أستاذ نادر وعم قلي بطل فصفصة البزر يوميا. أنا عندي هاي العادة السيئة صار لي زمان، يوميا إذا ما فصفص بزر مستحيل. الشغلة الثانية تلفوني مليان ألعاب، عاملها كمان عم يقلي حذف الألعاب من تلفونك، يعني كتير سلبيات في عندي للأسف. بس بنفس الوقت الحمد لله يعني عم بشتغل على حالي لحتى أوصل. بس في عندي شغلة أستاذ نادر، ما بعرف ليش أحيانا وأنا عم بنشر على الفيسبوك، لأنه أكتر منصة أنا شغال عليها أو بالأحرى يعني بحسن أشتغل عليها أكتر شيء هي الفيسبوك، بس بدي اجي انشر اي منشور او بدي مثلا ادعي الناس للانضمام لشركه دي اكس ان، ما بعرف ليش ينتابني احساس انه كل الناس صار عندها علم بدي اكس ان وكلها انتسبت، يعني ما عاد في عندي حدا بدي ادعوه. ما بعرف ليش هالاحساس هذا بيجيني، عندك شيء فكره ليش؟ طبعا الله يعافي قلبك. اول شيء بتشكرك على صراحتك اخي علاء، وهذا الشيء اسمه النقد الذاتي، رائع ما شاء الله عنك. معناته شيل الالعاب والبزر. احكي لك يا كرمك يا رب. طيب حلو، الله يخليك، يخلي لي اياك كوتش علاء وحبيبنا الغالي. بالنسبه لموضوع اليوم، الشعور هذا انه بيجيك مو بس اليوم لما تكون عم تشتغل مع نظام مثل نظامنا، انه العالم كله استدلت وعرفت وكذا، هذا بيجيك حتى بالتجاره على فكره. يعني تكون عم تتاجر منتج، ايام مثلا اللي احنا بنقولها بالعاميه كنا انه السوق خف، عرفت شلون؟ انه الناس كلها ما عاد بدها، بيجيك هذا الشعور انه الناس كلها ما عاد بدها، لا
اما الواقع هو مختلف. الواقع انه بالعكس اللي احنا اساسا بلغنا الفئه الاقل من الناس، يعني احنا فعليا اليوم بلغنا فقط من الكوكب شيء 2% واقل يمكن كمان 1% تقريبا. ايه حتى على فكره على مستوى على مستوى على مستوى اليوم التجارات البسيطه يلي بتكون تقدم بحي، تخيل انه البائع يتوقع انه اهل الحي ما عاد بده الخدمه، لا لا لسه بصير تغيرات عندهم بيطلبوا خدمته. وفي عندي انا دليل على ذلك، وقت اللي كنت موجود في دمشق شركتي كانت تقدم خدمات الانترنت فقط لمدينه دمشق، فتخيل مع مني انه احنا بلشنا نقدم خدمه الاي دي اس ال تمام، دخلت تقريبا اذكر انا بال2010 بدت شوي بدايه ضعيفه بعدين قويت باوجهها بال12. فنحن اساسا ركبنا لكل الناس بشارعنا، بس شارعنا على الحل. انا مركب لاكثر من 90% من البيوت كله مركب عندي، ما في عندي على السيستم عندي اي اسم تطلبوا عائله، يعني اسم عائله بتلاقي موجود عندي 5 أو 6 بيوت مركبين عندي لانه استمرينا سنوات. مع ذلك تخيل انه بيضلوا بيركبوا انترنت هن نفسهم يا رجل من الشارع، شو عم يصير؟ بس هي عباره عن شو؟ عباره عن المتغيرات اللي كانت تحصل عندهم. مثلا فلان طلع من بيت غير بيت، اخذ لغى خط، فلان شغل خط، فلان انتقل من شركه لشركه غير اجرى عنا حكي من هذا. فنفس المساله اليوم انا بحكي لك بحر 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 الناس الطالبه تنضم معك. وفي نقطه كمان ذكرتني فيها امبارح احد المعلقين ضحكني والله، قلت له لاخوكم ام عمران شوف شو عم يحكي، شو كاتب لي؟ قالت لي طب كاتب لي، قال لك يا اخي انت لسه بتعرض الموضوع علينا، خلص يا اخي مره واحده نزل انه انت عندك شركه، اللي بده ينضم وخلاص، اللي بده ينضم ينضم، ما بده ينضم ينضم، يعني حاجه تصير على راسنا عارف. قامت حكت انا حزير شو قلت له، قلت لها لام عمران قلت لها يا الله مرسيدس صار عمره اكثر من 100 سنه واللي بيعملوا له الدعايه يوميا وزراء وملوك ورؤساء يوميا ولسه لهلا بتحط اعلاناتها بالفيسبوك وبالشوارع. صحيح هذا الكلام. الله يعطيك الف عافيه. على فكره ذكرتني بشغله كمان، ابلايني الاستاذ عمار الشيخ هو بالقرابه بيكون ابن عمي، بس انا من سنه 2005 طلعت برات مدينه دير الزور فما عاد شفته ولا عاد حكيته. طلعت على الشام، من الشام على لبنان، من لبنان رجعت لهون، يعني ضليت شيء 17 سنه بعيد عن دير الزور. استاذ عمار كيف دعاني لشركه دي اكسل؟ ضل يبعث لي على الماسنجر، ضل يبعث لي يمكن قرابة 3 أشهر. طبعا هو بيبعث رسائل جماعية بشكل جماعي، وأنا طنش طنش طنش، آخر شيء قلت هات لشوف هالزلمة شو بده مني. وأتحكيته بنفس السهرة بنفس الليلة أقنعني ودخلت وانضميت، ومباشرة انضميت مع 2 من أهليتي بنفس الليلة تمام. فهذه الشغلة اللي عم تعطيني دعم معنوي انه لا تيأس، لا تقول انه كل الناس انضمت خلاص، لسه في ناس ما انضمت، لسه في ناس بدها، لسه في كثير. اي عندك كمان بكره الاكس باير، بكره اللي بصير عضوياته الاكس باير. تفضل كوتش منصور معك، رح نتفضل يا غالي. الله يجزيكم الخير اخي علاء، يعطيك الف عافيه استاذ نادر حبيبي. الله يعافيك. السلام عليكم ورحمه الله، الله يسعد مساكم جميعا. مساك يا اهلا وسهلا، حياكم الله. في شغله مهمه جدا حول انه والله كل الناس دريت بي دي اكس ان وكل الناس صار تعرف، وانت اليوم بتفوت على مجموعات بتلاقي انه في عالم عم تنشر. هلا في شغله ممكن تكون صادمه بالنسبه لبعض الناس، انه خوارزميات الفيسبوك ما لها غبيه كثير لحتى والله تفز تعمل من منشورك انتشار لكل الناس. في شغله جدا 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 مهمه بموضوع خوارزميات الفيسبوك او اي خوارزميه ثانيه، لازم تكون انت اليوم في شيء بالنسبه لك لازم يكون ممول. يعني اليوم المنشور الممول لما عم ينتشر عم يوصل عند الاشخاص، والاشخاص هذول ما في عندهم اساسا فكره عن دي اكس ان نهائيا. ليش؟ لانه كل واحد فيهم مثلا عم يكون عم يتابع صفحات معينه، عنده اهتمامات معينه. فنحن مثلا شوف شو بنلاقي، نحن مجتمع بيفوت عليه الاشخاص بينشروا عليه لدي اكس ان، بس هذا المنشور ما حدا بينتكشه نهائيا. ليش؟ لانه ما في عليه زخم، ما في عليه دفع، ما في عليه فلوس مدفوعه اصلا. تمام، اوكي. الواحد شو بيساوي؟ بيعمل صفحة فيسبوك خاصة فيه، وبيشتغل على مبدأ انه هو ينشر فيها اشياء، مثلا يساوي فيها مثلا مثل ما حكى استاذ نادر براند نيم، يعمل لنفسه براند نيم. لما بده يبلش يعمل تمويل هون بقى ببلش شخص مثلا يدخل عند منك بيتواصل معك بناء على اهتمامه، لانه هو مهتم اساسا بفرصة عمل، لانه هو اساسا المنشور تبعك لانك دفعت عليه $5 $10 لازم انه
لما عم يروح لعند شخص ما بيعرف من بي دي اكس ان نهائيا، او اذا بيعرف فيها مثلا بشكل جيد. لانه في كثير، انا شو بصير معي سابقا، نشرت على صفحات ثانيه، صفحات مثلا كمجتمعات، اوكي في ناس بتتفاعل في ناس لا. في عندي انا احد السيدات شافت مثلا منشور وهلا صارت موجوده عندي ضمن الاعمال، خير ان شاء الله. بس التواصل الكثيف من الاشخاص وبيجوا كمان بالدور وبيصفوا معك على الدور كمان، ودوبك تلحق انت بس تلقى اتصالات اساسا لما يكون المنشور هذا مدفوع عليه مصاري. يعني المنشور بده يكون متعوب عليه، الكتابه بده يكون متعوب عليها، الهاشتاجات بده يكون متعوب عليها، الاداء اللي انت مساويه بده يكون يا اما 30 ثانيه او بده يكون مدته دقيقه واحده، بحيث انه المشاهد ما يكون عم يمل من الشيء اللي انت قدمته. وبالتالي لما يتواصل معك شخص بيتواصل بيكون عنده لهفه اصلا، انه هو بده يعرف شو هي الفرصه. وهون بيجي دورك انت، سواء انت اليوم يعني متمكن من عرض الفرصه، متمكن بحيث انك انت ترتب معلومات هذا الشخص، تمام. هون بقى هذا الشيء، هذا الدور على عاتقك انت. ف 50% خلينا نقول هو انت سويت منشور على الفيسبوك، دفعت عليه تمويل وجاك شخص جاهز انه يشتغل معك، هون بقى انت بيصفى عليك 50% اللي هو ادائك، قديش انت عندك قوه بطرح الفكره، وقديش عندك قوه بانك ترتب حياه هذا الشخص بناء على ما يعطيه هذا المشروع. فانه والله رحنا نجي ننظر نظره عامه، انه والله صارت الدنيا كذا، بتعرف بدي اكسل، لا صديقي لحد الان انا هلا يعني عم بستمع للاستاذ نادر عثمان، بس مسكر المايك قاعد بس عم برد على الاتصالات اللي عم تجيني، ناس ما بتعرف شو هذا المكمل غذائي، ولا بتعرف شو هي دي اكس ان، ولا بتعرف شو هذا الفطر الريشي نهائيا. هذا الشيء ليش؟ لانه نحن اذا عم ننشر فيسبوك، برجع بقول لك هو عباره عن منصه لا تاخذ منك فلوس كرمال تنشر لك منشورك. هذا هي تجربتي الشخصيه بهذا الموضوع، مو انه هذا الشيء بس فقط والله الناس عم تدفع، لا ممكن هيك وممكن هيك، بس اذا بدك انتشار اكثر هذا مشروع بالاخير بدنا ندفع عليه اجباري، شيء طبيعي. سلامك سليم استاذ منصور، يعطيك الف عافيه حبيبي الغالي، الله يسعدك. الله يبارك بالجميع، حياكم وبياكم. طيب ننهي اللقاء ان شاء الله يا سادة، شكرا لكل من كتب على الشات كلمة طيبة، الله يجزيكم الخير جميعا، بدي اتشكر هذا الحضور الطيب. ولا تنسوا تعملوا شيء منيح، تمام، كل يوم تتعمدوا تعملوا شيء منيح، هي نصيحتي لكم. ايضا لا تنسوا ان شاء الله تعالى تقوموا قيام الليل، هي الساعات برمضان جدا مهمة، اغتنموها بالدعاء لله عز وجل، قيام له، تقرأوا القرآن إن شاء الله سوية، إن شاء الله عم نعمل هيك بإذن الله، الله يثبتنا. ولا تنسوا تحطوا كل شيء تعلمتوه بالفعل، حطوه بالفعل. يعني اليوم مثلا نحن بتنا والله أعطانا الأمر وصحينا، غدا لازم نحط بالفعل، نحن هاي الأشياء نحطها بالفعل، لأنه كل شيء ممكن نتعلمه نشعر فيه أنه جيد وإيجابي ما بيصير أساسا يحقق نتيجة إلا لينحط بالفعل، ينحط باليتطبق. فربي يحفظ الجميع، تصبحوا على ألف 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 خير، ونراكم جميعا في أعلى قمم نجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.